بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وتغطية خاصة لقاء طنطا والأهلي الأسبوع 13 من عمر مسابقة الدوري العام. النادي الأهلي في المركز الثاني ب 25 نقطة من 10 مباريات وأسعى لتحقيق الفوز التاسع في هذا الموسم لاعتلاء عرش بطولة الدوري ويريح نفسه في بقية الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. لقاء طنطا والأهلي دائما وأبدا ما يتسم بالسخونة. النادي الأهلي كان فاز به في الموسم الماضي بهدف مقابل شيء في الدور الأول، وأيضا في الدور الثاني كان بهدف مقابل شيء كان أحرزه اللاعب الهالي كوليبالي، وفي الدور الأول كان أحرز الهدف اللاعب التونسي علي معلول. خلينا نشوف مع حضراتكم إحصائيات هذا اللقاء، لقاء أكثر من هام بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره والكابتن حسام البدري وكتيبة النجوم اللي مجهدها لهذا اللقاء. تعالوا نشوف مباريات الجولة 13 بالدوري الممتاز. طلع الجيش والرجاء المطروحي يوم الأربعاء 13 ديسمبر. المصري كان 2-1 بالنسبة لطلاع الجيش، وأول فوز بالنسبة للكابتن حلمي طولان مع فريق طلاع الجيش. المصري والداخلية كان أيضا يوم الأربعاء كان تعادل 1-1 بالنسبة للكابتن حسام حسن مع فريق المصري، والداخلية كابتن علاء عبد العال اقتنص نقطة أكثر من مهمة. أما نادي إمبي والإنتاج الحربي، نادي إمبي عاد مرة أخرى لنغمة الانتصارات بفوز بثنائية على الإنتاج الحربي. مواجهة كانت قوية جدا ما بين الكابتن إيهاب جلال في نادي إمبي وأيضا كابتن مختار مختار اللي ماشي بشكل كويس قوي مع الإنتاج الحربي. ثم أول مفاجآت الأسبوع كانت بالأمس يوم الخميس 14 ديسمبر وتفوق النصر برباعية على فريق مصر المقصة 4 أهداف مقابل هدف في واحدة من المباريات اللي كانت مفاجأة من الرعاية الثقيل، ولكن صراحة نادي النصر كان أفضل بكل المقاييس ودخل اللقاء وحاطط في دماغه احترام المنافس، ومن ثم أحرز 4 أهداف ولا أجمل في شباك مصر المقصة واللاعب الهداف ميدو أحرز هاتريك. أما لقاء وادي دجلة وتاني لقاءات الكابتن طارق العشري مع فريق وادي دجلة بعد توليه مهمة الفريق أمام المقاولون العرب اللي ماشي بشكل كويس قوي، تفوق وادي دجلة بهدفين مقابل لا شيء في مباراة كانت صعبة على كلا الفريقين، وبالنسبة لوادي دجلة طوق نجاة للهروب من نغمة الهبوط وقاع الدوري الممتاز. وفي الأخير نادي الإسماعيلي يتفوق بهدف مقابل لا شيء في لقاء لم يكن مفاجأة بالنسبة لجماهير الكرة المصرية، خاصة النادي الإسماعيلي حتى الآن بيلعب على صدارة الدوري الممتاز. أما نادي الزمالك ليس هو نادي الزمالك الذي نعرفه سواء فنيا أو في كل المعايير، وتمت إقالة نبوشة ليتم ضمه لكتيبة المدربين المقالين من بطولة الدوري الممتاز. نروح لهدفه بطولة الدوري العام جون أنتوي مهاجم مصر المقصة ب9 أهداف، وحسين الشحات أيضا من مصر المقصة برصيد 9 أهداف، وعمر السعيد من الإنتاج الحربي 8 أهداف، دييجو كالدرون أحرز هدف بالأمس ووصل ل6 أهداف في شباك نادي الزمالك. أما اللاعب المغربي المهاجم البومبر المغربي وليد أزارو من النادي الأهلي ب6 أهداف. دول أول 5 لعيبة متصدرين جدول بطولة الدوري الممتاز، ولو حضراتكم لاحظتوا إن في 2 من مصر المقصة محرزين 9 أهداف. مقاول العرب محمد فاروق 5 أهداف كان لاعب الأهلي السابق، أيضا وادي دجلة وطارة يوسف 5 أهداف، المصري البورسعيدي إسلام أبو سليمة وده من المساكين إسلام أبو سليمة من لعيبة قلب الدفاع أحرز 5 أهداف ودي حاجة تحسب له. الزمالك محمد أشرف رؤى 5 أهداف وبقاله أكتر من 3 أسابيع على هذا الأداء وعلى هذا الرقم. المقاولين العرب أحمد علي مهاجم الفريق 5 أهداف، ومن إمبي صلاح محسن اللاعب الصاعد مواليد 98 المهاجم الجديد بفريق نادي إمبي أحرز 5 أهداف، ده هدافي بطولة الدوري الممتاز حتى الآن. نكمل مع حضراتكم مباراة الجولة 14 بالدوري العام. النصر أمام المصري، النصر المنتشي بالفوز برباعية أمام فريق مصر المقصة، أمام المصري المتعادل مع فريق الداخلية ويبحث كابتن حسام حسن على الانتصار على النصر. أما الداخلية وإمبي مواجهة أيضا من العيار الثقيل، الداخلية واخد نقطة مهمة جدا من المصري ويسعى انه يكمل نفس المشوار، هيبقى نفس الفكر ونفس الاداء ونفس التكتكس امام نادي ام بي بي كابتن ايهاب جلال اللي بيلعب كوره مفتوحه الى حد كبير. اما الرجاء عنده مشوار صعب الصراحه امام مصر المقصه، رجاء هزم في اللقاء الماضي وامام طلاء الجيش وبيسعى ان يفعل اي شيء امام مصر المقصه، ولما لا فقد فعلها النصر وفاز ب4 أهداف، ومن الممكن كل شيء وارد في كره القدم. مصر المقصه ودروب كبير جدا في المستوى
امام فريق النصر، فهل يفعلها امام الرجاء؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله يوم الثلاثاء في الساعه 3 الا ربع عصرا. الانتاج الحربي ومواجهه هتبقى صعبه امام نادي طنطا اللي هيواجه فريق النادي الاهلي، مباراه صعبه جدا عليه في لقاء اليوم. والاسماعيلي الذي يبحث على الصداره امام طلائع الجيش المنتشي بفوز مهم جدا في اخر لقاءاته في الاسبوع الماضي، واول فوز بالنسبه للكابتن حلمي طولان. مويل عرب بيواجه بتروجيت، مواجهه متكافئه ولكن هيبقى لقاء حلو في كره قدم جميله، لان كلا الفريقين سواء كابتن محمد عوده في المورين العرب او كابتن محمد يوسف في بتروجيت بيلعبوا كره جميله جدا. هيبقى يوم الثلاثاء في السابعه والنصف مساء. يوم الاربعاء هتستكمل اللقاءات بالاسيوطي امام وادي دجله، ولقاء هيبقى صعب جدا جدا على كلا الفريقين لان الاثنين قريبين من بعض في جدول الدوري الممتاز. الاسيوطي مع الكابتن علي ماهر اللي بيقدم لنا الصراحه مفاجاه كبيره جدا في اداء الاسيوطي هذا الموسم، امام طارق العشري كابتن طارق العشري في وادي دجله اللي ابتدى يعني يدوق طعم الانتصارات. الاتحاد السكندري بعد إطالة المدير الفني الفرنسي أمام فريق نادي الزمالك المصري أيضا اللي أقيل مدربه الأجنبي المونتينيجري نيبوشا. خلال الفريقين يمكن نفس الظروف، مع الفارق أن نادي الزمالك من الأندية الكبيرة اللي دائما وأبدا بتسعى أن تكون في صدارة الدوري. أما النادي الأهلي يواجه نادي السموحة إن شاء الله يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 5 مساء. نادي الأهلي وكابتن حسام البدري وقطار الدوري الممتاز للنادي الأهلي اللي بيسحب بقوة على الحصول على النجمة الرابعة والدوري الأربعين. 39 بطولة دوري بالنسبة للنادي الأهلي ولا يرضى بفوز إلا بفوز ببطولة الدوري العام، البطولة المفضلة للنادي الأهلي وجماهيره أمام نادي سموحة. خلينا نروح لموقف الفريقين، فريق نادي طنطا والنادي الأهلي في الدوري الممتاز. هنبدأ بالنادي الأهلي اللي لعب 10 مباريات، حقق 8 فوز تعادل 1 وخسارة وحيدة أمام مصر المقصة، له 22 هدف وده نتيجة جيدة في 10 مباريات، وعليه 7 أهداف فقط، أفضل خط دفاع حتى الآن في الدوري الممتاز وعنده 25 نقطة. أما نادي طنطا من 12 مباراة عنده فوزين فقط وست تعادلات، دي بيدي لك انطباع على طبيعة أداء نادي طنطا المتحفظة أكثر والتنظيم الدفاعي، عنده 4 هزائم وله 11 هدف فقط في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، وعليه 13 هدف والأهداف اللي عليه أكثر من الأهداف اللي سجلها، وده بيبين لك ضعف الفريق من الناحية الدفاعية في بعض الأمور، وعنده 12 نقطة فقط. اما نادي طنطا بعد اقاله او بعد استقاله المدير الفني السابق كابتن خالد عيد ودخول الكابتن اسامه عرابي، اعتقد ان الفريق هيبقى له شان اخر في بطوله الدوري الممتاز. خلينا نروح لمشوار الفريقين، هنبدا بالنادي الاهلي المصري اللي فاز على طلائع الجيش او تعادل مع طلائع الجيش في اول اللقاءات بهدف مقابل لا شيء، ثم تفوق على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء، ثم تفوق على الرجاء باربع اهداف مقابل هدف في لقاء كان جميل جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اما تفوق على الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف امام كتيبه الكابتن مختار مختار، ثم تفوق على الاسماعيلي المنافس الابرز حتى الان في بطوله الدوري الممتاز بهدفين مقابل لا شيء، ثم تفوق بنفس الرصيد على فريق نادي الداخليه بهدفين مقابل لا شيء، ثم ايضا النادي المصري البورسعيدي سقط في ثنائيه الاهلي بهدفين مقابل لا شيء ايضا، وتفوق على امبي باربع اهداف مقابل هدف، ثم الاسيوطي بهدف مقابل لا شيء قبل ان يسقط امام مصر المقصه بسبب زوال التوفيق بثلاث اهداف مقابل هدفين. ده مشوار نادي الاهلي حتى الان الابرز هذا الموسم، 8 انتصارات والاهلي يسعى لتحقيق الفوز التاسع امام طنطا. طنطا في البدايه تعادل امام النصر بدون اهداف، وسقط امام سموحه بهدفين مقابل لا شيء، وده كان اول هزيمه بالنسبه لفريق نادي طنطا هذا الموسم قبل ان يتفوق في مفاجاه امام وادي دجله كانت مفاجاه بثلاث اهداف مقابل هدف، قبل ان يتعادل مع بتروجيت وايضا مع الزمالك بنفس الرصيد 1-1. اكيد النقطه اللي امام نادي الزمالك بتحسب كتير جدا بالنسبه لنادي طنطا، ويتعادل من بعدها امام طلائع الجيش بدون اهداف، ثم يتعادل مع مصر المقصه بثلاث اهداف مقابل ثلاث اهداف، وكان متفوق في الشوط الاولاني بثلاث اهداف مقابل لا شيء، واستطاع مصر المقصه انه يعمل الرومونتادا او كامباك ويعود ويعادل الامور وتصبح النتيجه ثلاث اهداف مقابل ثلاث اهداف. طنطا امام الرجاء تفوق بهدف مقابل لا شيء، واللقاءات اللي بيلعبها طنطا امام فرق المؤخره بتبقى بست نقاط لان بتدي له دفعه كبيره جدا انه يخش جوه منتصف جدول الدوري. سقط امام نادي الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء كان احرزه المهاجم الكولومبي كالديرون، وتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف مقابل هدف قبل ان يسقط امام المقاولين بهدف مقابل لا شيء،
ثم يسقط أمام الأسيوطي في مواجهة كانت صعبة على أبناء طنطا بهدفين مقابل هدف. ده أبرز لقاءات نادي طنطا في هذا الموسم ومشوارهم اللي ابتدوا به بطولة الدوري الممتاز. هدفوا الفريقين من نادي الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو بستة أهداف، ومن نادي طنطا مصطفى محمد بثلاث أهداف. مصطفى محمد من اللعيبة طبعا الكل يعلم من هو وليد أزارو، مصطفى محمد من اللعيبة اللي عندهم قوة بدنية ما شاء الله جيدة وبيحرز أهداف مع فريق نادي طنطا وبيتنبؤوا له الكل في طنطا بمستقبل واعد. نروح لتاريخ مواجهات النادي الأهلي أمام نادي طنطا. لعبوا أمام طبعا النادي الأهلي لعب 111 مباراة، حقق فوز ب 57 في 57 فوز، أما نادي طنطا لم يفز، والتعادل كان حليف الفريقين في 32 مرة. هدافي النادي الأهلي الكابتن والأسطورة صالح سليم، وأيضا الأسطورة الأخرى أحمد مكاوي بعشرة أهداف. أحمد مكاوي كان في الثلاثينات وآخر وأول الأربعينات، كان من أبرز النجوم اللي موجودة في فريق النادي الأهلي في هذه الفترة. 163 هدف أحرزهم النادي الأهلي في شباك فريق طنطا، أما نادي طنطا هم 7 أهداف فقط، وكان هداف نادي طنطا في شباك النادي الأهلي هو اللاعب المخضرم إسماعيل رمضان بهدفين. أكبر الفوز للنادي الأهلي كان موسم 75-76 بستة أهداف مقابل شيء، كان أحرز الكابتن محمود الخطيب هاتريك والكابتن مختار مختار في هذا اللقاء. طنطا حتى الآن لم يفز على النادي الأهلي طوال تاريخه، ودي من الحاجات اللي كل جمهور نادي طنطا متعطشة أنه يعني يحصدوا أول فوز على فريق النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن. كان ايضا في الفوز الكبير اللي احرزه النادي الاهلي بستة اهداف كان الكابتن احمد عبد الباقي ايضا والكابتن محسن صالح احرزوا في هذا اللقاء الكبير. نروح للتشكيل المتوقع لكلا الفريقين وهنبدا بفريق النادي الاهلي. احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى في حاله استمرار اصابه شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي، اثنين قلبي دفاع محمد نجيب وايمن اشرف واحمد فتحي في الجانب الايمن وصابر رحيل في الجانب الايسر. النادي الاهلي ايمن اشرف هيبقى اعتماد كبير قوي على بناء اللعب، صابر رحيل واحمد فتحي مع طريقه طنطا الدفاعيه هيبقى في تقدم كبير جدا عشان يضربوا التكتل الدفاعي. في كريم ندبت وعمرو السوليه من المتوقع ان هم يبداوا، عمرو السوليه هيبقى امام الاثنين قلبي الدفاع وكريم ندفد من هو اللي هيكمل جنب عبد الله السعيد في مشاويره في غياب حسام عاشور، اللي لو كان موجود حسام عاشور كان عمرو السوليه هو اللي هياخد ادوار كريم ندفد في التقدم بجانب عبد الله السعيد اللي هيميل على الجانب الايسر مع جونيور اجاييه ومؤمن زكريا وجونيور اجاييه وفي الامام وليد ازارو. دي التشكيله الهجوميه اللي هيعتمد عليها النادي الاهلي. عبد الله السعيد هيميل ناحيه الشمال كتير لان الناحيه الجبهه اليمنى في فريق نادي طنطا فيها بعض المشاكل، هقولها لحضراتكم في تشكيل فريق نادي طنطا. تشكيلة نادي طنطا في حراسة المرمى إسلام طارق، أمامه محمد العشري ومحمد أسعد، في الباك الشمال أحمد خالد وفي الباك اليمين رضا العزب. رضا العزب من الباكات المخضرمة وعندها تاريخ في الدوري الممتاز ولكن بيتقدم كتير ودايما بيبقى مغطي الأوفسايد في حالة الحالة الدفاعية، بيبقى متقدم شوية عن قلبي الدفاع والاثنين قلبي الدفاع بيبقوا متأخرين سنة، ففي مسافة ما بين رضا العزب وما بين قلبي الدفاع، وكل الأندية في الدوري الممتاز أحرزوا في نادي طنطا بسبب هذه الطريقة. مصطفى أمين ومحمد مرسي هيبقوا اثنين ارتكاز في وسط الملعب، معاهم محمود غالي اللي في الناحية الدفاعية هيبقى معاهم ستارة دفاعية، وفي الأمام مهاب سعيد ومحمد جابر ومصطفى محمد طبعا في غياب اللاعب التونسي الجزيري وأيضا رمضان ربيع واللاعب الغنام. كل هذه اللعيبة طبعا كان بيعتمد عليهم المدير الفني السابق كابتن خالد عيد في الناحية الهجومية، ولكن الجزيري بيغيب بسبب الإيقاف والغنام واللاعب رمضان ربيع بيغيبوا بداعي الإصابة. هي دي التشكيلة اللي اعتمد عليها الكابتن أسامة عرابي، وفي الأمام مصطفى محمد من اللعيبة اللي بتحاول أنها تخطف أي حاجة بسبب القوة البدنية والسرعات العالية اللي موجودة عنده.
نروح مع حضراتكم نشوف كواليس فندق اقامه النادي الاهلي قبل التوجه الى ملعب اللقاء. طبعا عارفين النهارده النادي الاهلي هيلاعب نادي طنطا على ملعب غزل المحله، وملعب غزل المحله له تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي في مسابقه الدوري الممتاز، خاصه النادي الاهلي دائما وابدا كان بيلاعب بقى فرقه غزل المحله، وفرقه غزل المحله في السبعينات ما شاء الله كانت من الفرق الكبيره جدا اللي كانت بتنافس وحصلت على بطوله الدوري الممتاز من قبل. ادي جماهير النادي الاهلي اللي في كل مكان موجوده، النادي الاهلي في اي مكان بيتواجد فيه بيصنع الحدث، النادي الاهلي الاكبر شعبيه ما شاء الله في مش بس في مصر في الوطن العربي، ففي كل مكان بتلاقي محبي النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي وجمهوره اللي هم اللاعب رقم واحد دائما في كل انجازات وبطولات النادي الاهلي بيكون موجودين. ادي شايفين حضراتكم الجمهور العظيم الجمهور الجميل اللي بيساند فرقته في كل مكان، اللي بيروح كل مكان ورا فرقته عشان يدي دعمه، وشباب جميل جدا من كل طبعا مكان في مصر، والتشجيع كان جميل جدا في طوال اليوم. طبعا ادي مناسك صلاه الجمعه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي النهارده يوم الجمعه، جمعه مباركه على كل مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا في قناه النادي الاهلي، ولعيبه النادي الاهلي دائما وابدا الالتزام واداء الصلاه بيبقى بالنسبه لهم رقم واحد، وكان الدكتور خالد محمود هو اللي قام بصلاه الجمعه. عندنا كلام مهم جدا وتقرير عن مواجهه طنطا والنادي الاهلي في الجوله 13 من الدوري الممتاز، نطلع نشوفه. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديد. يخوض فريق الكره الاول بالنادي الاهلي في الخامسه مساء اليوم الجمعه مباراه طنطا والتي تجمعهما على استاد المحله بالجوله 13 من عمر مسابقه الدوري الممتاز، ويدخل الاهلي المباراه في وصفه جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطه بفارق 5 نقاط عن الاسماعيلي المتصدر، ويتبقى للاحمر 3 مباريات مؤجله بينما ياتي طنطا في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطه، ويفتقد الاهلي 11 لاعبا دفعه واحده هم عمرو بركات وعبد الله الشامي واسلام محارب وعماد متعب واحمد حمودي وحسين السيد ومروان محسن، فضلا عن حسام عاشور ومحمد الشناوي وسعد سمير ورامي ربيعه ما بين الاصابه ولاسباب فنيه وفقا لرؤيه المدير الفني. ويلعب الاهلي المباراه بدون الرباعي المصاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وسعد سمير ورامي ربيعه مدافع الاحمر ومروان محسن مهاجم الفريق الذي يواصل عمليه التاهيل من الرباط الصليبي، حيث يعاني الشناوي من اجهاد عضلي مما حرمه من الدفاع عن عرين ابناء الجزيره في اللقاء السابق، بينما يغيب سعد سمير عن اللقاء لمعاناته من جزع في الرباط الداخلي للركبه، بينما يعاني ربيعه من الاصابه في العضله الضامه. ومن المنتظر أن يحل شريف إكرامي أو أحمد عادل عبد المنعم بدلا من الشناوي في التشكيل الأساسي للأحمر، بينما يعود محمد نجيب وأيمن أشرف غياب الثنائي سعد وربيعة. وفي الهجوم يحجز وليد أزارو مكانه الأساسي في ظل غياب مروان محسن. الأهلي بمن حضر شعار يرفعه لاعب المارد الأحمر، فكل التوفيق لهم اليوم في تخطي عقبة أبناء السيد البدوي والعودة بنقاط المباراة الثلاثة. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا وفي تغطيتنا الخاصه للقاء طنطا والاهلي الجوله الـ13 من عمر وزمن الدوري الممتاز. في طبعا هذه الفقره برحب بضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير يا كابتن نور. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ منور الدنيا. ربنا يخليك. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ربيع سيم. مساء الخير كابتن ربيع. اهلا بيك كابتن محمد، منور بالتوفيق وموفق دايما. ربنا يخليك كابتن مصر. نبدأ مع حضراتكم ببعض الأخبار سريعة. كابتن سيد عبد الحفيظ في لفتة إنسانية صراحة زار معهد الأورام بالمنصورة وكان قام بالتبرع بالدم، ودي حاجة مهمة جدا، ده الجانب المجتمعي والجانب الإنساني في الرياضة. في كل دول العالم بيبقى في حاجة اسمها سوشيال ريسبونسابيلتي أو الجانب المجتمعي، ودي حاجة من الحاجات اللي النادي الأهلي دائما وأبدا بيركز فيها بشكل مميز جدا بشكل كبير جدا، لأن النجوم يبقى لهم دور في المجتمع غير الدور اللي جوه الملعب، إن هو يروح معهد الأورام ويشد أزر من الموجودين ويبقى في دعم كبير جدا سواء معنوي أو مادي بالنسبة لهذه المؤسسة، لأنها من المؤسسات المهمة في الدولة المصرية، وإن شاء الله كده يا رب يشفي كل مريض. أيضا كان في مران قوي جدا للغائبين عن مباراة طنطا، وكان على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وكابتن طارق أبو عزيز أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي هو اللي قاد هذا المران، وكان فيه فقرات بدنية مهمة جدا، وكان اللاعب أكرم توفيق كان غاب عن هذا المران بإذن من الجهاز الفني، وبتبقى حاجة مهمة جدا عشان يعوض نفس حمل اللعيبة اللي ما لعبتش المباراة. أيضا رامي ربيعة وعلي معلوم محمد الشناوي ومروان محسن رباعي الفريق الأول بالنادي الأهلي كانوا أدوا تمرين بدني في صالة الجيمينيزيوم، وكان أيضا الكابتن طارق عبد العزيز هو اللي بيشرف على هذا التمرين، وفي إطار يعني النادي الأهلي دعمه وتجهيزه لكل اللعيبة المصابين في النادي الأهلي. كابتن شريف، الإصابات مع ضغط المباريات بتكتر، ولكن أهم حاجة التجهيز. أهم حاجة أن بسم الله الرحمن الرحيم الأول اللعيبة كلها مقتنعة تماما أن الضغط اللي موجود ما بيتحققش إلا بالاستشفاء، فكل لعيب بيحاول يرجع بسرعه الملعب عشان ليه دور ان شاء الله في احراز البطوله او البطوله. اتوبيس النادي الاهلي وصل الى ملعب المباراه واستاد غزل المحله لحظه بلحظه مع حضراتكم، لقطات حصري مش هتشوفوها في اي مكان تاني، وصول لعيبه النادي الاهلي كل التوفيق ليهم، كل مركز كل عارف اهميه هذا اللقاء، كل عارف ايضا ملعب غزل المحله من الملاعب اللي مش سهله على اي من الانديه. كمل كابتن شريف. فبقول لحضرتك كل اللعيبه اللي شفتهم نازلين من الاتوبيس دول على شكل واحد، على نمط واحد، على موهبه واحده، على كيان واحد، على مبادئ اللي هو الفوز الوحيده، اللي الاهلي ما بيبصش بطوله الدوري فقط انما بيبص لجميع البطولات اللي بيشترك فيها، ودي حاجه طبعا بتساعدنا كلنا ان احنا ماشيين على خطه ثابته بجميع اللاعبين المحترمين اللي هم موجودين دلوقتي في النادي الاهلي. كلنا بنحب نشوف رامي ربيعه ونشوف صالح جمعه، انت النهارده بتسال على صالح جمعه. نعم. بتحب نشوف وليد سليمان في كل امكانياته موجوده بيحطها في الملعب، مؤمن زكريا نفس الشكل، وليد ازارو يركز شويه وانه يبقى نبطل نقول عليه ان هو عنده اللمسه الاخيره مش مكتمله. اجاييف الفيزيكال فيتنس الطبيعي بتاعه، عبد الله السعيد زي ما احنا شايفينه دلوقتي، فكل الاسماء اللي موجوده وانت كنت فضلت وقلت على الاستشفاء بتاع اللاعبين، كل لعيبه احنا بنشوفهم وبنقرب منهم بنروح نشوف بيتمرنوا ازاي، بيتعالجوا ازاي، الحقيقه فعلا الضغط كل 3 4 ايام ماتش لازم هتبقى انت في الحاله دي، طبيعي جدا، انما ربنا مديلك لعيبه على مستوى عالي جدا فوق ال 25 لعيب، كلهم متقاربين، كلهم يقدروا يبقوا بفانيله وشخصيه النادي الاهلي باذن الله. ايضا كان النجم طبعا ليفربول النجم المصري والمرشح للحصول باذن الله على جائزه افضل لاعب في افريقيا محمد صلاح كان طلع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكان غرد تغريده لمؤازره صالح جمعه وقال هو لاعب كبير هيفيد بكل التاكيد الكره المصريه ويجب الوقوف بجواره وعدم التاثر بامور ظالمه يتعرض لها مؤخرا. صالح جمعه من اللعيبه الجميله صراحه في ادائها في صفوف النادي الاهلي او من قبل في صفوف نادي انبي مع المنتخبات الشباب والاولمبي، ولكن يجب على صالح مساعده نفسه قبل ان يساعده اي احد اخر. كابتن ربيع، حضرتك دربت صالح جمعه في منتخب الشباب، وصالح من اللعيبه اللي عندها امكانيات كويسه جدا ولكن يجب ان يساعد نفسه. مش كلام، احنا نادينا قلنا كتير جدا من هنا ان صالح جمعه ساعد نفسه كتير جدا وده مهم جدا، وانا كنت جت حاجه في دماغي بقترحها كده، ان المفروض اللعيب اللي يروح النادي الاهلي لازم يشتغلوا على شخصيته.
نعم. الشخصية لازم تتغير، إذا كانت مثلا بنسبة 8 9 7 3 يعني شخصية اللاعب في النادي الأهلي رقم 1. يعني حضرتك تقييم من 10 يعني. اللي أقصده إن ممكن يكون شخصيتك في نادي في تصرفات واخد بالك وهو حاجات وأنت مش عامل حسابك في النادي الأهلي، إن النادي الأهلي لأ عنده انضباط واخد بالك، عنده تركيز، عنده اهتمام، عنده نوم، عنده واخد بالك تصرفات، عنده سلوكات، عنده أخلاقيات. فمن هنا بناء الشخصية أنت ممكن تغير الشخصية، ممكن شخصية اللاعب احنا متكلمش على الجانب الفني، الجانب الفني ده مثلا عند صالح مش هتكلم عليه، هو فنيا عالي جدا من امهر اللعيبه اللي موجوده في مصر. صالح ده انا واخده عنده 15 سنه بالك، وانا كنت مسميه المعلم بتاع الفريق وبيقدر بيتحكم لي في حاجات كثيره جدا فنيه خلال احداث وسير المباراه. هو هو اللي بيظبط الايقاع، هو اللي بيسرير الايقاع، هو اللي بيعلي الايقاع، هو اللي بيعمل الشغل كله بتاع الفرق على المستوى العالي قدام منتخبات كبيره جدا ده من صغره. طب انت حضرتك ازاي كنت بتحتويه يا كابتن وتخليه يأدي ووصلت ان انت خدت بطوله افريقيا مع صالح وهو احسن لعيب في افريقيا، خد احسن لاعب في البطوله. نعم يعني ازاي حضرتك كنت بتحتويه؟ لا الاحتواء ده بقى ده مهم جدا. شوف المدرب لازم يبقى كل حاجه، بدل انت رضيت انك كنت مدرب تبقى لازم تبقى مدرب واب واخ وصديق وكل حاجه. خلي بالك لان وظيفه المدرب ان هو مش بس 90 دقيقه، مش 90 في الملعب، وظيفه المدرب الملعب وخارج الملعب. احنا في جيلنا مع ان كان فطاحل انما هديكوتي كان معاه مدير كوره كابتن حسن حمدي. كان كابتن حمدي عايز يروح كابتن شريف يخبط عليه نايم ولا مش نايم ويجتمع بعيد بالساعات عشان لو سمع ان شريف سهر مثلا في يوم او خرج او هزر. دي حقيقه. فاللي اقصده الشخصيه، بص بيظبط له الشخصيه، يعدي على ربيع ياسين يبعت له تعالى انت يظبط الشخصيه. من 8 يا كابتن رجب بيتكلم جامد من الساعه 8 كان. الشخصيه لازم الشخصيه مع الفنيات مش الفنيات. فصالح جمعه جايب بشخصيه معانا، جايب تصرفات معانا، فانا كنت بحتويه اقعد معاه طبعا اجتماعات، وفي وقت انه احترف وخرج بره ورجع، ودايما لان كنت بداوا بعد تصفيات بدا جاله الاحتراف. خلي بالك قبل ما نوصل بدا خلاص ناشونال ماديرا البرتغال مفيش كلام. فبدات ان انا طبعا اكسبه، لازم اكسبه ولازم اقعد معاه. راح الكابتن هو راح الاحتراف ده بس ما نجحش يعني، راح ورجع بسرعه رغم ان هو كان بيأدي فنيا بشكل كويس ولكن ما تأقلمش. تفتكر ليه يا كابتن ربيع رجع؟ دي بص يا كابتن اللعيب المصري اللي ما بينجحش ده. هقول لك كابتن دي بعد الامم الافريقيه احترف، كنا مسافرين كاس العالم، انشغل بالاحتراف في كاس العالم ما ظهرش مستواه في تركيا لانه انشغل. دي شخصيته يا كابتن اقصده، فانت بتنضبط بتظبط له الشخصيه وتضبطها له بالشكل الكامل هيمشي. فصالح محتاج النصايح. عايز اسالك سؤال تاني معلش يا كابتن. اتفضل يا كابتن. هو من نوعيه اللعيبه اللي عندها السرعات اللي يقدر يحترف فيها بره يا كابتن ربيع، ولا هو من النمطيات المصريه المحليه اللي تقدر تبقى مهمه في النادي بتاعها ومهمه في منتخب مصر مثلا معاك يقدر يدي لك، انما هو من اللعيبه اللي انت شايفه يقدر يبقى زي صلاح كده وزي النني يتاقلم في الشكل الاوروبي والاحترافي؟ شوف التاقلم بص بتاع هو. لكن انا شايف كابتن شريف انه يحترف عنده فنيات. انت النهارده لما بتاخد مثلا لعيب بره بتبص لايه؟ بتبص لفنياته. الجانب البدني عنده ايه؟ الجانب المهاري. طب سيبك من بدني ده، هو المهاري بتفضل تأيد له في الجانب المهاري، تشوف التمرير والتحرك وشوف والرؤيه والعين وتشوف بقى الجوانب الخارجيه بتاع المدرب، تشوف صفاته الاراديه يا كابتن. لكن بعد كده انت بقى بتقعد معاه. معلش كم واحد نجح في مصر؟ انت عارف انا بقودني بسالك السؤال ده ليه؟ بيقودني فاروق وكابتن ربيع ان احنا شايفين النني مش على نفس الشكل والشرط وناجح. خدت بالك؟ مع ان الراجل ده يملك المهارات ويملك الاداء. ليه بقى يا كابتن شريف؟ هي دي اللي بتقودني دايما الشارع المصري ربيع بيطلع. انا هقول لحضرتك حاجه، هو كان معاه علي غزال في نفس الفرقه في ناشونال ماديرا في البرتغال. وكان علي في البدايه بيبتدي اساسي اكتر، وصالح قعد فتره وتاقلم بعد كده ابتدى ياخد ويلعب اساسي، ولكن صالح جمعه رجع وعلي اللي كمل على الرغم من فارق الامكانيات الواضحه. ايه ناشونال ماديرا ده مستواه يا كابتن ربيع؟ في البرتغال. في البرتغال يعني درجه اولى؟ درجه اولى بيلعب في الدوري البرتغالي الممتاز، هو مش من التوب ولكن موجود في انديه اللي هو بيحاول. ساعات الحظوظ برضه ربيع بتجي. بص يا كابتن انت جبت رساله، اللي نجح شخصيه اللي نجح النني في الارسنال ايه؟ الشخصيه يا كابتن. التزام، الوجود. ما هي دي الشخصيه اللي بتكلم عليها. هو زي ما قلت انت، بص انت جبت رؤيه فنيه من وجهه نظرك. عندنا واحد اعلى والتاني يعني بيدي وبيباصي. الشخصيه نجح يا كابتن. الشخصيه احمد حسن نجح بشخصيته الاول، وبعدين بتبص للفنيات يا محمد. كتير وكتير ما نجحوش عشان الشخصيه المتعبه. قال لك ايه هو؟ احمد حسن نجح لانه حط نفسه في القالب الصح اللي يقدر يحترق الوجه الفيسز اللي هي بتبقى انا ده شكل واحد يقدر يمثلني بره مصر. تمام. تبص بقى معلش يا محمد النقطه دي مهمه جدا. عمرو زكي
شوف كان ناجح في نادي الزمالك منتخب مصر، لا وفي امثله وكان هداف للدوري الانجليزي. ايه اللي رجعه بدري وهو انت هداف الدوري الانجليزي؟ شخصيته، عاوز يسهر، عاوز يخرج، عاوز حته برضه يا ربيع. في عمرو زكي الفنيات مش زي مثلا صالح، مش زي ناجح يا كابتن، مش زي صالح. ربنا بيديله كل ماتش جول، ده جاب 10 جوال. انا فاكر كويس. هداف. طب ما هو بمناسبه الدوري الانجليزي، ما محمد صلاح احسن لاعب في شهر نوفمبر وما شاء الله. محمدي بقاله قد ايه في محمدي؟ ربيع بياكد لك على كلمه هات محمدي ده مثلا ربيع، هتلاقي كلامك كله صح. ايوه يعني انت بتكلم محمد صلاح. محمد صلاح ما شاء الله، شوف راح في روما وراح في تشيلسي وراح واخد بالك في بازل وراح النهارده ومراش. هل شخصيته اتغيرت؟ لا. لو تلاحظ خلي بالك كابتن شريف، لا ما هو حاجه جميله جدا الشخصيه دي، خليه رقم واحد، نعمه من عند ربنا. ففي منظومه النادي الاهلي اللي بيبعد عن الشخصيه بيتعب نفسه وبيتعب وبيخرج بره وبيتعب المدير الفني بيتأخر. فانا كابتن شريف بقترح ان يبقى في اخصائي دايما يقعد مع اللعيبه، هو بيحبه. انت عارف يا ربيع لو هو راح لحد بيحبه زي ربيع مثلا، هو اللي عامله يروح لكابتن ربيع يقعد معاه. كابتن ربيع يقول لك انت عارف بتتواصل مع كابتن ربيع؟ مش يعني مش لا يقبل منك يا ربيع العلم، هو ما يقبلش. يمكن انا من انا ما لا قابلته انا في الاوبرا تصدق لو قلت له الكلمتين يقبلهم؟ ممكن واحد تاني يقول له ما بص يا كابتن شريف ياخد الكلام. انا ما ينفعش اقابل اي لعيب من النادي الاهلي وما اكلموش طبعا، حتى لو معلش ما اتمرنش معايا. ما قابلت مؤمن، يا مؤمن اخبارك ايه؟ كويس زي الفل. انت صبر رايح لما قابله هاي الوصبر ماشي يعني ما اقدرش. فصالح قابلته واجيبهم قابلته احنا لا انت عارف ظروفنا احنا يا كابتن، فبنلاقيهم بعد اوقات لما نروح نلعب بنقابلهم بقدر الله. فصالح قابلته في الاوبرا قلت له ايه؟ في ايه؟ ما انت مالك، انت امسك في الفرصه، فوق نفسك، الناس بتحبك، انت في النادي الاهلي، زمايلك، الجمهور. انا بحب حمودي مثلا يا ربيع. ايوه صح، بحب حمودي جدا، ودايما اروح اول واحد يا ربيع اروح اطمن عليه اهو، الاقيه في الجيم. فربيع يجي يقول لي انت مش حاطه ليه في الفرقه؟ ما اقول له ده بيعمل تاهيل. هو فاكر حسام بدري بيقول لي الفرقه بيروح يشوف الفرقه، يروح الفرقه اقول له النهارده بقول له مثلا انا بشوف ربيع بيقول لك ايه النهارده هيقول التشكيل اهو. انا ببقى عايز العب ربيع جوا كده، هو يقول محمد هاني، انا شايف محمد هاني ما كانش قد كده مثلا ماتش، بقول يمكن بيني وبين نفسي كده هيحط باسم مثلا علي، فده جاي باسم علي يقول لي انت بتروح تشوف. والله ابدا. طب كابتن شريف عايز صعب قوي ان انا اسال مدرب انت هتلعب بمين. عايز اسال سؤال مهم برضه حضرتك، من اللعيبه الحريفه، هل اللعيب الحريف بيبقى بيتاثر نفسيا اكتر من اللعيب اللي هو الجد في الملعب؟ هو بتبقى عنده مسؤوليات في لعيبه نفسيه كده زي مالك ربيع، شخصيتها ان هي وربيع كان معايا كده ومختار كان معايا كده، كنت بحس ان اللعيبه دي اهم حاجه عندها ان احنا نكسب، وبعد ما بنكسب بنحب نرقص واحد، نحب نعمل شو للناس اللي هي موجوده، انما عندنا ربنا حط فيها النزعه ومدينا الحاله البدنيه القويه جدا اللي يخليك عندك مسؤوليات جوه الملعب غصب عنك تأديها، غصب عنك. الراجل ده بيروح من جنبي من على الشمال ببقى مطمن، ببقى سعيد وانا بغطي عليه قبل ما يرجع ويعمل. ففي الحاجات دي وانت شخصيتك انك انت تقدر تعدي معاه الثقه. تمام عندك ثقه بتاع الولد صالح جمعه ده امبارح ربيع وراني كده حاجه، واحد خد واحد كده وراح واخد واحد تاني كده وراح عامل على عرضيه وواحده راح جايبها برجله كده. فشخصيتك طبعا اللي هي ربنا مديلك التالنت ده، التالنت اللي ربنا مديهولك، ازاي بتتعامل في الملعب مع كرة وازاي بتخلي اللي قدامك يبقى مبهور بيك ومتاثر بيك وعايزك تبقى موجود جوه المنظومه. زياده على الكلام اللي قاله ربيع ده، لو عنده وحطه في ودنه ومشي ما حدش يجيبه. يعني انت حضرتك شايف ان صالح جمعه في الفتره القادمه ممكن تبقى بدايه صفحه جديده جميله مع نادي الاهلي وتاريخه في النادي الاهلي؟ بص صالح جمعه راح خالص وجابوه تاني وقعد وراح جيم، جابوا عنه برومونت وهنا بيتمرن لوحده ربيع في الجيم مع مدربين ومع لعيبه تانيه، هو اللي جاب نفسه وهو اللي خلى نفسه في بؤره الضوء. اما انا مدير فني بتفرج على لعيب عندي بيموت نفسه وهو عنده الاساسيات موجوده، ما انا غصب عني ههتم بيه وهشوفه لان الجماهير كلها بتحبه كمان. فعنده نعمه من عند ربنا. ده بالتاكيد حب الجمهور ده اهم شيء في الاساس. طب احنا عندنا طب عندنا بس للاسف كابتن ربيع عندنا تقرير عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي امام نادي طنطا، نطلع ونروحه نشوفه ونرجع ونكمل الكلام. يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة طنطا اليوم الجمعة على استاد المحلة ضمن فعاليات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويتفوق الأهلي على طنطا في تاريخ مواجهات الفريقين، فخلال 22 مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري تمكن الأهلي من تحقيق 18 انتصارا، بينما سيطر التعادل على 4 مباريات ولم يسبق خسارة الأحمر أمام طنطا في أي مباراة سابقة.
سجل الأهلي في شباك طنطا بالدوري 44 هدفا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 6 أهداف، وجاء أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين في موسم 75-76 بنتيجة 6-0 لصالح الأهلي. ويعد طه اسماعيل نجم الأهلي السابق والملقب بالشيخ طه هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف، بينما أول من سجل للأهلي في شباك أبناء السيد البدوي هو أحمد زايد مدافع الفريق. وسجل زايد هدف الأحمر الأول له في شباك طنطا بمسابقة الدوري، وذلك في لقائهما موسم 57-58 في مباراة انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف. كل التوفيق لأبناء القلعة الحمراء في الفوز واستعادة الانتصارات ومواصلة الزحف نحو قمة بطولته المفضلة والمحلية لجماهير بطولة الدوري الممتاز التي يتربع الأهلي على عرشها ملكا متوجا بأعلى عدد من مرات الفوز بها. مواجهة مهمة جدا للنادي الأهلي في مشواره أمام نادي طنطا في الدوري العام في لقاء اليوم الأسبوع 13. نادي الأهلي يبحث عن الفوز رقم 9 في مشواره في بطولة الدوري العام. خلينا نقول سريعا كل سنة وانت طيب لحسام غالي القائد والكابتن الكابتن حسام غالي، لاعب طبعا نادي النصر الآن ولاعب وأحد نجوم وأبناء النادي الأهلي، بنقول له كل سنة وانت طيب. النهاردة بيحتفل بعيد ميلاده 36، واحد من اللعيبة المهمين جدا في النادي الأهلي وتاريخه، أيضا كان عنده كذا فترة احترافية. أيضا نادي الأهلي بيوجه دعوة لثلاث لعيبة جدد لمباراة أتلتيكو مدريد، ثلاث لعيبة عرب أبرزهم طبعا اللاعب تيسير الجاسم من نادي الأهلي السعودي، أسامة هوسوي أيضا نادي الهلال السعودي من اللعيبة المخضرمة، وأحمد الفريدي من نادي النصر. كان نادي الأهلي كان وجه دعوة لعموري وإسماعيل مطر وأحمد خليل، دول من الإمارات، فهد المولد من السعودية، وإسماعيل عبد اللطيف وسيد ضياء دول من البحرين. النادي الأهلي بيوجه رسائل ودعوات لكل النجوم العرب عشان يكونوا مشاركين في احتفالية أتلتيكو مدريد اللي هتكون ضد الإرهاب. ارجع تاني للدوري الممتاز، نادي سموحه ونادي الاسيوطي يعني الان الاسيوطي يتعادل 1-1 مع فريق نادي السموحه. كان تقدم سموحه عن طريق حسام حسن ثم تعادل الاسيوطي عن طريق احمد سعيد اوكا، وده وصول لاعبي طنطا الى ملعب غزل المحله امام حضراتكم لحظه بلحظه. كل كواليس لقاء طنطا والاهلي بنعرضه لحضراتكم على شاشه قناتكم قناه النادي الاهلي. كان النادي الاهلي وصل مبكرا قبل وصول نادي طنطا، وادي الكابتن اسامه عرابي ومواجهه من العيار الثقيل، اول مواجهاته امام النادي الاهلي. كابتن ربيع، اول مواجهه بالنسبه للمدير فني امام النادي الاهلي بتبقى صعبه؟ طبعا هو النادي الاهلي زي ما قلت محمد يملك كل حاجه، يملك مدرب عنده اسلوب، يملك شخصيه لاعب، يملك امكانيات لعيبه. على المدرب المنافس ان يفكر في الثلاث حاجات دول مهمين جدا، ان بيواجه حلول، بيواجه تنويع، بيواجه مهاره، بيواجه جانب بدني على اعلى مستوى، بيواجه جوانب خططيه من مدرب مخضرم وعنده خبرات كبيره جدا وقاد الفريق لبطولات كبيره جدا وعديده، بيواجه صفات اراديه، التزام واصرار واراده، بيواجه تيم يعرف يعني ايه بطولات، تيم بطولات كبير. يبقى الحجم الفني اللي انا لازم افكر فيه واقعد احسبه واحفظه اللعيبه كتير طول الاسبوع، عدد ساعات تمريناتي ومحاضراتي لازم تكون كتير جدا بحجم ال 90 دقيقه، لان 90 دقيقه النهارده فيها فنيات كتير جدا، فيها جري، فيها قوه، فيها سرعه، فيها مهاره، فيها تحرك، فيها تمرير، فيها جوانب خططيه، فيها اهداف، فيها ثلث الملعب، فيها تطوير. فطبعا اسامه خبره كبيره برضو، اسامه مدرب كويس، مدرب رائع جدا وابن محترم من ابناء النادي الاهلي المخلصين، اكيد ده عنده يعني برضو الله يكون في عونه، لكن هيشتغل في حدود، وعنده برضو هيشتغل على الحتتين يعني. ان شاء الله ربنا لو حقق نتيجه يقول لك انا ما حققش خلاص، ده له ظروف يا محمد وله وقته وله عذره، لانه يعني رايح زي ما قلت قبل كده انت اديله 6 أيام او 7 أيام. لكن انا بتكلم على ان النهارده الماتش بالنسبه له فنيا هيكون قوي جدا، عالي جدا. الاداء هو طبعا الحلول، اللعيبه، القدرات، الفرديات، الجمعيات. انا اعتقد ان اسامه طول الاسبوع اللي فات اشتغل كتير جدا على السبوره، واشتغل كتير جدا على الفيديو، واشتغل كتير جدا على الملعب عشان ال 90 دقيقه الصعبه الفنيه اللي هيواجه بيها النادي الاهلي النهارده. طيب كابتن شريف، هل فوز الاسماعيلي على الزمالك بالامس حافز اكبر للنادي الاهلي لتحقيق الفوز النهارده؟
واحنا كنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده ان نادي الزمالك الحقيقه لم يقنع هذا الموسم بالاداء، وانا وكابتن ربيع اتكلمنا امبارح على المباراه فقلنا من الاحسن للفريقين ان اي حد فيهم يكسب، واحد بيكمل المنافسه على الدوري والتاني بيقول انا راجع ابقى موجود معاكم في الشكل والكيان. انما اكيد هم ادرى بالتاخير اللي نادي الزمالك فيه وفي الاصلاح يقدر روشيتا والحلول دي تبقى شكلها عامله ازاي. الاسماعيلي طبعا كل ما بيتقدم كل ما بيحفز النادي الاهلي اللي هو المنافس الاول والاخير دلوقتي هو المصري بالنسبه للبطوله. نعم. النادي الاهلي عشان يبقى هو البطل ما يبقاش كلام بس، لازم يبقى يستمر في اللغه اللي هو ماشي بيها الانتصارات فقط، ما بيشوفش اي حد تاني. لما يخلص الماتشات المتاخره كمان اللي هم كان ليه ماتشين فرق دلوقتي عن الفرق او ثلاث ماتشات هتلاقي في فرق ان هو اوريدي بقى هو البطل، اوريدي هو بيكمل حتى بعد لما يفرق وبعد ما يبقى هو البطل هو اللي بيكمل المسيره وهو اللي بيمشي في الطريق بتاعه. بنشكر نادي اسماعيلي ومن اول السنه انا وربيع قاعدين بنشكر في اداء النادي اسماعيلي في امكانيات النادي اسماعيلي. كل فريق بيلاعب النادي يا كابتن فاروق الاهلي بيحب يعمل قدامه اعظم مباراه ليه في حياته. هو ده الواقع، هو ده. هل مثلا المقصة واداء امام النادي الاهلي ثم يعني الهزيمه بربعيه امام النصر تاكيدا لكلام حضرتك، تاكد كلام حضرتك اللي بتقوله ده؟ طبعا اي حد بيروح يلعب في مباراه الزمالك او مباراه الاهلي ده لازم هو ده اليوم بتاعه، ده الشو بتاعه، ده المعرفه، ده التعرف علينا احنا حتى في حسين الشحات عرفناه منين؟ اما بهذا الشكل وجاي هداف للدوري في كل مباراه بيلعبها بينا بنتابعه دلوقتي لان وهتتابعه بعد كده، وبيعمل بقى حاجات شوهات، بيضيع بينالتي وبيتكلم وبقى في شكل كده عايز يخش منتخب مصر. دي من الحاجات اللي بتبرز. انت كمان حسام بدري لما لقى اثنين ثلاثه في طنطا ربيع النهارده كويسين ما يحط عينه عليهم، يمكن لعل وعسى في وقت من الاوقات يحتاجهم او يقول ده لاعب من طنطا شخصيه النادي الاهلي ده المفروض ينتقل ويبقى بالفانيله الحمراء. الحاجات دي بقى هي اللي بتبقى العوامل اللي بيستفيد منها الفريقين. او بالنسبه للنادي الاهلي نفسه اخر مباراه لعبها كابتن ربيع مع طنطا 1-0، كولوبالي اللي جاب الجول، طنطا موجوده في الماتش الاخر ادام 1-0 يبقى انا موجود في الماتش الاخر صفاره الحكم. نعم. ففريق برضو انت بتحترم دلوقتي جميع الفرق اللي موجوده. بتفرج على طلائع الجيش والرجاء استحاله تطلع 2-1 لطلائع الجيش. انت حضرتك طلائع الجيش استغل ربيع الكورتين اللي راحوا والفرقه الرجاء الثانيه موته نفسها وموجوده في 18 عند الطلائع على طول. كلمه مهمه طب. جدا لان يعني هذا لم يحدث من المقصه امام النصر. كده هزم برباعيه. طبعا كل الفرق دلوقتي بقيت بتطمع لنفسها في احسن وجود داخل الجدول وما يحصلهمش مشاكل. انا حتى امبارح اتكلمنا مع الاستاذ محمد مصلحي وكابتن ربيع كلمه وانا كلمته ونقول له مش عايزين اتحاد اسكندريه يخش في موقف دمه تقيل يعني. نعم. ده فرقه السنه اللي فاتت كانت 10 على 10 راح منه لعيبه كتير قوي الحقيقه. الراجل شرح لنا والراجل هو عنده خريطه وعنده مدرب جديد وعنده كل حاجه، انما احنا في فرق ما نقدرش نستحمل ان هي تبقى مش موجوده عشان بنامل دايما ان الدوري لما يبقى تدي طابع للدوري. انت ناقص لك ايه غير ان الجماهير ترجع يا كابتن ربيع والشكل يكتمل ان شاء الله. هتلاقي بقى حاجه كمان اجمل. وبعدين في لعيبه النهارده انا بشوف لعيبه بتشوط فاول. انت شفت الفاول اللي اتشوط من فرقه امبارح كان مين كسب 2-1؟ دجله. شفت الفاول يا ربيع الجون الثاني اللي ده الراجل عامله ده وعمل زي زيدان وشال الحذاء. هي دي الشوهات اللي بتخلينا نقعد نتفرج على دي اللعيبه اللي تفتح النفس او ده اللعيب اللي هيبص له. يعني الدوري بيتذاع وكده لعيب زي ده احنا شفناه امبارح بيحط ضرب شوطه لو ضرب الجزاء مش هتحط بالشكل ده. نعم. فطبعا انت بتتكلم مظبوط ان الاسماعيلي بيحفز النادي الاهلي دايما على الاستمرار للمقدمه والاشتياق طبعا اللي هو المكانه الطبيعيه للنادي الاهلي. كابتن ربيع طبيعه اداء الاسماعيلي الامس كانت متحفزه امام نادي الزمالك، نادي الزمالك كان بيهاجم ولكن دون هويه. هل حضرتك يعني لاحظت هذه الملاحظه ان نادي الزمالك بيهاجم ولكن دون هويه مفيش تيم؟ بص لو انا عاوز اتكلم على كلمه على حسين الشحات. نعم. عشان ما انساش. انا كنت هسالك على المقصة بعد كده. هايل محترم جدا. بيساله الكابتن مدحت شلبي لو جالك عرض بره والنادي الاهلي بفلوس اكتر وقدامك العرضين قال له النادي الاهلي. دي برضه تحسب له ان هو ولد غير زائد. دول من الشخصيات اللي لازم تقول عليها. لازم في المقصة يا كابتن شريف هو لازم ياخد حقه. لازم موجود في المنتخب ماشي كويس 9 اهداف هايل جوكر لعيب جوكر يا كابتن اللي محتاجه المنتخب. انت محتاج في كاس العالم لعيب جوكر اكتر من لعيب جوكر يحل لك في اوقات معينه. انت دورت على ورده ليه محمد؟ نعم عمرو ورده بالتالي حسين الشحات عشان برضه بديله حقه وكتر خيره لانه ولد زي ده لو كمان بيجيب فاولات يا كابتن يعني ابتدى يجيب فاولات من الثوابت
يعني ما كانتش موجوده عنده السنه اللي فاتت، كان اللي بيشوط احمد الشيخ. لما احمد الشيخ انتقل للنادي الاهلي بقى هو اللي بيشوط، بقى بيسجل ماشي بنجاح. يعني لازم نتكلم ونديله حقه لانه مش في الاهلي او الزمالك، فبنديله برضه وردوده جميله جدا وانتماءه وحبه دي حاجه تحسب له. الاسماعيلي الزمالك، هو الزمالك انا من وجهه نظري ان ملوش هوايه فنيه خالص خالص من بدايه الدوري، من ساعه الدوري لحد دلوقتي. الزمالك مش هو الزمالك، الزمالك بعيد عن المنافسه، الزمالك بعيد عن المركز الاول، الزمالك نتائجه مش مظبوطه عشان ما عندوش دوافع، ما عندوش فنيات. خلينا واقعيين، انا نفسي اتفرج على مدرب نادي الزمالك بيعمل ايه في التمرين. هتوقف فيها حاجه؟ عاوز توقف الحاجه؟ لا، انا عايز بس اقول سريعا تشكيل النادي الاهلي لانه جالنا الان. في حراس المرمى احمد عادل عبد المنعم، امامه اثنين قلبي دفاع محمد نجيب وايمن اشرف، على الجانب الايسر صابر رحيل، وعلى الجانب الايمن باسم علي. وفي خط الوسط السولية، يعني المفروض تحترم دماغي، وعبد الله السعيد نص الملعب، واحمد فتحي. قول لي تاني احمد فتحي في والله العظيم ثلاثة. عبد الله السعيد طب اكمل. تعب التشكيل، انا حاطط الباك رايت ده من دماغي يا راجل. اه والله. واحمد الشيخ جونيور اجاي وليد ازارو، ده تشكيلة النادي الاهلي مرة تانية. احمد علي عبد المنعم في حراسة المرمى، محمد نجيب، ايمن اشرف قلبي دفاع، صابر رحيل وباسم علي باك يمين وباك شمال، عمرو السولية واحمد فتحي، عبد الله السعيد امامهم، و احمد الشيخ وجونيور اجاي وليد ازارو. يعني كابتن توقعت واجب. والله يا ابني انا حاسس ان من الماتش اللي فات ان فعلا في ارهاق على محمد هاني. نعم. وهو حاطط كان باسم علي احتياطي في الماتش اللي فات، فخلاص من حقه ان باسم علي لو الحاله البدنيه تسمح ان هو يبقى موجود، وبرده محمد هاني موجود يعني. طب هل توافق يا كابتن ربيع ان دي وجهه نظر ولا هو عارف؟ لا لا لا، هو انا ما روحتش، لا انا ما روحتش النادي المره واحده. شريف نجم طبعا، ولاعيب كوره وراجل فاهم ما شاء الله، وعنده فنيات عاليه جدا، وكلنا زي ما اتفقنا ان كل اللي موجود، كل اللي في النادي الاهلي يلعب في اي وقت. لا هو طب ما هو قال امبارح بين مؤمن زكريا واحمد الشيخ، وانا قلت وليد سليمان هياخد تاني. طب انا عايز اسال حضرتك، كيف ترى عوده احمد الشيخ للتشكيل الاساسي؟ خلينا تبقى عوده مثمره يعني. طيب هو كلهم زي بعض، عندهم الفنيات وعندهم الدوافع ان هم يبقوا موجودين، الا ما كانش هيبقى لابس الفانيله الحمراء وبيلعب مع النادي الاهلي وتحت قياده حسام البدري. اللي انا عايز اقوله التوفيق من عند ربنا. التوفيق اللي هو في الحاله البدنيه اللي انت، احنا عايزينك يا احمد الشيخ زي ما بنتكلم على صالح جمعه بقى، عايز الكلام اللي يفيد بقى. يا احمد الشيخ انت لازم ما تبقاش هاف رايت او هاف ليفت او مكمل عند الفراوده في ناحيه واحده بس. احنا عايزينك تبقى بتنزل بتستلم من تحت نص الملعب وبتهجم وبتطلع من ناحيه اليمين وبتكمل لاحمد فتحي الناحيه اليمين وبتكمل لباسم علي، عايزينك في كل حته لانك انت رحت المنتخب وكنت موجود في البؤره دي بادائك ده. عايزينك تتعب شويه، عايزينك تتعب زي ما عملت الكروس من ناحيه اليمين للشمال وخدت الكوره ورحت جبتها جول. ما انت عندك يا احمد الشيخ، ما تكسلش، ما تبقاش لعيب على اسمك بس انك انت حريف وفنياتك وتخطف جول في اي وقت. لا، عايزينك تكمل الحاله البدنيه مع اللعيبه بتاعتك، تساعد في نص الملعب شويه وتطمن الناس من ناحيتك انك انت سوبر رانر. طب كابتن بتروح وبترجع. كابتن شريف، حضرتك كنت يعني في مكان قريب الى مكان احمد الشيخ في الملعب. النادي الاهلي في هذا المكان بيتطلب الى واجبات دفاعيه اكتر. ايوه، بيتطلب الى لعب جماعي. النادي الاهلي تيم جيم، ما بيلعبش فردي. مزبوط. هل ترى ان هذه الامور هي المؤخره وجود احمد الشيخ في التشكيل الاساسي؟ لا، 100% 100%. اللي انا لسه بقول له الروشته والحل، اكيد المدير الفني بيحب اللعيبه اللي هي بتعوض اللعيبه الثانيه في المراكز واللي بتعمل سويتشات، اللي هو يقدر يلعب لي في نص الملعب، يقدر يدافع شويه. ده كان محمد صلاح اللي هو ربنا مديله وفي حته في 45 مليون جنيه عشان تتعاقد معاه دلوقتي استرليني. بتتكلم معاه ان هو راجل بينزل باك رايت وبينزل باك ليفت وبيطلع في الكورنر يدافع. فهي دي لغه الكوره دلوقتي. يعني طب انا مش هقول حاجه ثانيه، انا عايز محمد صلاح يبقى شوف محمد صلاح يبقى هدف بالنسبه لنا. نعم. بنقلد صلاح. نموذج. وانت اشول زيه. أيوة. وعندك زود سرعتك، اتمرن جامد قوي، هتلاقي نفسك خفيف، وانسى انك انت كنت هداف الدوري السنه اللي فاتت. تقصد بقى ان هو في الملعب يبقى يبتدي يعمل تاكلنج، يبتدي يبقى له شخصيه اقوى. يا ربيع هيقولها لك. بيهين نفسه ربيع زياده في الملعب. هو محتاج انه يهين شويه. ليك تعقيب؟ على مين؟ على احمد الشيخ. طبعا. يهين نفسه شويه. زي ما قال الكابتن شريف طبعا. زي ما قلنا كابتن، الشخصية مهمة جدا، الشخصية بتقرا. الموقف، أنا في نادي ما عندوش هزار، وفي نفس الوقت أكتر من 32 لعيب جاهزين، كلهم أحسن من بعض وأفضل من بعض، كلهم أي حد يلعب في أي وقت هيكسب بأمر الله تعالى. الاتجاه بيمشي في النادي الأهلي، ما كانش يهين نفسه، يعرف إن هو مطلوب منه كتير خلال ال 90 دقيقة وقبل ال 90 دقيقة في تمرينات،
وفي حاجات كتيره جدا. فلازم احمد الشيخ يغير شخصيته اثناء المباراه. هو فنياته عاليه، لعيب مهاري، بيجيد حاجات كتيره جدا، صناعه الاهداف، بيجيد انه يهدف، بيجيد الثوابت، بيجيد التصويب. شخصيته بقى في الشغل العنف بالعنف والقوه بالقوه. واحمد عاوز حاجتين مهمين جدا، القوه والسرعه. واذا كان سريع، انما القوه مهمه جدا، مش هتقدر تكمل لو ما عندكش قوه، لان الاهلي بيتقابل بالعنف، بيتقابل بالتحام يا محمد، في اوقات كتير جدا ما حدش يقدر على لعيب النادي الاهلي. فاعمل ايه؟ اعطل، عارف، الفاول التكتيكي، الحاجات التكتيكيه بقى، الالتحام، ذكاء الملعب. حضرتك تتحدث عن ذكاء الملعب. طبعا، خد بالك، فحاجات كتيره جدا لازم. فان شاء الله احمد بيكون استوعب الفتره اللي فاتت، والنهارده يتالق باذن الله وربنا يوفقه. واحمد اكيد عودته، احنا كلنا طالبنا بعودته بعد الاعاره لما كان في المقصه، ومكسب كبير جدا جدا لينا ان شاء الله تعالى. وربنا يوفقه النهارده، كنا حظا ان شاء الله، ويساهم في مكسب النادي الاهلي، ويبقى النهارده اجاده عاليه جدا في اداءه وعلى اعلى مستوى باذن الله. باذن الله. طب ناخد تشكيل طنطا مع حضرتك. في حراسه المرمى اسلام طارق، امامه اثنين قلبي دفاع، عمرو نبيل ومحمود مسعود، باك يمين رضا العزب، باك شمال احمد خالد، خط الوسط في اثنين ارتكاز، مصطفى امين وبيسا المحترف الافريقي ومحمود غالي، دول ثلاثي ارتكاز خط وسط فريق طنطا. في الامام محمد جابر واللاعب محمد جابر مصطفى محمد واللاعب محمد جبل، دول الثلاثي الامامي بالنسبه لفريق طنطا في تشكيله الكابتن اسامه عربي لمواجهه النادي الاهلي. افكر حضراتكم مره ثانيه باحمد عادل، عبد المنعم، صبري رحيل، محمد نجيب، ايمن اشرف، باسم علي، عمرو السوليه، احمد فتحي وعبد الله السعيد، واحمد الشيخ، وليد ازارو، وجونيور اجيدي. تشكيله النادي الاهلي الرسميه اللي في او في خيال الكابتن حسام بدري اللي هيبتدي بيها هذه المباراه. كده يعني كابتن شريف، دخول احمد الشيخ واحمد فتحي ووجود باسم علي، قول دخول احمد عادل، ودخول احمد عادل يعني دي مفاجاه بالنسبه لي انا. نعم، بس في كلام عن اصابه لشريف اكرامي، فالكل كان يتوقع ان وجود احمد عادل، حتى احنا هنا في التشكيل المتوقع كنا حاطين احمد عادل بسبب اصابه. عندك المعلومه في كلام عن اصابه، شبه اصابه لشريف اكرامي. بالتوفيق لاحمد طبعا باذن الله، طبعا واحد من ابناء اهم حاجه في نص الفرقه، ان احنا نبقى بنتمنى له كل التوفيق النهارده، ويعمل زي الشناوي كده. نعم. نتفاجئ ان احمد عادل مازال متماسك ومازال موجود وعنده التالنت اللي هو يبقى بيحرس فريق زي النادي الاهلي. طيب انا برضو هاخد من حضرتك، باسم علي من الفراشه، واحد من اللعيبه اللي عندها سرعات، بيحب ينطلق، بيعمل اوفرات على اعلى مستوى، دوره الهجومي بيبقى على اعلى مستوى، هل شايف ان الكابتن حسام بدري فضل باسم لهذا السبب؟ زي ده التدوير اللي احنا بنقول عليه الروتيشن، اللي هو شايف ان في ارهاق على احد. نعم. الناس اللي هي موجوده ناحيه اليمين، وعايز يستغل احمد فتحي في وسط الملعب. نعم. ما عندوش غير باسم علي، بس باسم علي احنا لو نقدر يعني نقول ايه، يبقى مش عايز يعمل كل حاجه في الملعب النهارده عشان يثبت ان هو يلعب. في لعيبه بيرجع يتعور تاني يا فاروق، يعني بنزل الملعب يا كابتن ربيع عايز اعمل كل حاجه، الكره وحشاني، عايز انت راجع من اصابه وراجع من تحضير، راجع من اعداد، بس قاعد استلم، العب السهل، اطلع في اثنين ثلاثه اعملهم مظبوط فهتبقى موجود. دي بتديك الثقه، بتخليك جوه الملعب تخش، بتخليك تعمل الفانيلات العاليه اللي انت بتقول عليها، الفراشه اللي انت بتتكلم عنها دي. هو لازم يتناول وجوده في المباراه. نعم. يتناول وجوده داخل الملعب واحده واحده، ما يعملش سبرنتين ثلاثه في الاول ما لهمش هدف. يبقى عنده حساب في كل حاجه، واعتقد ان الجهاز الفني طبعا اكيد بيقول الكلام ده، مش احنا بس، فبيبقوا عايزين كل اللعيبه موجوده، وخاصه انت عندك اللعيب اللي بيتاخد وبيطلب في الملعب، هو ده اهم حاجه عندي ال 90 دقيقه دول بالنسبه لصاحب القرار اللي هو المدير الفني والجهاز الفني كله. انا لما بختار 11، ال 11 دول ولادي دلوقتي، ال 11 دول احنا واحنا بنتكلم عنهم دلوقتي هم اللي هيمثلوني دلوقتي، ببقى عايز لهم كل التوفيق في كل طبعا حاجه. طبعا. لا فاكر بقى محمد هاني، ولا فاكر احمد فتحي في المكان ده، ولا فاكر حاجه خالص. عايز احمد فتحي النهارده في نص الملعب يبقى شايف، يبقى حسام عاشور والسوليه واحمد فتحي نفسه، ثلاثه اربعه في بعض، مش زي ما انتم كنتوا بتتفضلوا بتتكلموا على احمد الشيخ. عايزينه ثلاثة أربعة في بعض في الحتة دي، هو يبقى وليد ويبقى مؤمن زكريا وأحمد الشيخ. هي دي نوعية النادي الأهلي، هي دي النوعية اللي أنت تقدر وأنت بتتفرج ما تبقى محتار بعد كده تقول الحمد لله يا رب إن أنا عندي في المكان ده ثلاثة، في المكان ده اثنين، ما عنديش أي تأثير بأي حاجة. كان عندنا لعيب اسمه عصام رياض عشان أدي الكلمة الرابعة. عصام ده جينا ماتش بنلعب في دمياط
الخطيب بره وعصام جوه، عصام جوه اصابه الخطيب. نعم. احنا كلنا كنا بنزق في عصام في ال 45 دقيقه اللي لعبهم بكل قوتنا، ناسين ان مصطفى عبده في المكان ده. ناسين اي حد. فانا عاوز اقول لك المثل ده عصام هيفهمه وربيع فاهم انا بقول ايه. يعني حضرتك دائما الدعم لمن يكون في الملعب، الدعم لمن يكون في الملعب اللي هو بيلبس الفانيلا بتاعت الشخصيه. كل التوفيق ليه، كل التوفيق بالدعاء بجد. نعم. لكل اللعيبه، وكل اللعيبه بتحب بعض. قدر حسام بدري انه يخلي اللعيبه دي كلها، انا مش شايف في مشاكل بين اي لعيب في اي حاجه ان انا ما بلعبش لا. ونحسبها ربيع هتلاقي كل الفرق بتلعب وكل اللعيبه بتلعب. ده بياخد اول 45 دقيقه بس، وده بياخد ال 45 دقيقه الثانيه، ده بياخد 60 دقيقه، وده بياخد 40. الاعداد بتاع ال 40 ببص اهو ثاني ماتش الاقيه جوه الملعب. نعم. لان غصب عنك اللعيب الثاني هيبقى عنده ارهاق، وحتى عبد الله السعيد مش هتلاقيه، وهتلاقي نعم. صالح جمعه راجع ومؤدي وكل حاجه، وننسى بقى اي حاجه ثانيه باذن الله. طب احنا نروح سريعا لزميلنا كريم احمد من ملعب استاد غزل المحله. كريم اهلا بيك، و قول لنا اخر اخبار وكواليس النادي الاهلي قبل انطلاق المباراه طنطا والنادي الاهلي. محمد حجه طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. طريق طوله الدوله 13 كبير شويه في المحله الخميس مساء ان شاء الله. بنتمنى كل التوفيق في البدايه طبعا شكرا زميلنا كريم، هنرجع لك مره تانية عشان بس بعض التقنيات. كنا بنتكلم على ان النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، شخصيه الفريق، شخصيه الفانيلا الحمراء اللي فيها روح النادي الاهلي دائما هي من تصنع الفارق. لاعب النادي الاهلي يجب ان يكون عنده شخصيه لاحداث الفارق. شخصيه النادي الاهلي هي شخصيه الفوز، شخصيه احترام المنافس، شخصيه اللعب الجماعي. النادي الاهلي دائما وابدا تيم جيم. احلى كره في افريقيا، احلى كره في مصر هي كره النادي الاهلي. كابتن ربيع هذهب اليك. صابر رحيل ما شاء الله مكمل في قياده الجبهه اليسرى، اوفرات على اعلى مستوى، والتقدم هيبقى هو وباسم علي عليهم ادوار لفك دفاعات فريق طنطا. النهارده موجود باسم عشان السرعات، عشان الثنائيات. نعم. دي مهمه جدا. باسم خلي بالك من اللعبة الكويسه الخفيفه فعلا، وبيروح وفورم على طول وبيرجع، وعنده ميزه كويسه جدا في التلت الامامي، خفيف وبينوع. نعم. عنده التنويع وده مهم جدا، يعني التنويع عنده اكتر من صبري. نعم. يعني بيدخل لجوه امتى، واخد بالك، وبيعمل بكروس امتى، وبيقطع بروح زاويه امتى. عنده ميزات في التلت الاخير. يمكن حسام النهارده دفع بيه عشان هو عنده شغل هجوم النهارده كتير، وسرعات ثنائيات. يعني هو متوقع مثلا ان في تحفظ من فريق نادي طنطا فبيدفع بهذا الاداء. اه طبعا واخد بالك. فلان الباكين مهمين جدا في شغلهم، هم عندهم شغل، عندهم مهمه دفاعيه ومهمه هجوميه. بغير الكوره ازاي اضغط وازاي اقطع الكوره، غير بالكوره بقى ان انا ابتدي اعمل شغل مع الراجل اللي قدامي بالك، وفي نفس الوقت اصنع بالعرض. ان الباكين مهمتهم يا محمد كتير جدا، الشغل العرض النادي الاهلي في النادي الاهلي طبعا طبعا. نعم. انت لازم شوف، هو حلولك بتبقى من الجناب. نعم. الكوره المصريه عموما خلي بالك لما الدنيا بتتقفل في الجناب بيبقى في مشاكل. العمق على فترات كبيره جدا. اه العمق له دور، بس له لعيبه معينه. له لعيبه معينه، خد بالك، في حته الموقع ده عشان تعمل الدبل باص، تعمل وان تو وان، عشان تخترق، خد بالك، عشان تعمل تمرين حاسمه. تقصد مثلا عبد الله السعيد، تقصد صالح جمعه، لعيبه الاختراقات طبعا هذه النوعيه. مظبوط. ما هو مش اي حد لعيبه طبعا. خد بالك صابر رحيل برضه، محمد صابر رحيل بيعمل جبهه هجوميه ممتازه، بيعمل كورسات كتيره جدا بالعرض واخطر. يعني الفتره اللي فاتت ماتش امبي والماتش اللي بعد امبي الاسوطي او واللي بقى الماتش، اكتر واحد بيعمل كورسات بالعرض. نعم. يعني بيصنع حاجات كتيره جدا. عنده شق هجومي رائع، وعنده لياقه بدنيه عاليه جدا، وعنده سرعات كويسه، وعنده جانب دفاعي بيعمل جبهه كويسه جدا. عشان كده طبعا ما هو انت قلت بيدافع ويهاجم. نعم. معنى ده فاجم خلاص، هو لو مش ملتزم ما كانش يكمل بيه حسام. معلش. نعم. التزام في النادي الاهلي، التزام الخططي هو اللي تقدر تسيطر بيه على المباراه. لو النهارده كابتن حسام ما عندوش جوانب خططيه مع اللعيبه ما كنتش هتسيطر على المباراه. انت اكتر نسبه النادي الاهلي في سيطرته واستحواذه على المباراه محمد كبيره، لان نعم. هو في لعيبه ملتزمه، في وظائف، في 7 لعيبه بيدافع بيهم ويهاجم بيهم، في 3 لعيبه عندهم واجبات دفاعيه طول الوقت. لا اقصده ان في وظائف مراكز مهمه جدا بينفذها. فبالنسبه للباكين النهارده ربنا يوفقهم، مطلوب منهم ان شاء الله سرعات، مطلوب منهم النهارده كورسات كتيره جدا، مطلوب منهم حاجات كتيره جدا. انا شايف ان شاء الله باذن الله وتوفيقه ان باسم وصبري النهارده يعملوا ماتش كويس على المستوى الدفاعي والهجومي. كابتن شريف، نادي طنطا
كان بيواجه فريق الاسيوطي واخر اللقاءات وهزم بهدفين مقابل هدف. وطبعا اللقاءات اللي بتبقى في نفس الدرجه من الجدول خسرت الاسيوطي في المركز ال 14 برصيد 13 نقطه، وطنطا في طنطا في ال 15 برصيد 12 نقطه. فمواجهه بست نقاط، هل مواجهه النادي الاهلي هو بصدد تصدر ترتيب الجدول باذن الله، هل بتفرق من ناحيه الاستراتيجيه ومن ناحيه الفكر بالنسبه لفريق نادي طنطا؟ هو هقول لك على حاجه، فريق نادي طنطا بيروح للجونه لما بيروحش؟ بيروح. اللي بيفرق معاه في الماتشات بتاعت الاسيوطي والنصر والفرق دي ان هو لما بيروح ما بيهدفش. يبقى لازم ندرس الحكايه دي الاهتمام شويه، وانا عارف ان الكابتن اسامه عرابي قعد مع الناس اللي هم اللي بيوصلوا لغايه النص الهجومي الامامي. نعم. واتكلم معاهم بالاستراتيجيه اللي انت عايز تعرفها، هو ليه النادي طنطا في هذا الشكل؟ هو شايف ان في قصور في الحته دي في اللمسه الاخيره، شايف ان التدعيم الهجومي بالنسبه له ان هو يترجم بقى والناس انها تركز، ده شغل الجهاز الفني الجديد اللي معاه ياسر ريان كمان هيبقى موجود، راجل فيرود قبل كده وعارف، واسامه دارس هو ياسر الحته دي وعارف الدافع والدوافع اللي هي تخلي اللعيبه تسمع ايه وتنفذ ازاي. كل ده لازم يتبني على حاله بدنيه قويه جدا قدام فرقه زي النادي الاهلي. يعني انا بقى عندي الاستحمال في الارتداد والرجوع والهجوم بنفس الشكل اللي يقدر يوقفني قدام الانديه. يمكن انا مع طنطا، طنطا عندها نفس المشكله معايا، مع النصر برضو على فترات بلاقي النصر كويس، انما في فرقه بتترجم الاهداف اللي بتروح لهم لاهداف. نعم. يعني النهارده النادي الاهلي لو كسب ثلاثه وطنطا جالها جولين اربع فرص وجت والاربع فرص جم والنادي الاهلي هو اللي جاب، ما ده اللي حصل في المقصه والاهلي. نعم. المقصه راح لها ثلاث كور. نعم. منهم ضربه جزاء اتحسبت فورا. نعم. وده وما كانش فيه ميسنج، كله بالظبط، كله بالمزوره. نعم. كله بالجري، كله بالسبرنتات، كله بالتصويب الجيد جدا، كله. نعم. كله كان معدول على القبله. نعم. كله صح. النهارده كل الفرق دي لما بتروح للجون وكل حاجه بيبقوا توفيق من عندهم ومركزين وشايفين ونايمين بدري وصاحيين وعندهم النادي الاهلي الهدف الكبير ان انا ابقى موجود في الحياه كلها تتكلم عني النهارده لغايه بالليل لغايه الساعه 6 الصبح والجرايد اطلع عليها اسمي فيها موجود الصبح ان انا كنت بلعب قدام النادي الاهلي وانجزت وعملت وسويت بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للاعبين، بالنسبه للاداره. يعني بالنسبه للاداره يقول لك انا عملت النهارده بالتاكيد التغييره السحريه اللي هي عملت. حتى هزم امام الاسماعيلي 1-0 بصعوبه، كان كالدرون الاحرز هذا كان بصعوبه ميسنج في الكور اللي بتجي لهم. نعم. نادي طنطا ما شاء الله من السنه اللي فاتت او اي وقت بيلعبوا فيه كان مع خالد عيد بيروحوا للجون، الراجل علمهم انهم يروحوا للجون. الفرقه دي احنا كنا بنشوفها على الجون قبل كده، لان الماتش اللي انا شفته بتاع كوليبالي ده بيلعبوا النادي الاهلي اجلك ايه. نعم. موجودين في الملعب. الاهلي طبعا شايف ان هو متاخر في احراز الاهداف بيروح بستة سبعة على الجول بيضغط عليهم عشان ما يبقوش معاه، انما هم عندهم الروح ان هم يكملوا ليهم في نص الملعب الفريق الخصم. دايما بلاقيهم في نص الملعب الفريق الخصم وخصوصا على الاجناب. الاجناب بقى بتلحق حد يعوضها فيه. اعتقد ان الجهاز الفني باسامه عرابي وياسر ريان عندهم من الملكه ان هم يقروا اي مباراه، مش عايز اتكلم عن النادي الاهلي بس، يعني بيقروا اي مباراه بيبقوا جايين داخلين عليها يلعبوها، وبنتمنى ان احنا نتفرج على المباراه كويس. كابتن ربيع عايز اتكلم مع حضرتك، نادي طنطا يعني هزم امام الاسماعيلي بفارق هدف وكان ماتش صعب. كان عندهم برضو لقاء امام مصر المقصه وكانوا متقدمين بثلاث اهداف في الشوط الاولاني وبدايه الشوط الثاني، ثم عادت المقصه واحرزت ثلاث اهداف وكان ممكن تكسب هذا اللقاء. اذا كابتن حسام البدري هيبقى نازل هذا اللقاء حاطط في دماغه انه يحسم الامور مبكرا؟ اكيد. وحسابات المدرب انه يستريح بدري ويريح فرقته، واخد بالك، ويشتغل على الفريق المنافس. انا عندي اتجاهين، انا بشتغل ان فرقتي لما اسجل هدف طبعا هقدر، يعني السيناريو اللي انا برسمه للعيبه او في دماغي خلال احداث المباراه ان ثلاث نقاط لو جالي هدف بدري اعتقد ان الحسابات مع الهدف البدري بتختلف تماما، غير النتيجه مقفوله 0-0-0-0 في زحمه في دفاع في تصرف، انما وفي نفس الوقت اعتقد ان بيدي بقى الفرقه اللي قدامك انت بتبني عليه فرقتك والفرقه اللي قدامك، حتى الفرقه اللي قدامي يا محمد لما بيدخل فيها هدف بيبقى طموحها بقى بتتغير، فلسفه المدرب استراتيجيته طبعا بتتغير من الدفاع للهجوم، عاوز اتعادل انا على ارضي انا احسن انا ممكن بسجل. فمن هنا المساحات، خلي بالك النادي الاهلي لما بيلاقي مساحات يا محمد ادي مساحات لاي فرد من النادي الاهلي، ادي مساحات هتلاقي الانطلاقه واخد بالك وهتلاقي الاستحواذ وهتلاقي السيطره.
وهتلاقي الشغل، واخد بالك؟ اللي اقصده ان انت الهدف، واحنا لعيبه كوره عارفين يعني ايه هدف يجي بدري. هدف يجي بدري بيعمل حاجات كتيره جدا فنيه على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. هدف يجي بدري معناها ان انا بلاقي برضو خطوط، بلاقي انفتاح، بلاقي خد بالك تحرر، بلاقي شق دفاعي. بدل ما يبقى نسبه 70 80% بيبقى 60% 50%، انا بسحب الفرقه، خد بالك؟ حاجات كتيره جدا، بلاقي ثقه عندي انا، بلاقي انطلاقات، خد بالك؟ بلاقي تجانس تفاهم، بلاقي فنيات عاليه. هدف بدري بيفرق في حاجات كتيره جدا في الملعب. اعتقد ان في حسابات اي مدير فني ان هدف على الاقل يبقى معايا هدف بشتغل بيه، غير ما يبقى النتيجه 0-0. فانا بشتغل بشغلي وخطتي، وفي نفس الوقت حتى لما بغير لعيب من بره بغيره وبعمل حسابي في الهدف. فالنتيجه الايجابيه ليها حاجات كتيره جدا وليها ميزات كتيره جدا، وليها ان انا بشتغل لفرقتي وبشتغل على الافراد وبشتغل على شغلي وخطتي، وفي نفس الوقت المنافس على الاقل، المنافس بدل ما يسحب من ورا ويسحبني وسط الملعب ويشتت ويبقى بيلعب انا مرتدات، هيفتح شويه الخطوط، هيهاجم شويه، هيبادر. برافو عليك. واحلى، وفي نفس الوقت انا بقى هشتغل شغلي انا، لان الاهلي عندك يا محمد لما بيلاقي مساحات، واخد بالك؟ واي فرقه ما تعملش حسابها مع النادي الاهلي في التحول من دفاع لهجوم بتتعب كتير جدا، لان اسرع فريق في مصر بيتحول من دفاع للهجوم للتلت الامامي وفنش هو لاعبي النادي الاهلي وقدره النادي الاهلي وسرعات ازارو ومهاره جونيور اجي. عندنا تقرير مهم جدا عن مواجهه الكابتن حسام البدري والكابتن اسامه عرابي، مواجهه بره الخطوط، نذهب ونشاهد. يترقب عشاق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة الأحمر أمام طنطا والمقرر لها اليوم الجمعة على استاد المحلة ضمن فعاليات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الأهلي المباراة تحت الإدارة الفنية لحسام البدري الذي يأمل في تعويض هزيمة أبناء الجزيرة أمام المقصة بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي والمؤجلة من الجولة الثانية بالدوري. بينما يخوض طنطا المباراة تحت الإدارة الفنية لأسامة عرابي عقب توليه مسؤولية أبناء السيد البدوي خلفا لخالد عيد الذي تمت إقالته لتراجع نتائجه مع الفريق. الجميع يترقب وجبة كروية دسمة وصراع فني من خارج الخطوط بين البدري وعرابي، فأصدقاء الأمس متنافس اليوم ويأمل كل منهما في التفوق على زميله. وتعد هذه المباراة الرابعة التي يواجه فيها البدري نظيره عرابي، بينما هذه المباراة الخامسة التي يواجه فيها أسامة أبناء الجزيرة. وعاد عرابي ليواجه البدري في 27 من نوفمبر عام 2016، وفاز الأهلي على النصر للتعدين بثلاثية دون رد، ثم تقابل الثنائي في 16 من إبريل عام 2017 وفاز الأحمر على أسوان بقيادة عرابي بهدفين دون رد. ولم يحقق عرابي الانتصار على الأهلي من قبل، واكتفى بتعادل من أصل أربعة مواجهات، حيث تعادل بهدفين مع أبناء الجزيرة في 20 من مايو عام 2011 في الجولة 22 بالدوري، عندما كان يقود الإنتاج الحربي وكان البرتغالي مانويل جوزيه مدربا للأحمر. مواجهة مثيرة جدا بين الكابتن حسام البدري مدير فني نادي الأهلي والكابتن أسامة عرابي المدير الفني لفريق نادي طنطا. هذه أمام حضراتكم إحماء فريق النادي الأهلي على ملعب غزل المحلة، بداية التسخين للنادي الأهلي طبعا مع الكابتن أنيس الشعلالي أخصائي الأحمال البدنية. هذه أمام حضراتكم لعيبة النادي الأهلي أحمد الشيخ ووليد أزار ومحمد نجيب، ابتدوا بقى يترصوا في المجموعات التسخينة، واعتقد ان التسخين في هذه الاجواء كابتن شريف هيبقى اقوى عشان الدنيا وحلال برد برضو في المحله، هتلاقيه في لمسه سقوعيه كده بتدي حماس اكتر وبتخلي اللعيبه يعملوا مجهود اكبر. نعم. مفيش حد هيقف في الملعب بقى، اللي هيقف هيبرد. يعني احنا ملعب المحله ده كابتن لسه اسالك عليه انت من احسن الملاعب اللي موجوده في مصر عموما، احسن من استاد القاهره. ذكريات. بس دلوقتي ما بقاش زي الاول يا كابتن. لا انا شايفه هو انا باصص اول حاجه بصيت عليها النجيله. النجيله دي اللي بتفرق مع لعيبه النادي الاهلي او الفرق الكبيره، تفرق كتير قوي ان الملعب تباصي الباصه بتبقى سليمه، اللعيبه بنفسها مفتوحه. الفرقه اللي بتلعب على الاستحواذ يا كابتن تبقى محتاجه نجيله حلوه. طبعا طبعا طبعا، ده بتبقى محتاجه كل حاجه، ان الكوره على الارض ما تنطش منه، لو في كور
تيجي تلعبها انت والجون فاضي. نعم. وتيجي تعملها تلاقيها راح ضربه بند واخده رجلك وطالعه، واحنا كل العالم كله يستغرب دي تلعب بره ازاي. محدش عارف ان محدش عارف في عوامل بلعات عوامل تعريه جوه الارض. فالملاعب بتفرق كتير قوي، واحنا كنا دايما نحب نروح نلعب في ارض نادي المحله. الكوره بقى فيها طمي كتير قوي، الارض الكوره بالطب ما بتنطش، تبقى عاليه جدا. على تلاحظ النهارده كده احنا بنتفرج هتلاقي الكره بتطب في الملعب، بتساعد اللعيبه قوي انهم يوقفوا الكره سهل جدا، ما بتروحش منه طخ طخ لغايه فوق يبقى في اشتراك ويطلع دماغات تضرب في بعض. لا ده ملعب الحقيقه يتعمل عليه مباراه جيده جدا باذن الله. كابتن ربيع، بالنسبه لطريقه اداء النادي الاهلي، لسه كابتن شريف عبد المنعم بيقول النادي الاهلي يحب الملعب اللي يكون نجيلته كويسه، يحب الملعب اللي يكون الكره بتمشي فيه. هل وجود ثنائيات اليوم يعني مثلا جونر اجيه وصابر الرحيل وعبد الله هيميل على ناحيته، هل هيعملوا ضغط هجومي على الجبهه اليمنى لنادي طنطا، خاصه ان رضا العزب بيتقدم كثيرا وما بيقفش الوقفه الصح في الناحيه الدفاعيه؟ هو انت عندك هي ثنائيات زي ما قلنا، ان باسم علي مع احمد الشيخ، صبر الرحيل اجيه، عبد الله السعيد، وليد ازارو، احمد فاسي، عمرو السوليه، محمد نجيب، ايمن اشرف، في نفس الوقت الكتله عارفه دفاعيا طبعا ضغط من الامام. نعم. طبيعي جدا انت بتلعب فريق ترتيبه في الجدول ال 12 تقريبا. نعم. ال 12 واخد بالك، وفي نفس الوقت انت نادي الاهلي بتلعب على الفوز، الفوز لازم تبتدي صح. الضغط طبعا هيولد اخطاء كتيره جدا، على كل همين الكوره ان انا بنسبه الكوره في رجل واقدام لعيب النادي الاهلي في ال 90 دقيقه لازم تكون كتير جدا، منها موقفي دفاعيا من غير الكوره، فلما بضغط واقطع الكوره خد بالك ده طبيعي جدا، لازم اضغط. الضغط هيولد حاجات كتير جدا يا محمد، ان اخطاء دفاعيه خد بالك انا اوقعهم، ده شغل وفكر من ضمن سيناريو اللي محفظه حسام للعيب. نعم. ده طبيعي جدا، وشفت انت نهايات افريقيا والماتشات الكبيره جدا مع الفرق الكبيره ان الضغط الامامي ده بيعمل حاجات كتير جدا، وخاصه في ثلث ملعبه ما ادوش مساحه. بعد كده انت بتعتمد بقى على شغلك، انت النادي الاهلي بيعتمد على نسبه كبيره جدا من الاستحواذ والسيطره، واخد بالك؟ ده الاهلي بيرهق دايما المنافس اللي قدامه، بيرهق اللعيبه اللي قدامه، وسط الملعب الخمسه بتوع النادي الاهلي هو ده العمود الفقري. طبعا العمود الفقري بتاع النادي الاهلي في كل ماتشاته، خمس لعيبه على اعلى مستوى حافظين بعض، عندهم اداء جماعي بالكوره ومن غير الكوره، انت بقى بتشوف الحلول بالكوره عشان اقدر افنش في الثلث الامامي. عبد الله طبعا مع جاي مع احمد الشيخ، واحمد فتحي هيبقى ليه دور الرباعي مع ازارو، ده الرباعي المرعب اللي بيشتغلوا من وسط الملعب، وسط الملعب ثلث الملعب الاسطواني عشان افنش واطور شغلي في الثلث الملعب الاخير يا محمد هنيه على الجول. نعم. فطبعا مفيش كلام ان زي ما قلنا هي برمي احمد الشيخ على الباك ليفت، وبرمي اجاي على الباك رايت، وبرمي واخد بالك باسم علي، اجناب كلها النهارده ثنائيات. وهو لو تلاحظ التشكيل يعني دايما حسام بيدخل اثنين ويريح اثنين. نعم. تدوير احمد النهارده له دور هيبقى ان شاء الله، وباسم علي، وبرضه احنا فوجئنا باحمد عادل وده شيء ما كانش في الحسابات، لكن احمد عادل لعيب ومطيع جدا ونجم وحاجه جميله جدا. فالنهارده السرعات هتفرق محمد النهارده، السرعات بامر الله تعالى بتاع الثنائيات، واحنا عندناش مشاكل خالص على المستوى الفردي والجماعي ولا بالنسبه للهجوم او الدفاع. طيب خلينا نقول ان فريق الاسيوطي تقدم على سموحه بهدفين مقابل هدف، رجب بكار مدافع سموحه في مرماه، وده اول لقاء للكابتن طلعت يوسف مع فريق سموحه دوري العام، ولكن ما شاء الله كابتن علي ماهر من المديرين الفنيين اللي محققين صراحه نتائج جميله جدا امام كل الانديه، ويتقدم هدفين مقابل هدف وتحسب له هذه المباراه، خاصه ان فريق سموحه من الفرق اللي عندها امكانيات كثيره. كابتن شريف هرجع عليك في طريقه لعب النادي الاهلي، سرعات وليد ازارو، وعايز اسال حضرتك احمد فتحي لما بيلعب في نص الملعب بيبقى له دور انه يجيب تسديدات، يعني جاب هدف في فريق الرجاء، وفريق الرجاء من الفرق اللي كانت بتلعب بصلابه دفاعيه امام النادي الاهلي، وتسديدات احمد فتحي كان ليها دور. هل حضرتك بتحب اللعيبه اللي بتشوط؟ هل عبد الله السعيد والسوليه وفتحي عليهم دور النهارده؟ انا كنت عايز اقول لك على حاجه في النقطه اللي انت قلت لي عليها دي، انا بشوف ان الشق الهجومي ساعات بيعتمد على اسماء سوليه واحمد فتحي. نعم. ان هم يقدروا يسدوا اي حاجه موجوده في وسط الملعب كاسماء. نعم. انما ساعات انا الناس بتتكل على بعض، احنا بنطلب من احمد الشيخ النهارده انه ينزل يساعد في الدفاع وينزل يعمل ما يغطيش الباك ما يكشفش اي حاجه من عايزين الدعم الفني كمان لوسط الملعب. انا الماتش اللي في الماتش بتاع مقصه انا شايف ان هم سايبين احمد فتحي وسوليه يشيلوا الليله كلها،
التدعيم كان تدعيم هجومي لنفسهم بس، حتى احمد فتحي طمع يا كابتن ربيع ولقيته بقى بيروح ناحيه اليمين وبقى باك رايت وبقى وينج رايت، هو غيره كابتن حسام بدري وحط محمد هاني. الحكايه بقت عندي في نص الملعب السوليه ما بقتش قادر على السرعات اللي هي عملت علينا الارتدادات ووجود الفرقه الثانيه في نص ملعبنا الثاني. فانت النهارده بتطلب منهم ان هم يبقوا في شكل هجومي. اي نعم، حدود فرقه طنطا ان ما يكونش عندها نفس الباور ونفس السرعات اللي كان من فرقه المقاصه كاسماء يعني مش كاداء. ان احنا بنشوف دلوقتي احنا دايما بنتعلمنا بقى خلاص لما نشوف الملعب هيبقى شكله ازاي والاداء شكله ازاي ووجود فرقه طنطا دي على اني 45 دقيقه في قد ايه من المباراه 70 30 60 40 هل سمح النادي الاهلي للفريق اللي هو بيلعبه ان هو بقى موجود عنده الحقيقه مش بالنسبه لطنطا بس لاي فرقه بيلعبها النادي الاهلي. هل النادي الاهلي في التدعيم لسوليه وحسام عاشور واحمد فتحي في المنطقه دي كافي من اللعيبه اللي هي بتبقى بتلعب في المنطقه الهجوميه الاماميه ان هو بيساعد الناس دي على اساس ان هم ده الهدف ده اهداف الاصوتي ثلاثة اصبح 3-1 3-1 ما ده اسبوع المفاجآت يا كابتن ربيع. المقاصة بتتخبط 4 وطموعه بتاخد 3 تاخد 3 مع اول مره كابتن ميمي كابتن ميمي بقى بتاع سموحه قال لك انا اجي امسك لوحدي ومدير فني زمان وقاعد انا قلت لكم. فاللي انا عايز اقوله لك احنا بنحتاج دعم للاسماء اللي موجوده بس انما الدعم الحقيقي يعني في الملعب تقصد ان الدفاع ككتله زي ما بشوفهم ربيع كان بيقول لك احنا احسن 7 واحسن 6 واحسن 5 واحسن سرعات بننقل الكره في اللحظه الهجوميه بنبقى زي الطلقه مش كده؟ لا انا عايز كمان احسن تكوين دعم للديفنس والنص الملعب ده احس انها كتله واحده يونت واحده الاقي 5 في حاله الدفاع انا عايز نص ملعبي 5 منهم اللي بيقدر عبد الله السعيد ده الاقيه بينزل بقى مفيش شكل اعتمادي خالص على احمد فتحي وسوليه لوحدهم. مش هيفرض فرقه طنطا النهارده يلا انا مش فارق معايا حاجه انا بلعب النادي الاهلي انا عايز ابقى ليا وجود في الملعب زي كل الفرق اللي بتلعبك فلازم السرعات دي يبقى فيه مساعده للاثنين الموجودين في نص الملعب. طيب كابتن ربيع هل غياب حسام عاشور يؤثر على قلبيه الدفاع محمد نجيب وايمن اشرف؟ بص حسام عاشور بصراحه مسمار خط وسط النادي الاهلي. حسام عاشور احسن لعيب دفاعيا حافظ الحته دي في النادي الاهلي حسام عاشور ويبقى كل واجباته على اكمل ما يكون وفي فورمه دايما حافظ هذا المكان خد بالك ودايما حسام بيعتمد عليه وشغل النادي الاهلي دفاعيا وهجوميا بيعتمد على حسام عاشور. الجانب الخططي خلي بالك واخد بالك بيعتمد عليه بشكل كبير جدا لان هو دايما محمد اللي بيقف قدام الاثنين المساكين. انت كان عندك فراغ في ماتش المقاصه فراغ كبير جدا راحوا بيه من الحته بتاعت حسام عاشور. خلي بالك الاهداف كلها من العمق هو الراجل بيقف قدام نجيب وقدام اشرف محمد ايمن اشرف له دور من هنا بيدي الحريه والتحرر للراجل اللي جنبه السوليه لما كان بيروح يكمل مطمئن ان في مسمار واقف قائد. عنده ميزات كتيره جدا حسام انه قائد وبيشوف وبيوجه وعنده ميزات انه فنيا بيقطع الكوره بيعرف يقطعها وبيمرر ما انا كنت جاي لك عنده تصرف بالكوره بالتمرير وهو واقف ما بيغلطش يبقى دليل ان هو حافظ مكانه. فطبعا عمل وجوده مهم جدا وجود حسام مهم جدا انما نيجي عشان كده حسام البدري حاطط احمد فتحي. احمد فتحي قائد السوليه حفظ السوليه برضو الفتره الاخيره احسن من البدايه حافظ نضج واخد بالك عرف فاهم واجباته يعني هل اللي هيتقدم يا كابتن مع عبد الله السعيد هل السوليه ولا احمد فتحي ولا بالتناوب؟ هي بص خلي بالك هي احيانا بتبقى بالتناوب انما انت صعب تثبت حد ليه؟ لان في ميزات عند احمد وفي ميزات عند السوليه فتحي عند... مثلا التسديد طبعا احمد انت ناسي ان في ماتش المصري احمد فتحي سجل لنا هدف الفوز. احمد دلوقتي ما شاء الله بيلعب بالخبره احمد فتحي يلعب في اي مكان وممكن يكسبك بالخبره. اللاعب الخبره محمد النهارده انا بكسبه في الثلث الاخير طبعا. ممكن عماد متعب ينزل دقيقه برفع الخبره مهمه جدا فانت عشان كده ممكن يبقى ليها دور بالكوره فممكن يبقى بتناوب. السوليه عنده برضه خبرات والفتره الاخيره بيكمل وشفنا ماتش الاسماعيلي بتكملته وزيادته العاديه من العمق من مكانه سجل الهدف كان الاسماعيلي تقريبا ولا تقريبا كان الاسماعيلي تقريبا الاسماعيلي هدف رائع 1-2-3 هو ده الرباعي المرعب مع راس حربه الصريح. فطبعا حسام عاشور يرجع بالسلامه لكن ان شاء الله احمد فتحي قائد والسوليه بقى عنده نضج ما شاء الله وخبرات
اكيد ان شاء الله النهارده هيظبطوا كل امورهم فنيا باذن الله. كابتن شريف، سرعات النادي الاهلي، وليد ازارو عنده سرعات، احمد الشيخ، باسم علي، السوليه عنده سرعات، هل سرعات النادي الاهلي ممكن تكون لها دور الحسم؟ ده بالتاكيد احنا تعودنا، الولاد عودونا على السرعات دي، ما تعودناش على حاجه، ابهرنا بيهم وكلامنا الدائم دايما اللي هو ما بيتغيرش على نقل الكره لنص الملعب بتاعتهم والتناول والتحركات. في تحركات دلوقتي بتحصل، سويتشات من اماميه بين اجايه وازارو. نعم. ساعات ازارو انا بحس ان هو بيسقط شويه، فبلاقي اجايه هو اللي راح ملى المحطه اللي احنا لازم نرتكز عليها اللي هي بتاعت الاسترايكر. نعم. فبيبقى في حوارات اكيد من الاجهزه الفنيه معاهم لشكل معين بيبقوا عايزينه في كل مباراه. انا يعني زي الروتيشن اللي بيتغير، اثنين بيطلعوا واثنين بيخشوا الفرقه، انا بحس برضو ان في حاجات بيتكلموا فيها، ان كان الاول اول ما اتفرج على ازارو ده الاقيه دايما فاروق اوف سايد، بيسرق دايما الدفاع وبيعتمد على خطوه يسرقها، هو مكشوف يعني بالنسبه للحكام مكشوف، فابتديت اشوف ان هو ابتدى ياخد باله من الحته دي ويسقط زوايا، ما بقاش ساقط مع اخر واحد، بقيته بشوفه واقف مع اول واحد في الديفنس ويقدر يسرق منه ويعمل فنتات ويعمل سويتشات. فالسرعات اللي انت بتتكلم عنها دي بقت عاده النادي الاهلي، هو ده اسلوب لعب النادي الاهلي. احنا كنا بنتكلم ان النادي الاهلي ده الحقيقه من بعد ما تولاه حسام البدري بقيت انا حاسس ان انا بتفرج على فرقه هولندا، طحونه تلف من يمين الكره الشامله اللي بتروح من الشمال اللي بتروح. هو كلام ربيع كده صح يا كابتن ربيع؟ انت مش انت بتقول على السرعات دي ان هم اسرع ناس، هي دي كانت الكره بتاعت كرويف وهايدن برينك وهان والناس دي كانوا بيلعبوا الكره، كل واحد عارف حدوده. النادي الاهلي بيشبهني بالفرقه دي، كل واحد عنده حته مكمله للتاني، كل واحد عنده تالنت بيقدر يخليك انت وانت بتتفرج تقول لي السرعات، تقول لي التهديف، تقول لي الشوط من شويه انت بنفسك ان الدنيا بتبقى، عبد الله السعيد عندك بيشوط واحمد فتحي بيشوط على حسب ظروف المباراه. هل انت بتتهيأ لك او بتتنرفز ساعات انك انت بيضيع منك اجوان كتير، تروح جاي من 25 يارده 30 شايط واحده تلاقيها راحت، زي ما عمل احمد فتحي وانت استشهدت، وعبد الله نفس القصه، وليد سليمان، احمد الشيخ اللي انت بتقول من الثوابت بيقدر يبعت اول جول في الدوري السنه دي ضد طلائع الجيش. فكل لعيب الحقيقه فيهم عنده موهبه بيكمل التاني فيها، سوليه بيكلم احمد بيكمل احمد فتحي واحمد فتحي بيكمل سوليه، سوليه عنده امتى التايمنج اللي يقدر يروح جري بسرعه اللي قلته عليه ماتش الاسماعيلي اللي حاططها بالبليسنج، هو اللي حس بالوقت ان هو يقدر، شايف فيه فراغ كتير قوي قدام وفراغ خلفه ويقدر يروح واعتمد على الراجل حسام عاشور اللي هيغطي عليه في نفس الوقت. ده حقيقي. فدي بتبقى حاجات لحظات بتحصل للعيب لوحده. انت كابتن ربيع شفتك من اول يومين جايبين لك جون في الزمالك، وحد قال لك اطلع من الباك ليفت روح في خط السته وزغد الكوره بوش رجلك ولا وقتها جول؟ ما ينفعش كوره ربيع كده. دي التحرر النفسي للعيب اللي هو بيبقى الحاله البدنيه بتاعته بتديله فرصه التحرك داخل المباراه. فهي دي الحاجات البلاس بلاس بلاس اللي بتخليه. بس كابتن شريف في نقطة مهمة جدا دايما مع حضرتك كابتن ربيع والنجوم الكبار اللي بيشرفونا هنا في الاستوديو، يعني حضرتك بتقول أنا كابتن ربيع بيطلع من جنبي أنا ببقى مبسوط وأنا بغطي عليه، يعني كلمة أنت حاطط في دماغك عقلك أن أنت هتقف فين في الحالة الدفاعية، هو ده النادي الأهلي يا كابتن؟ هو ده النادي الأهلي، ودي اللعيبة الكويسة الحقيقة. لأن أنا أما بشوف ربيع عدى واحد واثنين، طب أنا مش شغلتي أن أنا أعدي واحد واثنين وأوصل للفرقة. افرض انا عندي اي حاجه في الملعب مخلاني يومها راجع من اصابه راجع، فربيع بيعوضني، ربيع بيروح مني وبيعدي انا شايف ربيع دخل في واحده تاكلينج الراجل اثر عليه في الملعب، اسيبه بقى يواجه السرعات اللي انا واقف اتفرج عليه واقول لا ده انا وينج مش وينج وباك، ممنوع وينج يعدي يروح لربيع، ممنوع باك يتقدم لربيع، ادام انا شايف ان في حاله مش مظبوطه لغايه لما ربيع بياخد كوره بيلعب التاني بيرجع تاني لعادته ويرجع للملعبه تاني ويرجع بشكل ده. دي حاجات بتبقى طبيعيه احنا بالعينين. انا طول عمري بقول على ربيع ياسين بيلعب ورايا ما سمعتلوش حس هوف بحس على كام هوف ورايا كده ليه؟ راجل نازل رايح شايف ال 95 دقيقه بتوعه ده شغله، ده النهارده 95 دقيقه دول شغلهم، ده مش شغل انا وانت، انا شغل انا وانت ان هم اخواتنا وحبايبنا ونادينا اللي عملنا وعمل كل الدنيا هنا في مصر، ان احنا نقول ايه من بره الخبره اللي بيتكلم عليها ربيع، خبرات بتفرق كتير. النهارده احمد فتحي بيلعب فعلا بخبرته، عبد الله السعيد بيلعب بخبرته، ليه بقى عبد الله سعيد مميز هنا ومنتخب مصر وبيروح يروح معدي من ثلاثة فجأة في الماتش اللي هو بتاع الاسيوطي وواخد واحدة بليسنج على بركة عملها مرة هو عبد الله اللي عملها لوحده؟ كم واحد مسك الفانيلا ولبسها الحمراء وعمل الكرة دي؟ كتير جدا كتير كلهم من ابو تريكة لبركات لعبد الله اي حد لعب في الحتة دي طلبة. كل الناس ودوا الكرة دي هناك لان دي شخصية اللعيب الموهوب.
فانا عايز اقول بس ان هم الولاد كلهم بيكملوا بعض. الحاله البدنيه لما بتبقى سليمه ومفيش حد متعور في الملعب بضمن لك كل الاسئله اللي سالتها لنا دي ان شاء الله تتنفس في الملعب باذن الله. كابتن ربيع، سيناريوهات اللقاء، هذا اللقاء 90 دقيقه، النادي الاهلي عنده قائمه بدلاء، خلينا نقولها للساده المشاهدين: شريف اكرامي، مؤمن زكريا، محمد هاني، باكا الجنوب افريقي، واحمد حمدي، كريم نيدفيد، واحمد ياسر ريان. دول الكتيبة الدفاعية أو عفوا هذه الكتيبة البدلاء بالنسبة لكابتن حسام البدري في هذا اللقاء. حكم اللقاء النهاردة محمود البنا، المساعدين تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، حكم الرابع عاطف العفي، حكم الخامس اثنين محمد حسن على مرمى من سواء بقى طنطا أو الأهلي، وحسام الجلاد. ودي تجربة مهمة جدا وأفادت الكثير، والنادي الأهلي حتى كان ضربة الجزاء اللي حصل عليها وليد أزارو في لقاء نادي المقاصة كان بسبب وجود الحكم الخامس قريب من الكرة، ودي شيء مهم جدا. هرجع تاني لكابتن ربيع وسيناريوهات اللقاء. أول ربع ساعة كيف تراها؟ النادي الأهلي كيف يبدأ؟ وتحرك يعني مركز قوي في السمول سايد جيم اللي موجود شغال دلوقتي عشان تقرا منه حالة الفنيه بالنسبه للعيبه النادي. بص يا محمد، خلينا نتكلم في نقاط مهمه جدا. اكيد عنوان النهارده ان دايما السيطره والاستحواذ فيها جزء كبير جدا من شغل النادي الاهلي ومكسب النادي الاهلي وثلاث نقاط النادي الاهلي. ارهاق المنافس بالتمريرات طبعا القصيره، ده برضو شغل فكري حسام مع اللعيبه. الحريه لمثلث وسط الملعب، وده مهم جدا، وقلنا خماسي وسط الملعب يعتمد عليهم بشكل كبير، خد بالك، في التغيير من الدفاع الهجوم وهو من الدفاع، بتكلم على السرعات ودي موجوده، والاهلي اميز لما فريق في مصر بالتحول من دفاع الهجوم عشان ينهي، وشفنا الاهداف اللي جت الفتره اللي فاتت اذا كان في الاسماعيلي او بسرعات بقطعوا كوره عشان اروح افنش، خد بالك، زي راين جنب برضو. دي السيناريوهات موجوده في الجناب. بعد كده عندك لعيب كبير بحجم عبد الله السعيد، وده صانع العاب، في اي لحظه ممكن تمريره حاسمه، في اي لحظه هو يسجل، عنده مزاج زي ما شفنا وخلص لنا ماتش الاسيوطي. السيناريو طبعا اكيد هو الضغط الامامي ماتش طنطا، ان انت تخلص، السرعات مهمه جدا، القوه مهمه جدا، التحرك، التمرير، النفسات وسط الملعب. لازم النادي الاهلي النهارده بامر الله الخماسي يسيطر، يمسك كوره النهارده كويس قوي، مدافعه والتحول. اتفضل. نعم، لا اتفضل يا كابتن. المدافع طبعا انا اقطع الكوره، ما ينفعش ادي مساحه، ما ينفعش اتراجع النهارده لطنطا، ما ينفعش اديهم ثقه مع الوقت ومع النتيجه والسلبيه، في ثقه في زياده، ما ينفعش اتراجع من تلت ملعبي لتلت ملعبي اعمل اخطاء، كل دي امور بامر الله بيفكر فيها حساب. والتحول بقى من الدفاع للهجوم هيعتمد على الباكين زي ما قلنا، صابر رحيل وباسم، هيعتمد على احمد فتحي بخبراته، هيعتمد على عبد الله السعيد، في تحرك جماعي وترابط جماعي بياخده من الخماسي الهجومي اثناء الكره، وده موجود في الشيخ بقى وعبد الله السعيد واجاييه واحمد فتحي. وليد ازارو النهارده له دور كبير جدا في انه يقف على الكوره النهارده، وليد عنده سرعات وقوه، احنا عاوزين وليد بقى جانب المهاري النهارده يشتغل بعينيه وبعقله. وليد هيبقى عليه ضغط كبير من مساكين فريق طنطا، بناء الشغل. والنهارده انجاح الهجمات اللي بيفكر بيها حسام من الجناب او من العمق بالترابط، لازم هو رقم واحد ينجح وليد ازارو. نعم. ان ببني عليه كل الشغل يا محمد، في التحرك، في ان يوسع لعبد الله، ان يوسع لاجاييه، ان يستقبل الكورسات اللي بالعرض دي كلها، حاجات كثيره جدا ببني عليها وليد ازارو. من غير ترابط مع الرباعي وسط الملعب هيبقى كله بقى ضايع. احنا عاوزين بامر الله تعالى، انت ماتش المقصه خسرته لانك انت وصلت كتير جدا ورحت بس ما استغلتش الفرص اللي بتجيلك، مفيش فاعليه حضرتك تقصد. تمام. نعم. واخد بالك، انت ميزه في النادي الاهلي بيوصل 20 مره محمد بيسجل 4-5 اهداف ما بيضيعش، ليه؟ لانك عندك اجاييه يجيد التهديف، عبد الله السعيد، احمد الشيخ، مؤمن، ازارو، فانت رحت وضيعت. فالنهارده احنا عاوزين العدد اللي توصل بيه في الثلث الاخير بامر الله تستغله وتسجل كل كره، على الاقل تضمن الفوز بدري، تستريح، تضمن ان انت خدت ثلاث نقاط في نفس الوقت. اعتقد لما بتسجل بتستريح على المستوى المباراه وبتخرج الى بر الامان. طب هل يا كابتن شريف تاخر احراز النادي الاهلي هدف، هل ده في مصلحه فريق طنطا؟ طبعا، يعني اول ما بتديني ثقه بخش جوه الجيم، بزهقك، بنزل من معنوياتك كلها، بعمل لك احباط، انت بتضيع جون ما بيجيش، هيبتدي الهواجس تيجي بقى ماتش مقصه تاني، ابص ليه قدام عيني وبينزل لي، وايه الحكايه؟ مش ماشيه معانا ليه؟ واحنا في حاجه غلط ولا ايه؟
فما يدخلني ليه؟ بس انت قلت نقاط كويسه قوي كنا اتكلمنا عنها، ان في رضا العزب ده مثلا بيهجم، فانت كنت بتسال سؤال احنا ايه ازاي نبتدي وازاي، فبتبقى الاجهزه الفنيه عارفه ان مثلا واحد زي العزب بيتقدم فلازم الحته دي اجايه يبقى فيها موجود مع ازارو. انا شفت ازارو المره فاتت بياخد كره على صدره وبيلفها وبيبعثها، فده يتطور سنه يعني، يبتدي يطور اللمسه الاخيره بتاعت بقوه. انا بصراحه رحت اتكلمت معاه قلت له اي حته في المكان ده بقى اقوى حاجه عندك عشان تضيع رسمه ازاي يعمل بليسنج، ازاي اضمنها قوي، ازاي يعمل الكره عرضيه لواحد جاي لي من بره وهو انا شايفه هو عملها كتير قوي، بس هو عنده الثقه اللي هي عايزه دلوقتي ان ثقه اللمسه الاخيره اللي الناس كتير بتتكلم معاه فيها قوي، فهو ليه وجود دايما في ال 18، هو اللي مهدد دايما في ماتش المقاصه راح على الجون كذا مره، هو اللي جاب لك ضربه الجزاء، هو اللي بيتحرك في الحته دي، عنده الملكه، عنده ملكه الفيرود السريع جدا. ف عشان اكسب طنطا وعشان كل الحاجات دي لازم انا ادرس فريق طنطا كويس قوي، لو عارف فريق طنطا بيهجم عليا منين، او عارف فريق طنطا فين عدم اكتمال الشكل اللي هو يهددني، ابقى عايز بروح له من ناحيه الباك رايت، بروح له من ناحيه الباك. هل ترى يا كابتن في قائمه البدلاء لعيبه ممكن يكون لها ادوار في هذا اللقاء؟ طبعا على راسهم مؤمن زكريا وباكا، وبعد كده يجي اي حد تاني بقى بالنسبه للجهاز الفني احتياجاته في الملعب. هل ممكن يكون في دور النهارده لاحمد حمدي او احمد ريان؟ ادام حطه في الشكل السياق اللي هو يبقى موجود بيديله المره دي، ممكن يبقى موجود المره الجايه في الماتش بشكل في الروتيشن اللي بتتكلموا عليه. طب احنا عندنا تقرير مهم جدا، توقعات جمهور النادي الاهلي لنتيجه هذا اللقاء، نطلع نروح ونرجع ونكمل كلام. والله انا بتوقع ان النادي الاهلي يفوز 2-0 ان شاء الله، لان ده يعني هيكون دافع للي حصل من النتيجه اللي فاتت في ماتش المقصه. لازم نتدارك الاخطاء ولازم الاهلي يعمل نتيجه يرضي بيها الجمهور بتاعه. والله انا حاسس ان طنطا فيها امل انها بتلعب كويس واحتمال تادي كويس، بس طبعا الاهلي كده كده هيفوز في الاخر يعني. لا هيعمل ماتش كويس طبعا، كان عنده ظروف ولا حاجه مثلا يعني تعبان اي حاجه، لكن المره دي اكيد طبعا هيكسب يعني. والله ماتش الاهلي وطنطا هيبقى مباراه يعني فيها تحفظ، لان طبعا اي فريق بيكسب الاهلي او الزمالك او اي فريق من الفرق الكبيره بيخش المباراه عنده طموح ان هو يكسب، فدي يعني هتؤدي الى مباراه حلوه ان شاء الله. هو بصراحه طنطا فرقه كويسه متميزه خالص جدا، هتعاملت ماتش برضه قدام الزمالك حلو، فهي ممكن تلعب بخطه مثلا دفاعيه الاول وتبدا بناء على الهجمات المرتده، فالله اللي انصحه ان هو يهتم بس شويه في الدفاع. لا طبعا ماتش صعب جدا، كان هيتلعب في طنطا كمان، فهو ماتش صعب جدا طبعا عشان ملعب طنطا وفرقه حافظه ملعبها، فهو ماتش صعب جدا يعني، بس ان شاء الله هنكسب يعني. لا طبعا النادي الاهلي فريق كبير ويمتلك لعيبه ذو خبره، يعني اقل حاجه هيعدي الماتش بكل سهوله، وهي ماتش مصر المقاصه ما كانش فيه توفيق وما كانش فيه حظ، فا يعني ما فيش اي مشكله خالص، اي مباراه فيها مكسب وخساره. لا طبعا هتعامل مع الماتش بواقعيه، ومش اللي هو هيستهتر الفرقه، واللي هو اللعيبه لازم تحط في دماغها انها ما ينفعش تتعادل او تخسر، لازم تكسب. حتى احنا اتعودنا على كده تقريبا فتره حسام بدري، اول ماتش تخسره في مصر ماتش مقص، فاللي هو ايه ما ينفعش تعدي الماتشين ورا بعض تخسر وتتعادل، لازم تكسبه لازم. لا ان شاء الله يقدر يتعامل، لان الاهلي المره اللي فاتت ما اداش الاهتمام كويس للمقصه، فيعني هم كسبوا حقهم بصراحه، هم تعبوا، لكن المره دي الاهلي يعني اتعلم من الغلط اللي فات وان شاء الله هيكسب طنطا 3-1. الماتش هيبقى صعب عليهم عشان هم لسه راجعين من خساره المقصه، ولازم يفوزوا عشان يتصدروا الدوري، هم لسه فاضل لهم صحيح ماتشين مؤجلين، بس لازم عشان يعلن المصري وعشان يتصدروا الدوري، يعني لازم يلعبوا كويس عشان يكسبوا. اكيد لا يعني لازم يركزوا تاني، ولازم البدر يرفع من معنوياتهم ويتمرنوا كويس، وان شاء الله ربنا يوفقهم. كل جواد كبوه، احنا مش هنحكم على تاريخ النادي الاهلي من ماتش واحد، دي مش اول مره يحصل مع الاهلي عامل سكور 46 مباراه من هزيمه، ولكن الكابتن حسام بدري لابد يعيد تفكيره من تاني في اختيار العناصر. ميدو جابر قاعد ليه؟ احمد الشيخ بيقعد ليه؟ هو اهم حاجه الحظر الدفاعي، عشان الدفاع اصلا كان فيه مشكله، يعني مشكله سعد سمير ورامي ربيعه، هما الاثنين لما اتصابوا في دلوقتي ايمن اشرف ومحمد نجيب، محمد نجيب كان بيلعب بديل لحد من الاثنين، فدلوقتي هو بيلعب اساسي، وطبعا زي ما احنا عارفين ايمن اشرف لسه اصلا هو بيلعب باك، فلسه جديد على المكان ده،
فهي دي المشكله الاساسيه اللي لازم نركز عليها كابتن حسام بدر. توقعات الماتش الاهلي وطنطا، اكيد الاهلي ان شاء الله هيكسب باحترامي يعني الشديد لنادي طنطا، بس ما فيش مقارنه خالص بين الاهلي وطنطا. الاهلي عنده لعيبه جاهزه وعنده لعيبه تحدث الفارق، وان شاء الله 3-0 ان شاء الله الاهلي هيكسب مش اقل من 3-0 باذن الله. اه طبعا اكيد يعني، وبعدين الخساره اللي فاتت دي كانت خساره عاديه جدا، اي فريق في الدنيا كلها بيتهزم يعني عادي جدا يعني، مش عارف ليه الدنيا قامت ولم تقعد يعني، عادي جدا الاهلي ممكن يخسر ماتش بس بيكسب مئات المباريات يعني الحمد لله. مفيش مباراه سهله في الدوري الممتاز، لكن النادي الاهلي هيحاول يعوض الخساره اللي فاتت. طبعا كان في ارهاق كبير عند اللعيبه، اكيد حسام عاشور له تاثير كبير جدا، ولكن النادي الاهلي هيقدر يكسب ويقدر يعدي. مباراة سهلة، مباراة سهلة للنادي الأهلي إن شاء الله. جمهور النادي الأهلي ما شاء الله دايما واقعي، دايما فاهم، دايما واعي، وعارف كويس قوي ان اي فريق في الدنيا زي ما الجمهور قال معرض انه يحصل له عدم توفيق زي ما حصل امام لقاء مصر المقاصة. سريعا اخذ توقعات نجومي الكبار قبل التوجه الى لقاء اليوم. كابتن شريف، كيف ترى نتيجة اليوم، وهل الضربات الثابتة ممكن تكون مؤثرة؟ اه طبعا الضربات الثابتة عندك احمد الشيخ موجود بقى، اشتقنا للحاجات اللي بيبعتها. بشوف كان ايام سعد سمير لما تلعب الكورنر ودخل القطع على الزاويه الاولانيه وحطه بدماغه، وفي حاجات تحركات شكلها كويس قوي، ممكن يكون نجيب فيها المره دي، او لما يكون رامي ربيع موجود ده ما بيقولنا الشكل ده. طبعا ضربات الثابته عبد الله سعيد في الحاجات اللي هي حوالين الدايره، هو واحمد الشيخ. كل الاشياء مهيئه النهارده للنادي الاهلي ان هو يقدم مباراه كويسه جدا على حسب التوقعات بتاعه جماهير النادي الاهلي. طب توقعك للنتيجه؟ انا مع كل الناس محترمين جدا، في راجل محترم اول واحد طلع قال 2-0، هو 2-0 دي بمعنى ان هو بيقدر كمان حجم ان طنطا فرقه كويسه ما تستحملش اكتر من 2-0، فده راجل عاقل، انا اضم صوتي لصوته يعني. ماشي يا كابتن ربيع، هل ترى الضربات الثابته كلها عامل الحسم، وتوقعك لنتيجه اليوم؟ لازم النادي الاهلي يبقى عنده بيعتمد على حاجات مهمه جدا، لان انت ممكن عمل التصويب ده مهم جدا يا محمد، لازم يكون موجود، ما ينفعش النهارده يجي لي 20 كورنر ما سجلش منه، ما ينفعش النهارده يجي لي ان حجم الضغط الهجومي والكثافه الهجوميه من النادي الاهلي تبقى كتير جدا، فالطبيعي جدا هيجي فاولات، ما ينفعش، فلازم استغل الحاجات دي كلها. وشفنا عبد الله السعيد بيسجل، وعندنا احمد الشيخ بيسجل من الثوابت، وعندنا احمد فتحي بيسجل، الثلاثه دول اعتقد ان هم ليهم دور كبير جدا في الثوابت، ولازم الكابتن حسام يستغل الثوابت بتاع اللعيبه، لان ده مهم جدا جدا جدا. ان شاء الله نتمنى اداء كويس واداء طيب وبدايه قويه جدا جدا، وان شاء الله تبقى نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي باذن الله تعالى. مفيش ارقام عند حضرتك؟ هو الارقام دايما انا بسيبها لله، ثم التوفيق، لان عامل التوفيق مهم جدا، وربنا يوفقهم ان شاء الله تعالى. شكرا ليك كابتن شريف، شكرا ليك كابتن ربيع. سيبكم مشاهدينا الكرام، نذهب لمشاهده لقاء الاهلي وطنطا، ثم لنا عوده عقب انتهاء اللقاء وتغطيه خاصه وكل كواليس لقاء الاهلي وطنطا في الاسبوع 13 من زمان الدوري الممتاز. نروح شويه ونرجع ونكمل كلام بعد اللقاء.
تعادل إيجابي 1-1 بين النادي الأهلي ونادي طنطا في مباراة كانت أقل من المتوسطة في البداية. وليد أزارو يحرز الهدف الأول في الدقيقة 41 من انطلاقة قوية وجميلة، ثم يتعادل الحظ وسوء التوفيق بالنسبة لنادي طنطا، وكرة من مصطفى محمد بتخبط في اللاعب أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، ثم تسجل هدف بالنسبة للنادي طنطا، هدف التعادل. ولكن في نداء للكابتن محمود البنا، متى تحسب ضربة الجزاء للنادي الأهلي وهي واضحة للغاية؟ عندنا لقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، نذهب ونشاهد. مستمرين معاكم وكل مشاهدينا متابعي قناه الاهلي في كل مكان. عقد طبعا تعادل الفريق للنادي الاهلي مع فريق طنطا. معانا طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. طبعا كابتن سيد بنقول هارد لك النهارده، لكن عايزين ناكد الملعب قريب جدا، احنا سامعين الحكم وهو بيقول ضربه جزاء وفي حوار حصل حاجه صعبه جدا، عايزك تكلمني النهارده انت شفت ايه، واحنا كمان سامعين، احنا بناكد على ان احنا سامعين الكابتن محمود البنا قال كده. يعني طبعا الحمد لله على كل شيء، لكن اكيد في حاجات في البدايه قبل الكلام على ضربه الجزاء او مدى صحتها او اتشافت ولا لا، لكن في حاجات داخليه هنشتغل عليها وفي حاجات كتيره هنتكلم فيها بيننا وبين بعض، في حاجات وفات لازم هنقف عندها، في حاجات مع الجهاز الفني طبعا كان حسام البدري هيتكلم فيها، في حاجات كتيره وهنشتغل عليها يعني في البدايه. عايز برضه اتكلم عن ضربه الجزاء، انت رؤيتك ليها ايه يا كابتن سيد؟ شفت الموضوع ازاي وبعدين شايف الموضوع ده ازاي والحوار ايه؟ عايزين نشرح للناس لان احنا ما بنحطش شماعات او ما بنعلقش حاجه على شماعات. انا مش مساله شماعه، الغريب جدا في رده كان مراسل اون سبورت معانا، كان معايا وانا بكلمه، فبقول لي من فضلك سيبني اتكلم، انا شايف هو قال لي كده، يعني مراسل اون سبورت ممكن يتكلم ممكن يقول، هو مراسل اون سبورت كان معانا او كان جنبي في الكلام، بيقول لك انا شايفها بس جاي من زميله. طيب ادونا بقى قانون جديد، هل القانون ده طلع في الفيفا واحنا ما نعرفش؟ هل القانون ده طلع لما تيجي من زميلك وضعك التشريحي بتاع ايدك مرفوع لفوق كده بالشكل ده ما تتحسبش؟ مش عارف، هل هي بالشكل ده؟ هل كابتن احمد حمدي انتشر للدرجه دي؟ يعني خلاص بقى ضربات الجزاء ده، حتى البنالتي اللي اتحسب لنا في مباراه مصر المقاصه اللي حسبه الحكم الخامس، يعني كابتن عصام عبد الفتاح، يعني هتطلع تقول ايه؟ هتقول لنا ايه المره دي؟ هتطلع تقول مثلا ان احنا غلطنا احنا كمان في كلامنا ده؟ هتطلع تقول مثلا لا كان البنا يعني يقصد حاجه في قانون؟ طب قولوا لنا يعني عشان نبقى عارفين، يعني هل القانون ده جديد؟ فما اعترضش، يعني لو القانون ده جديد ان بالشكل ده وما تتحسبش يعني خلاص ما فيش مشكله. مش عايز ادي شماعه كبيره جدا على التحكيم او اتكلم في مباراه في التحكيم وغيره وخلافه، لكن في مباراه كده، يعني في مباراه كده يا جماعه خلاص، احنا اقل فرقه في الدوري جالها ضربات جزاء، هي ضربه جزاء واحده، يعني ضربه جزاء واحده، يعني ضربه جزاء على فرقه بحجم وقوه النادي الاهلي وهجوم النادي الاهلي المستمر، لنا 3-4 ضربات جزاء في مباراه طلاع الجيش وحصل عليها هوجا، وكابتن احمد حمدي بيحكم مباراه مصر والاسماعيلي في الكاس، احنا ما عندناش مشكله مع كابتن احمد حمدي خالص، ممكن غير موفق في اليوم ده ولا حاجه، لكن هل الموضوع انتشر بالشكل ده؟ هل الموضوع ان احنا كل مره هنفضل نتكلم على اخطاء تحكيميه وارده؟ طب وارده، طب إيه كلام البنا معايا ده مع يعني تفسيره ايه؟ هل الكلام لا تفسيره ايه؟ تفسيره لما يقول انا شايفها بس جايه من زميله، يعني ايه؟ مش انا اللي بقوله، مش هدعي عليه، انا مش هقول كدبه حاجه حصلت، يعني هو بيقول لي ممكن اتكلم دي جايه من زميله، مراسل اون سبورت كان معانا، يعني خلاص اللي حصل حصل وانتهى، يعني لكن بيبقى ليك بس في عالم كرة القدم، يعني الأمور التحكيمية جزء من اللعبة، لكن جزء صعب جدا على بني آدم ان هو يتحمله او على فريق ان هو يتحمله، يعني ملوش اي حلاوة وملوش اي متعة خالص، ده له جزء في صعوبة جدا، في صعوبة شديدة جدا جدا، في صعوبة شديدة جدا جدا، خلاص انتهى الامر. انا عارف اللي هيحصل ايه، هي هيطلع المحللين الكبار بتوعنا هيقول لك ضربه جزاء وهي دي ودي الحاجه بتاعت مش هتستفاد حاجه خلاص، يعني بالتوفيق يا كابتن سيد. شكرا، كل الشكر طبعا والتقدير للكابتن سيد حفيظ مدير الكره للنادي الاهلي. اكيد النهارده بنقول هارد لك زي ما شفنا طبعا ضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي، لكن زي ما بنقول خلاص النادي الاهلي بيقفل هذه الصفحه، المباراه القادمه اكيد مباراه هامه، بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي واكيد مستمرين معاكم هنا من استاد غزل المحله. شكرا زميلنا كريم احمد، شكرا للكابتن سيد حفيظ، ولكن موارد نادي الاهلي اليوم لم يكن في افضل حالاته، العرض اليوم لم يكن العرض المنتظر من النادي الاهلي، ولكن انا كنادي اهلي محتاج حقي، كره ضربه جزاء واضحه للغايه، الراجل المدافع نادي طنطا ايده مش في مسار جسمه، ايده بعيده تماما عن جسمه، ممرجعها وباينه جدا انها بتعترض الكره، غصب عنه، ولكن الكره بعيده تماما على انها تكون
غير متعمده، يعني ايده رايحه للكوره، ايده يعني لو ما كانتش موجوده في هذا المكان كانت راحت لمهاجم النادي الاهلي واصبح فرصه هدف مؤكد، هي واضحه للغايه لاي حد يشوفها. كابتن محمود البنا من الحكام الكبار، وكره زي ديت هي اللي بتفرق الحكم من فئاته، يعني في حكم جيد وفي حكم ممتاز، اللي يشوف حاجه زي كده وما يحسبهاش. نادي الاهلي مره تانية لم يكن في افضل حالاته، ولكن النادي الاهلي محتاج ان هو ياخد حقه، وده وضع طبيعي جدا في كره القدم. انا فرقه بلعب بطريقه هجوميه، بصل الى مرمى الخصم كثيرا وبحصل على ضربات جزاء، ولكن حتى الان ما بيتحسبليش حاجه. اعتقد ان دي علامه استفهام يعني كبيره جدا وغريبه جدا للمسؤولي لجنه الحكام، ويجب عليهم المراجعه كما يجب على الكابتن حسام البدري مراجعه بعض الامور الفنيه. اذهب الى ضيوفي الكرام. كابتن ربيع ياسين، كيف شاهدت اللقاء؟ لا هو انا بس ليا تعليق على الفتره الاخيره بالنسبه لضربات الجزاء. قبل ما نتكلم في سير المباراه في الجوانب الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي وفريق طنطا، الكره بينالتي احنا شايفينها 100%. برضو خلي بالك يا محمد، في ماتش الاسيوطي كان في بينالتي 100% لازارو، وفي هدف لعجيب 100%. نعم. ودخلنا كابتن نصر عباس، احنا علقنا الاول وقلنا الهدف هدف والبينالتي بينالتي، وقال الراجل ايوه هدف وبينالتي. نعم. النهارده في بينالتي حق النادي الاهلي، وحش حلو ياخد حقه، ياخد حقه زي ما الانديه بتاخد حقها. يعني ما ينفعش النهارده حجم النادي الاهلي وحجم المصاريف دي كلها وحجم الجهد والتخطيط والنظام والحاجات دي كلها ان اضيعه. لا، لازم البنا تديني حقي بصرف النظر عن الاهلي. دايما بيكسب بفضل الله سبحانه ثم مجهوده وفنياته وجهازه وحاجاته كتير جدا. انا يعني زعلان ليه بقى؟ كانت الكره واضحه. زعلان ان بصرف النظر، لا قبل ما اتكلم بينالتي تديني حقي، انا عاوز الحق. ليه حق ابو الحفيظ؟ الناس ما تزعلش لما حسام البدري يتنرفز، وده حقه، ما مجهوده بيضيع. مجهود خلال كيان كبير جدا بنضيعه، مش موضوع ثلاث نقاط ولا لا. موضوع ان انت لازم سيد يتنرفز، لازم سيد الله يكرمه. هو طبعا سيد عادي جدا، بس بيتكلم الحكم بيقول له انت شفتها ايه؟ يعني كويس النهارده لو انت عندك غير النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي لعيبه محترمه، لعيبه مؤدبه، لعيبه عندها تصرفات موزونه جدا، كانوا راحوا كانوا الحكم، لكن التزموا لكن مش هنفضل بقى لحد الموسم السنه دي يا محمد. واضح ان الاهلي بيتعرض لظلم كبير جدا. انا بتكلم والله مش عشان اي حاجه، مش عشان اهلاوي، انا بتكلم بما يرضي الله. كابتن عصام فتاح باينه يا كابتن، كل كوره باينه، ما بنتكلمش كلام في الهواء. كابتن عصام فتاح لا، ما ينفعش في وقفه مع الحكام، لازم وقفه تبقى كبيره جدا. احنا طبعا بنساند الحكام ودول اخواتنا ودول حبايبنا ودايما في ظهرهم، ونقول الحكم ده بشر، لكن زادت قوي يا محمد، زادت قوي قوي قوي. ما ينفعش، ممكن البينالتي ده كان يفرق معايا في هدف ثالث ورابع، ممكن خد بالك يا كابتن يفرق معايا في ثلاث نقاط حتى وانا مش في يومي بالمعنى الكبير، ولكن على الاقل انا ليا ضربه جزاء واضحه. يا ريت يا جماعه نعرضها مره ثانيه، نشوف وضعيه يد مدافع طنطا والكوره رايحه فين واعترضها ازاي، هو اصلا مغمض عينيه، يعني هو حتى مش حاسس هو بيعمل ايه، عشان تبقى قصده ولا من غير قصده. وعاوزين نسمع، والموضوع غريبه جدا، ولازم نسمع الصراحه، نسمع الحكم حاجه يعني حد من تصريحات من لجنه الحكام بشان هذا الصدد، لان الموضوع اصبح متكرر. مش كل ماتش، حتى في ماتش مصر المقاصه ضربه الجزاء اللي خدها النادي الاهلي خدها من الحكم الخامس، رغم ان الحكم الساحه كان قريب من الكوره، والحكم الخامس هو اللي ادهنا. واعتقد ان الحكم الخامس تحدث مع الكابتن محمود البنا في هذا الشان. كابتن شريف، اعتقد ان برضه حضرتك لك تعقيب على هذا الامر. هعقب مع ربيع في نفس النقطه، وكان الحكام وكان الدنيا كلها بتقول لك في الملعب اكسب من غير ما تاخد حقك. انت مالكش معايا ضربات جزاء، المقاصه واخد ضربتين جزاء في المباراه اللي فاتت وضاعوا، يعني اداله اثنين ضربه جزاء ما حدش فتح بقه. مش فاهم انا، كل ماتش احنا بقى هيلغي لي جون، واحد راح كاس العالم يلغي لي جون ويلغي لي بينالتي زي اي حاجه. يا راجل مؤمن، ده الراجل على موعد 50 يارده في ماتش المقاصه ادى بينالتي عليا انا نفسي هنا وانا بتفرج عليها، بقول ازاي شافها بهذه السرعه؟ ازاي دي يا كابتن مش ضربه جزاء؟ سيبك من ده مش حوارنا، ده مش حوارنا ضرب الجزاء ولا مش، لا دي ضرب الجزاء طبعا، لما ده حقك مش ما بتاخدوش. طب احنا معنا على الهاتف الحكم الدولي السابق كابتن ياسر عبد الرؤوف. مساء الخير يا كابتن.
زميلنا كريم احمد ولقاءات مهمه جدا من ملعب غزل المحله، لقاء طبعا الاهلي وطنطا. كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي طلع وصرح تصريحات مهمه. اول حاجه قال الدوري باذن الله للنادي الاهلي سوف يتم معالجه اخطاء التي تتم داخل ارض الملعب بالنسبه للنادي الاهلي، وقال ان عمرو السوليه تم تغييره لانه شعر باجهاد في العضله الخلفيه، وايضا قال انا مش عارف هي الحكام لماذا لا تريد احتساب ضربات جزاء للنادي الاهلي رغم انها واضحه للغايه. كان في مداخله مع كابتن ياسر عبد الرؤوف اللي قال ان هي من ممكن تحتسب وممكن لا، فسالته انا يعني سؤال مباشر، كابتن ياسر هل سيتم احتسابها ضربه جزاء؟ قال لي سوف يتم احتساب ضربه جزاء، ولو كانت احتسبت كانت انهت الجدل تماما، وده كان واضح للغايه. كلام مهم جدا كابتن ربيع من كابتن حسام البدري انه حتى الان واثق ان ان شاء الله الدوري النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تعالى احنا بنكسب بفضل الله ثم مجهودنا طبعا، وطول عمرنا الحكام يعني اوقات كثيره جدا بيبقى فيه عدم توفيق من الحكام للنادي الاهلي، النادي الاهلي يا محمد بيكسب بفضل الله ثم بمجهود ادارته وجمهوره وجهازه الفني ولاعبيه بيصرف كثير جدا عشان يسعد الناس ويسعد جمهوره. النادي الاهلي عنده قدرات خاصه بيشتريها باغلى فلوس عشان تكسب، مفيش كلام. ان انا نفسي يعني لاول مره من فتره كبيره جدا ابقى متضايق، مش متضايق عشان خلاص اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اراد التعادل واحنا متقبلين، انما انا زعلان على المجهود بتاع الجهاز الفني، المجهود بتاع اللعيبه. انك النهارده في ماتش الاسيوطي في بينالتي 100% والحكم دخل قال واحنا استفدنا ايه لما قلنا انا بعد الماتش ما خلص ان بينالتي، وفي جول لا جاي 100% يعني موضوع يعني في الرسمي ما يتحسبش، وفي الودي النهارده العكس، احنا شايفينها بين 100% وبيقولنا من بره الحكام انها لا مش عارف بدون قصد، ان النيه ان حاجات كثيره جدا القصد. فطبعا كلام حسام واقعي جدا وكلام متزن جدا، وان شاء الله ما فيش مشكله لاي حاجه، احنا عندنا لسه ماتشين بامر الله تعالى، والنادي الاهلي برده ما يهموش اي حاجه. اذا كان في عدم توفيق النهارده هنتكلم في فنيات وفي سلبيات ما فيش كلام كثيره جدا، لكن عدم التوفيق ده ما يقللش من عزيمه الرجال بامر الله تعالى، وان شاء الله الماتش اللي قادم يبقى افضل احسن ونكسب ان شاء الله تعالى. كابتن شريف تحكيميا حضرتك طبعا يعني لعبت فتره كبيره جدا في النادي الاهلي وعارف الماتشات اللي ممكن تبقى سهله تحكيميا وصعبه، بالنسبه لهذا اللقاء سهل جدا تحكيميا بالنسبه لحكم اللقاء كابتن محمود البنا، ليه اروح للمشاكل؟ ليه اصنع حدث بدون اي داعي؟ ليه ما بقاش فير؟ ليه ما بقاش عادل؟ ليه ما بقاش انا النادي الاهلي بيلعب فير بلاي معاه من جميع الوجوه؟ انت شايف النادي الاهلي ده مسيطر، انا ما شفتش غير محمود غالي ده راح على الجول بتاع طنطا اول دقيقه وخمس كام ثانيه كده ولعب كوره مسكها احمد عادل، في حاجه ثانيه احنا فاتتنا او في حاجه ثانيه احنا شفناها من الفرقه الثانيه؟ ليه الفرقه دي تطلع متعادله معاك غير قدر الله ما شاء فعل بس؟ انما ما تبقاش في ايدي يعني جاسمه على هذا الوضع. انا حر بقى ربنا يعني عايز يخليني اكسب بضرب الجزاء اديني حقي، وارد ان يعني كان ممكن تضيع يا كابتن يا عم انا النهارده عندي فرقتي ماسكه الملعب بكله، فرقتي بتروح الجول، كابتن اسامه عربي يعني بنبارك له على النقطه بس هو قالك ما حسيتش النهارده بان النادي الاهلي فيه فاعليه على الجول او حاجه زي كده. ماشي يا كابتن اسامه، بس انا كمان كل اللي حسيته ان في 7 8 9 10 اهو في اللقطه دي موجودين اتوبيس وانت بتلعب زون ديفنس ما روحتش على بتشكر ربنا ان النتيجه طلعت كده، انما في عوامل كتير قوي بتساعد ان النتيجه تطلع كده. انا مش عارف كل حاجه انت جايبها لي في الهايلايت، ما فيش اي تقصير من لعيب النادي الاهلي النهارده في الملعب، ما فيش اي في كام كوره مش عايزه تخش الجول، في تحضير بطيء لا تحضير فعال، في اجناب بتشتغل، كل اللي بنقوله وبنحلله قبل المباراه بيتحقق جوه الملعب. انما انا كمان يعني السما مأخرة لي ان انا اكسب بضربه جزاء وانت تبقى الشيطان بيوزك في ودنك لا ما تديش ضربه جزاء، انت بتعاقبني ولا بتحل مشاكل الاخرين في الدوري يعني في مكانه الدوري؟ انا مش عارف انت يعني كل الحكم بيجي بيثبت للحكم الثاني ان انا هبقى نجم في مباراه النادي الاهلي يا كابتن ربيع؟ هو كل واحد عايز يبقى على حس النادي الاهلي، يعني هنقعد نبلبل عليه واحنا بيطير مننا ابنات وبيطير مننا ماتشات؟ في حالة استفزازية واضحة أنا مش فاهمها الحقيقة. فعلا هي يعني حالة استفزازية غريبة حتى الآن مش فاهم يعني بيهددك غير مفهوم بيهددك يا ربيع، اللي عليك هتاخده غصب عنك واللي ليك أنا ومزاجي بقى. طب أنا عاوز أقول لك حاجة، أنت فاكر البينالتي بتاع المقصة السنة اللي فاتت؟ نعم. اللي هو سجله عبد الله السعيد اللي هو 1-0 وبعدين هم جالنا بينالتي. نعم. اللي تكسبنا بيه وبعدين جالهم بينالتي وشيف اكرامي احنا شفنا البينالتي حسين الشحات احنا واحنا قاعدين بره اللي شافه الوحيد الحكم والله ايمان اللي موجود
يعني انت فاهم احنا شايفين بتاع النهارده بنسبه 2% ما اتحسبتش، واللي ما شفناهاش انا بوريك كلمه المقصه برده طبعا المقصه السنه اللي فاتت برضو. الدوري اللي فات يعني عاوز اقول لك ان الحكم كان واقف صح وشاف الكوره صح، انت فاهم ازاي؟ النهارده احنا شايفين الكوره بنسبه 100% ما اتحسبتش. غريبه جدا المقصه واخده ضربتين جزاء الماتش، غريبه جدا غريبه جدا. احنا فوجئنا لكن كان واقف ابراهيم، ابراهيم حبيبنا ابراهيم اسمه ايه؟ نور الدين. ابراهيم نور الدين هايل، يعني قصدي لك ان شوف واقف محمد في حته ازاي، تمركزه جيد جدا مع الكوره، شايف بينالتي مافي حسب الراجل. انت النهارده يعني احنا شفنا يعني الكوره واضحه للجميع، وبعدين يعني يقول لك اصل لا حاجات بصراحه كتير جدا يعني كتير جدا. هي امور الصراحه بتبقى غريبه يعني. ويعني على فكره احنا هنا في استاد النادي الاهلي او استاد الاهلي في قناه النادي الاهلي كنا يعني من القلائل اللي اشادنا بالتحكيم، وكان حتى في كذا مداخله مع كابتن عصام عبد الفتاح واشادنا بالتحكيم ودوره وان في بوادر، ولكن يبدو ان في بعض الامور اللي غير مفهومه، يعني احنا مش فاهمين حتى الان يعني سواء العبد الله الفقير سواء كابتن مصر كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع ياسين، لماذا هذا يعني الطريق الغير مفهوم مع التحكيم والنادي الاهلي؟ احنا لحد دلوقتي الاخطاء غير مفهومه والموضوع واضح للغايه. احنا مش هنتكلم بس في مجرد بنالتي امام طنطا او امام اي فريق، ولكن هي لماذا يتم احتساب كل شيء على النادي الاهلي واحنا ما بنتكلمش، ولكن في نفس الوقت النادي الاهلي لا ياخذ حقه. اقسم بالله لو هذه ضربه الجزاء لاي فرقه في الدوري لو ازاي ما تحسب لهمش ضربه جزاء دي. طب احنا معنا على الهاتف الحكم الدوري السابق كابتن عبد الستار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير كابتن محمد، ازيك حضرتك؟ الحمد لله، تحياتي وتحيات كابتن ربيع ياسين وكابتن شريف عبد المنعم. يا اهلا وسهلا كابتن شريف، اهلا كابتن ربيع. عبد الستار منور الدنيا يا فندم. الله يخليك. الله يخليك يا ابو كباتن. هل شاهدت الكره اللي فيها جدل يا كابتن عبد الستار؟ لمسه اليد؟ بص حضرتك هي مش جدل، تحكيم واحد وقانون واحد. اثنين مدافعين جنب بعض. انا كمدافع بطلع كورتي بالراس. جت في ايد المدافع اللي جنبي. انا كحكم الكوره دي كانت هتروح لمهاجم للاهلي ولا مش هتروح؟ لو هي راحه لمهاجم يبقى انا افسدت هجمه. الله يفتح عليك يا كابتن. الله يفتح عليك يا كابتن. جالي الكابتن ياسر عبد الرؤوف دلوقتي وبيقول لي لا دي تقديريه، دي مش عارف، قاعد يقول لي حكايات كده غريبه. الله يفتح عليك. يعني حضرتك شايفها ضربه جزاء عقل لكره رايحه لواحد منه للجون بس كده. انا هو الموضوع ايه؟ ان لا يجب ان لا يستفيد المخطئ من خطأه بس كده يا فندم. لا تحت امرك. لا يا كابتن عبد الستار، يعني حضرتك برضو مره ثانيه الوضع التشريحي ليد لاعب طنطا او مدافع طنطا غير طبيعي ومنع الكره. لا هننسى الوضع التشريحي. بدليل لو في فاول من بره ال 18. وانا واقف حيطه بظهري. وفردت ايدي والكره جت في ايدي. اقول لا ده هو عشان مش شايف الكوره او مش متعمد، واخد بال حضرتك؟ لا هنا التعمد ان انا حطيت ايدي عشان املى حيز من الهواء المفروض ما املاهوش. فنفس الحكايه. اللعيب هو طالع. ماشي انا فارد ايدي عشان انا طالع في الهواء او واقف او اي وضع. الاهم من ده الكوره كانت رايحه فين؟ كانت رايحه للمهاجم. فاذا هنا انا كمدافع افسدت هجمه سواء متعمد او غير متعمد. يعني اذا حضرتك ترى انها ضربه جزاء بسبب افساد هجمه للنادي الاهلي كانت واعده. اكيد طبعا طبعا، مش هذا كلام. طيب ليك اي تعليق؟ لا تمام، هو الكابتن ده الصح اللي شايفينها وبنتكلم بما يرضي الله. الكابتن عبد الستار طبعا قالها فنيا، والراجل ده حكم دولي وحكم كبير جدا وبيتكلم بما يرضي الله وبامانه، فاحنا شايفينها بنشكر حضرتك كابتن، واحنا احنا اللي قلناه وشرحناه يا كابتن، فانت اكدت على كلامنا ان صحيح 100%. كلامك مظبوط يا ابو كباتن، كلامك مظبوط 100%. انا والحمد لله احنا بنتكلم لوجه الله وبنتكلم لصالح التحكيم المصري. طبعا هو الجمهور يا كابتن هيتكلم لصالح مصلحه خاصه، دي حاجه ثانيه. نعم الجمهور كان محتاج يفهم يا كابتن، لان هي واضحه للغايه وبتبقى الامور الواضحه اللي لا تحتسب بتثير الجدل يا كابتن عبد الستار، عشان كده قلت لحضرتك هي مثيره للجدل، لان الكل بيقول انها ضربه جزاء صحيحه. هي مثيرة للجدل في العامة. نعم. عند الفنيين وعند الحكام وعند المحللين المفروض انها امر قاطع ما فيهوش خلاف. امر قاطع كمان ما فيهوش، يعني حضرتك ما قلتليش حتى ما فيهوش شك، يعني لو في شك كان ممكن ندي اي عذر، لكن انت حضرتك قلت لي امر قاطع. طبعا طبعا مش عايزة كلام، كورة واضحة.
ابسط شيء هيشرح لكابتن عبد الستار يقول له يعني كابتن الحكم النهارده لو موجود بيشرح لحضرتك بره المباراه هو ما اداهاش ليه؟ هيقول لك ايه يا كابتن؟ مش هيقدر يقول اي حاجه قدامك لان انت فاهم وعارف ان دي في اعاقه لهدف 100% كان هيروح للنادي الاهلي. طيب كابتن عبد الستار عايز اقول لحضرتك هل الحكم الخامس او حكم الراي المساعد اللاينز مان هل فيك تم يعني اذا كان تم المشاوره مثلا قالوا الكابتن محمود البنا انها ضربه جزاء صحيح؟ واقف ليه يا محمد؟ هو الخامس ده واقف ليه؟ لا هو يعني يجب ان يكون القرارات الفنيه خصوصا داخل منطقه الجزاء ان هي من اختصاص الحكم وخاصه ان الحكم لم ينكر انه شافها. ده قال لي للكابتن طب ما استشار ما يعني الكلام ده في لقاء بعد المباراه ده حقيقي. طب لماذا لم يستشير الحكم الخامس يا كابتن؟ ايوه صح ليه ما استشرت زميله؟ يعني انا كحكم شايف ان الكوره راس زميلي لعبتها جت في ايد المدافع الاخر يعني الحكم شايفها. طيب الحكم زميله الحكم الرابع ولا السابع ولا التاسع هيقول له ايه؟ ما انا شايف انا حكم الكوره اهي. طيب لماذا لم يذهب الحكم يا كابتن للحكم الخامس للاستشاره؟ يعني عشان لا دي لا تتحكم بالاستشاره انا شايف اللعبه كحكم يعني هو فيها قرار حاسم جواه هو شايفها في رؤيه حاسمه يعني فيها ايه؟ يبقى انا ما نزلتش الملعب اصلا اسمعني ايه مبايات ان انا ما احسبش الكوره يعني كابتن كابتن عبد الستار علي الحكم الدولي السابق بشكر حضرتك شكرا جزيلا وهذا هو التوضيح هذا هو التوضيح هذا هو كما حلنا. جاء في كتاب التحكيم هذا هو التوضيح كما جاء في كتاب التحكيم يد لاعب او مدافع طنطا منع واعاق هجمه واعده جدا للنادي الاهلي في منتهى خطوره واستفاد المخطئ من خطئه بعدم احتساب ضربه جزاء واضحه كالشمس للنادي الاهلي ده في حاجه غريبه قوي يا كابتن ربيع كابتن ياسر عبد الرؤوف زي الحكم اللي كان معانا النهارده ومنع الكره انها تبقى بينالتي ده بيتكلم بنفس المبنى ما انا سالته دي المصيبه كابتن انا سالته هل تحتسب؟ قال تحتسب انا سالته هل تحتسب؟ قال تحتسب لا هو قاعد يدي اسباب للراجل الحكم تاني ان هي ممكن يديها وممكن ما يديهاش ده المصيبه كمان ان في حكم تاني بيقول لك ايه؟ اصلها كانت يعني الدنيا دول ناس مغيبين يعني مش ده مش لا هو احنا هنقعد ايه حكايه النادي الاهلي يا كابتن ربيع النادي الاهلي ده كيان كبير قوي زي ما ربيع احنا كيان كبير قوي يا جماعه طبعا انت احنا مبادئ احترامات قوي ما بتجيش جنب لعيبه مؤدبه في الملعب انما ابسط شيء واحد اعترض من ما حدش فينا يعني يتكلم ابسط شيء يا جماعه حقوق الناس انتوا هتروح تنام ازاي دلوقتي؟ اللوم النفسي عليك هيبقى شكله عامل ازاي؟ اقسم بالله هتزعل من نفسك قوي دي الحكايه مش حكايه ماتش او نقطه او نقطتين راحوا من النادي الاهلي ده الحكايه ضمير انسان هيعيش في حياته ازاي بعد كده لا ولا لعيبه النادي بتحب تسعد جمهورها دي حقيقه من حقهم حقوقك خد بالك ادي حقوق الكيان ادي حقوق الناس اللي تعبت واجتهدت النتيجه دي بتاعت الله سبحانه وتعالى وكان ممكن زي محمد البنالتي تيجي ويضيع انما اديني حقي بما يرضي الله واحنا استشهدنا بكذا وقعه في الماتشات اللي فاتت وقلنا بص حكم طلع وقال لك 100% اجاييه هدف و100% ازاره بنالتي ومفيش لعيب احترق الله يكون في عون طبعا الجهاز الفني يا محمد حسام كابتن انا معلش برضه انا احتراما للتحكيم ما طلعتش قلت ان في حكم في ماتش المقصه واقف غلط على الدايره وقطع لي الكوره وخدت مرتده حكم دولي المفروض ان هو من افضل الحكام مش عارف يقف في الملعب عشان دي الكوره تشد في الملعب من 40 يارده ان انا عليها ضربه جزاء ويجري من 40 يارده قبل نص الملعب وتيت يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا الكوره بتاعت مصر المقصه الهدف الثاني من 30 يارده في ماتش مقصه بيديله بينالتي من 30 يارده ربيع تيت وجاري وواقف وسعيد بقراره هو في ايه ده؟ ايه الناس دي؟ وبعدين بيزعلوا بقى من مرتضى منصور السنه اللي فاتت لما برضه الراجل عمل بايده كده ضربه الجزاء بتاعت زمان بيطلع يهلل لهم ويعمل لهم ويقول لهم حقوقي فين حقوقي فين؟ انتوا ما يجوش معاكم غير كده بقى ولا ايه؟ مش فاهم. معرفش. حاجه اصبحت يعني هي غريبه غير مبرره الكره سهله لقاء سهل جدا تحكيميا جدا تحكيميا يا جماعه يعني ماتش النادي الاهلي مع اي فرق من منتصف الجدول بيبقى سهل بالنسبه للحكم لان يعني هو الكفه في الهجوم رايحه ناحيه واحده فما فيش مش محتاج ادي امام حضراتكم لقاء الاهلي ومصر المقصه ولو حضراتكم بصيتوا بقى على الشوط الثاني على الهدف الثاني ده دي فرصه ضايعه لعبد الله السعيد كان في الهدف الثاني لمصر المقصه بدايته تمركز خاطئ من حكم اللقاء ومحدش اتكلم حدش طلع في الاعلام دي ضربه الجزاء ساعه عشان يدي ضربه الجزاء واللي حسبها الحكم الخامس وكان في استشاره إيه وفي واحده لينا قبلها الماتش اللي قبليه برضه بتاع الاسيوط بتاع مع طرد حماده طلبه مرتين ويلغي جول 100%
لراجل او جاي النهارده ليفرق مع اللعيب في نفسيته انه يبقى جايب جون زي ده وتلغي له كمان؟ امال بيجري 90 دقيقه في الملعب عشان ايه؟ عشان ادي الهدف ده بقى من اوله اللي قطعها حكم اللقاء، ما حدش طلع قال في النادي الاهلي اصل الحكم واقف غلط، حكم دولي ازاي واقف غلط؟ ما حدش طلع اتكلم، ما حدش طلع اتكلم احتراما للتحكيم ان حكم في هذا الشكل. وكان يعني في هذه اللقطه كان عبد الله سعيد واجاي كانوا الاثنين فاضيين، والحكم هو اللي قام بدور الهاف ديفندر، والحكم لاعب وكل حاجه وكالهوا، ولكن التمركز بالنسبه للتحكيم بيبقى حاجه مهمه. احنا مش بنتصايد حاجه، ولكن في حاجات احنا يعني بنتغاضى عنها. غير النادي الاهلي ما بيتغاضاش. النهارده لو حضراتكم بصيتوا بعد القرار شوفوا طريقه الاعتراض حتى كانت في منتهى الادب والشياكه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي يا كابتن ربيع. طبعا محدش مثلا طبعاً راح احتد على الحكم بشكل غير رائق ولا سبه ولا ولا ولا. واحنا عمرنا ما اتكلمنا، احنا بنتكلم على التحكيم وساندينه جدا جدا، وبنتكلم ونقول حكام ودول اخواتنا ودول اولادنا وفي ظهرهم دايما. عمر قناه النادي الاهلي ما كانت الا بايجابيه شديده جدا مع مصلحه الكره المصريه والرياضه المصريه، واخد بالك، والتوعيه للجمهور والتوعيه للشباب والتوعيه وفي ظهر الحكام وفي كل حاجه وفي السلوكيات والاخلاقيات. هنا مبدا كبير جدا بنحاول نتعاون فيه عشان الدوري والرياضه وكل حاجه كويسه. فاحنا عمرنا ما اتكلمنا عن الحكام ابدا ابدا، لكن انا نفسي معلش برضو ما يعني متغاظ، يعني ما تديني حقي بقى، ما ينفعش. هو لازم يعني بفضل الله تعالى عشان اخد حقي الاقي بقى الدنيا؟ لا، حقوق النادي الاهلي ومجهود النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي والجهاز الفني الله يكون في عونه، واخد بالك، كتير جدا كتير جدا. حتى ما نشوفش النادي الوحيد اللي ما بيعترضش، لا في جهاز بيعترض ولا لعيبه بتعترض ولا اداره بتعترض ولا جمهور بيعترض. احنا بمنتهى الاحترام والادب والحياديه والاحترام والادب، وبنكسب بفضل الله اسمه مجهودنا واحترامنا وكياننا وحبنا لبعض وترابطنا وفنياتنا العاليه قوي. توفيق الله اسمه فنياتنا، فاديني حقي بما يرضي الله. انا اول مره اتكلم كده، لكن انا متغاظ عشان حرام مجهود منظومه كامله متكامله بتتعب طول السنه في تخطيط ونظام ومصاريف واسعاد جمهور واسعاد اداره، ويضيع مني حقي، حقي حتى لو انا مش موفق. مش مستوايا، ما عنديش ثبات في المستوى، ما عنديش اداء، ما عنديش، انا مستحوذ ومسيطر وما عنديش فعاليه، لكن بنالتي ممكن احسب بيه 3 نقاط يحسموا لي الدوري. فاديني حقي ما يرضي الله، واتمنى ان لجنه الحكام معلش تعيد نظر تاني في القرارات اللي هي اخيره مش موفقه فيها الحكام. احنا بنضم صوتنا لصوت كابتن ربيع سين وصوت كابتن شريف عبد المنعم على التحكيم. يعني ممكن يحدث في لقاء اخطاء ونتغاضى، لكن كل لقاء حتى لو كان النادي الاهلي فائزا او متعادلا يبقى فيه جدل تحكيمي، ده غير مقبول بالمره، ويجب مراجعه الاخطاء مره اخرى من لجنه اللقاء. وانت حتى كمان فاروق معلش مش يعني لازم اخش في النقطه، هو انت كمدير فني يا كابتن ربيع انت هيفضل معيشك في ضغط ويخرجك عن تركيزك ويخرجك عن كل اللي انت فيه وعن مسارك اللي انت مخطط له وعن لعيبتك اللي انت كل ده بيبيع؟ وانت فاكر حسام بدري هيسكت؟ ده ما هيجي هيحط همه كله فين؟ في اللعيبه الحاجات دي برضو هيقول لك انت عملت. بنطلعنا احنا بره الدنيا، خدت بالك، وبيخلينا نخش في حتت ملهاش اي لازمه. احنا طبيعي احنا احسن فرقه في مصر، طبيعي احسن جهاز في مصر، طبيعي احسن امكانيات، زي ما بيقول ربيع ان احنا صارفين نص مليار على فرقه زي دي بتخش انها بتاخد بطولات وبتعمل تاريخ للدنيا كلها. هو ده عرف بتاع، هو ده احنا النادي الاهلي. ايوه احنا النادي الاهلي بنشتغل على ان احنا نبقى احسن ناس وادب ناس وكل حاجه في الدنيا، والبطولات كلها من حقنا. هو ده الريسيفنج اللي احنا بناخده، التعب اللي بنتعبه، حته البتاع اللي بناخدها في الاخر دي هي بطوله الدوري او بطوله الكيان او بطوله اي حاجه او بطوله افريقيا، كل ده للناس وكل ده للشعب. احنا ما بنشتغلش غير على كده. انتوا بتعاقبونا ليه؟ بتحسدونا ليه؟ ما تشتغلوا زينا، ما تعملوا زينا. انتوا انا مش فاهم انتوا عايزين من النادي الاهلي ايه؟ عايزين انتوا ايه؟ عايزين تخلوها بمكيالين؟ والكلام ده انا قلته في الاستوديو اللي فات. احنا هنفضل طول عمرنا عايشين بننزل الحكم اقول يا ربنا بقى يستر النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ خرجك من تركيزك. لا بتقول لي انا في افريقيا كنت بلعب الارض والتحكيم، بلعب الارض والحكام. احنا مش احنا هنفضل لغايه فين يعني؟ احنا مش فاهم انا يعني انتوا ليه بتخلونا احنا معاكم كده؟ ما الحياه جميله، واحنا الماتش سهل. النادي الاهلي المفخره ليكوا والمشرفه ليكوا والعين اللي هي بتودي منتخبك كاس العالم واكثر لعيبتك هي اللي موجوده في النادي الاهلي. انتوا عايزين ايه من النادي الاهلي بالظبط دلوقتي في المرحله دي؟ انتوا موجهين ولا ايه بالظبط؟ انتوا عندكم اتجاهات ولا ايه؟ انا مش فاهم انا. هو راعوا ضميركم شويه يعني. الامر اصبح غير مفهوم. عموما النادي الاهلي بهذه النتيجه من 11 مباراه، النادي الاهلي في يصل للنقطه 26 وعنده لقاءين مؤجلين كابتن ربيع 6 نقاط، في حاله الفوز بيهم ان شاء الله يكون
على صدارة الترتيب بفارق نقطتين من النادي الإسماعيلي المنافس. خلينا نرجع فنيا لهذا اللقاء كابتن ربيع. كابتن حسام البدري كان مركز في بداية اللقاء على استغلال سرعات وليد أزارو زي ما حضرتك كابتن شريف تفضلت به في بداية الاستوديو التحليلي، وبالفعل سجل النادي الأهلي عن طريق وليد أزارو. بص حضرتك، في ثوابت دايما النادي الاهلي بيشتغل بيها، في فنيات عند حسام البدري وعند اللعيبه بيشتغلوا بيها، زي ما قلنا ان برضو انت عندك ثبات الاداء في النادي الاهلي بيفرق معاك جامد جدا، ده واحد. اتنين، الكثافه العدديه دايما لما تروح بيها بتبقى بفعاليه، النهارده ما كانتش الفعاليه اللي موجوده، في كثافه وفي استحواذ وفي سيطره، بس الفعاليه الهجوم على فترات كبيره جدا باستثناء بعض من الفرص. ثلاثه، الحلول الفرديه، انت بتعتمد على حلول فرديه محمد احيانا بتحللك، فين الفروح الفرديه النهارده؟ مفيش، بعيد كل البعد حلول فرديه. اربعه، انت احيانا برضو كنت لما بتنقل في وسط الملعب في حاله من البطء شويه، انت مميز بتتحول من الدفاع لهجوم سريع. هل البطء ده اجهاد يا كابتن؟ بص الله يكون في عون اللعيبه، يعني طنطا شوف اخر ماتش لعبه امتى والاهلي اخر ماتش لعبه امتى. فبرضو انا اتكلمت في النقطه دي، وده دول بشر، دول بشر مهما كان من اللعيبه، واخد بالك؟ انا لما بدور ادخل في وجه او اتنين او ثلاثه برضو بيبقوا لازم يكونوا في الفورمه يساعدوني على ده، على الثبات، على الفنيات، ان انا اروح بيهم كويس قوي. اربعه برضو، يعني مش هو ده حل عبد الله السعيد، مش ده حل اجاييه، مش ده حل، واخد بالك؟ مؤمن الشيخ، مش هو النهارده احمد فتحي والسوليه، انت الخمسه وسط الملعب النهارده محمد هم برضو مش فوائيا، مش فوان، مش دول الخمسه اللي دايما بيحاولوا لي من الدفاع لهجوم وهجوم للدفاع. الترابط ما بين الخمسه بيبقى افضل واخطر واحسن من كده في الثلث الاخير. النهارده برضو كانوا بعاد شويه الفرديات، عدم وجود، قلت لك في الاستوديو ان حسام عاشور طارق فراغ كبير جدا في الشق الدفاعي وخاصة من المرتدات. فريق طنطا النهارده دافع كتير جدا، فريق طنطا لعب على المرتدات، فريق طنطا ما فتحش كل خطوطه، حتى اسامه لما دخل فيه الهدف وبدا الشوط الثاني ما فتحش، سجل من ضربه ثابته يا كابتن، واحنا اللي دخلناه كل التقدير والاحترام لفريق طنطا وفريق اسامه عرب. لكن قصدي ان النهارده ان ال 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 الكثافه الهجوميه من طنطا ما فيش، الهجمات النهارده من الاجناب ما فيش، هو بس كلها قفل الاجناب، وقلنا ثنائيات النهارده معركة ثنائيات بينا وقفل، وفي نفس الوقت الأداء اللي بننتظره من لاعبي النادي وخاصة الفردي ما كانش موجود، عشان كده أثر على النتيجة. لكن الأهلي كان ممكن بكو أكثر من كورة إن يسجل الشوط الأول أو الشوط الثاني بأكثر من كورة، لكن عدم التوفيق، قلنا التعب برضه له دور كبير جدا جدا في الحالة بتاع اللاعب. أنا النهارده بقول إن مفيش توفيق، مفيش حالة، مفيش فنيات كتيرة، لكن على الاقل الاهلي برضه بقلل المجهود كان ممكن يكسب ان المباراه النهارده. طيب كابتن شريف، الكل كان يتحدث عن ان وليد ازارو مثير للجدل، في بعض يراه فرود على اعلى مستوى، في بعض يراه الى حد ما، حتى في بعض الخبراء يعني كانوا بيتكلموا ان مدافع طنطا هو اللي اهدى لوليد ازارو الكره بالشكل دوت. ولكن هل ترى ان وليد ازارو سرعته وقوته هي اللي اجبرت المدافع على الخطا واحراز الهدف؟ بعض الايجابيات سرعته اللي خدته، حتى هو المدافع لما مش قادر يعوض السرعه فكان بيعمله بايده كده، بيضربه في وشه وبيضربه في صدره عشان مش قادر يجريه في نفس السرعه، واهتم المدافع كابتن فاروق ان هو يعطل ازارو اكتر ما اهتم بالكوره، كان ممكن من بدري يطلعها كورنر. ممكن من بدري يبعد خالص المسؤوليه عن حارس المرمى. بس الهدف وليد ازارو، بس نرجعه لان في شغل مهم جدا، وده اللي بيركز عليه كابتن حسام بدري. يعني عايز اقول لك، انت لو تتفرج على الكوره تلاقي ان المهاجم ده من اول حاجه يروح شايطها بره ويخلص، انما اهتم كل الاهتمام بسرعه ازارو جنبه، ان هو يعمل اعاقه لازارو انه ما يروحش للكوره، وعايز يحافظ على الكوره نفسها، كلفته هدف. بص كل ده كان من اول كوره منطت قدامه بره وخلاص، زي اي ديفندر. ده حجازي في ماتش قدام محمد صلاح كان بيطير الكوره من قدامه، مش عايز اي مشاكل تانية. يعني هنا بقى دي واحده، سرعه ازارو هي اللي اربكته، كل تفكيره وكل تركيزه كان مع وليد ازارو. اللي انا عايز اقوله لك حاجه ثانيه، النادي الاهلي النهارده اللي بلومه على اللاعبين الحقيقه، يعني ان انا من اول ما اتفرجت على المباراه حاسس ان اللعيبه حاسه انها هتكسب في اي وقت. احساس يعني ضمان الفوز، الفوز هيجي في اي وقت، غير مقتنع بان تساوي الكفاءه.
الكافتين بين طنطا وبين النادي الاهلي داخل الملعب. احنا امكانياتنا اسرع، احنا نقدر نجيب جول في اي وقت، احنا 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 وصل بينا العنجهيه النهارده في ماتش طنطا ده. وانا اقول لك ده التحليل البلدي يعني، ان احنا ما خلصناش الماتش. يعني هل ترى ان فرصه احمد الشيخ اللي كانت في بدايه اللقاء قبل حتى هدف وليد ازارو كان في فرص سهله؟ واحده لازارو وواحده لاحمد الشيخ، نعم. لم يترجموا الاهداف. وواضح ان انت لما تطلع عالي فوق قوي وانت لعيب مهاري واشول وبتشوط، لما بتقابل حاله زي كره الراس دي وتحطها في الجول مش حالتك الطبيعيه اللي انت بتعمل فيها الكره دي. فالمقابله ان هي بالنسبه له جت الهجمه حطته في موقف انه لازم يلعبها براسه، هو مش بتاع الحكايه دي، انما هو بتاع شوت، بتاع بليسنج، بتاع الراجل التاني بقى اللي انت بتتكلم عنه علامه الاستفهام اللي هو ازارو اللي هو رايح على الجول من الجانبيه دي من اول ماتش. ما احنا ده انا لسه قايل لك ده، احنا رحنا كلمنا قلنا له اقوى حاجه في المنطقه دي تشوط باحسن باقوى ما عندك، لان مش حتى تاخد ايد الجول وتخش. طب انا هرجع لموضوع احمد الشيخ يا كابتن، ما حضرتك بتقول ان هو مش بتاع الحاجات دي، ولكن محمد صلاح اقصر منه، بيجيب بدماغه. مؤمن زكريا بيجيب بدماغه ودوافع ووجود في اماكن، هو مشغول برضه، حتى هو خارج زعلان من المباراه، من ادائه ولا من التغيير، من كل حاجه. هو يجوز من ادائه، انا ما اعرفش اترجم دلوقتي اللي جواه ايه. احنا قاعدين كلنا اتكلمنا عن اللعيبه كلها واديناها حقها كله قبل المباراه، قلنا كويس سعداء ان فلان موجود. اللي بيض وشنا النهارده الباك رايت الحقيقه، الفراشه اللي انت قلت عليها، راجل ما شاء الله بكل التقنيه بكل الهدوء بكل حاجه، قدم كل ما عنده في عوده حميده ليه. كانت لازم تتوج بان النادي الاهلي يكسب النهارده، وكنا كسبنا برضو حاله الباك رايت النهارده في المكان ده، يعوضنا شويه ان هو مش برضو. ربيع قالها لك بيني وبينك، حسام عاشور عنده ريتم في الملعب رمانه ميزان، بيقدر يعمل لك حاله من التكتف الهجومي اللي كل كره ما ترد. انت لو جبت كام حاله النهارده هتلاقي كره بترد رايحه لطنطا، مش رايحه للسوليه مثلا هو واحمد فتحي اللي موجود. الراجل ده بيبقى له وجود تاني. اتفضل. انا بس كنت عايز اعلق على الكره دي، يعني ما شافش الجول خارج عليه. كنترول كويس جونك. ما شافش، لا هو ما شافش مفاجاه حارس المرمى عليه لما طلع، هو بيحضر الكره بيمينه، انا عارف الراجل ده وهيلف. كان الثاني طبعا عنده سرعه بديهه وراح نط على رجله قبل بتاعه، فما كانش فيه احساس. وبعدين في اعصاب بتبقى موجوده في ميعاد زي ده، انت بتتكلم في الدقيقه 90 او بتتكلم في حاجه زي كده، الدقيقه 70 كانت دي 70 كانت 70 مؤمن. نعم. بعد 70. نزوله على طول، بعد نزوله على طول. يعني في برضه حالات كده، انا لما ببقى نازل وفرقتي كسبانه، غير لما ببقى نازل فرقتي متعادله، غير لما نازل فرقتي مغلوبه، غير لما انا مغلوب الماتش اللي قبله. يعني عندي برضه حاله ما اعرفش فيها ايه، عندك التركيز، انا خايف بقى الماتش سرقني. انا قلت لك في اول الامر اللعيبه من البطء اللي قال عليه ربيع في التحضير شويه، ما وسط الملعب النهارده انا بيني وبينك قلت لهم انتوا ايه حاسين ايه، انتوا هتكسبوا الماتش في اي وقت، وانت كنت قاعد معايا هم ليه عاملين كده؟ انا ما اعرفش. النهارده ملعب حلو قوي، جو كويس قوي، الناس في المحله كلها بتحب الحاله. يا كابتن ما تطمنكش الحاله بتاع اللعيبه، كومبينيشن اللعيبه، روحنا وصلنا يعني. روتيشن اللي انت بتتكلم عنه ده، الدخول والخروج كتير برضه، وعدم تثبيت التيم بقى على حساب من بدري ان هو يثبت التيم بقى. يعني حاسس انا، وبعدين انا بحاول بصراحه، انا ما بخافش من حد. وليد ازار وكابتن ربيع في المنطقه دي لوحده لازم يحصل فيها روتيشن، لازم اشوف لي لعيب بقى يبقى بيروح على الجول وبيروح عنده فعاليه اكتر من كده، وبيحس سرعاته على عيني وراسي وكل حاجه، انما لازم يبقى في وقفه معينه، ان لازم انا خلاص عايز اخلص من الماتش. انا ما لعبش فرقه يجي لها هجمتين طول الماتش وتطلع معايا متعادله او كسبانه. الفرقه بتاعت المقاصه دي ثلاث اجوان، ثلاث مروحه على الجول بثلاث اجوان، وانت 12 13 هدف. مش عارف في حاجه بتحصل، عدم ثقه بين اللعيبه وبعض. وليد سليمان كان في عنده عدم ثقه مع وليد ازارو الماتش اللي فات، كل كره ما بتجيله مش عارف هيديها له امتى، مش عارف هيتصرف فيها ازاي. فبتبقى في حالات نفسيه جول ملعب بتفقدني انا، بتفقدني اساسياتي، بتفقدني مهاراتي. ربيع قال لك حتى حاجه كويسه، انا في الماتش النهارده ما شفتش ولا حاله فرديه. ما طبعا انت بتحكي كله بيصوب من بعيد، من ضمن حلول. يعني عايزين يصوبوا، بيصوبوا من بعيد، عايزين يخلصوا، عايزين الحكايه تخدمهم. اقولها لك حلوه دي يا كابتن ربيع، عايزين الكوره تخدمهم النهارده اكتر ما هم يخدموا مكسبهم او يخلصوا من الماتش بدري بدري. بس بص يا حمد، انا عاوز اكمل لك على حاجه. اتفضل. برضه خلي بالك احنا عندنا برضه من السلبيات النهارده ان اكتر من 12 13 كوره ما استفدتش منهم. ما ينفعش حاجه النادي الاهلي وبطل افريقيا وبطل مصر لازم الثواب دي استفيد منها.
ما ينفعش. واحنا اتكلمنا فيها قبل الماتش وقلت لحضرتك ان الطريقه والتحفظ الدفاعي اللي بيلعب بيه طنطا هيجي لي في ركنيات النهارده. بيلعب بشكل واحد بس دفاعي، خد بالك، هجومي، مرتدات على فترات. وده يمكن شفنا حارس المرمى بتاعهم نجم الماتش بصراحه، نجم كل الكروسات العرضيه طالع ياخدها. انت هو واقف مصطفى امين ومحمد عبد محمد عبد الله طول الوقت ثابتين. اسامه لو تلاحظ مفيش واحد منهم واخد بالك زاد عشان يقفوا ويقفلوا، واخد بالك، وفي نفس الوقت وقفل بعدد كبير جدا من اللعيبه. محمد في حاجه احنا هنطلع بس فاصل ونرجع ونكمل مع كابتن ربيع ياسين طريق تحليل فريق نادي طنطا. يعني بعد الفاصل نعود ونكمل كلامنا الفني. اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا الفني لمباراه طنطا والنادي الاهلي. كابتن ربيع، كان هناك بعض التسرع من مهاجمي النادي الاهلي في امام مرمى طنطا، كان في تسرع في التسديد سواء من عبد الله السعيد من جونيور اجاييه في بعض المحاولات، وفي الاخير حاله التسرع اهدرت على النادي الاهلي كان فوز. خلينا انا برضه اتكلمك سريعا عن فريق طنطا، ان هو ثبت بيلعب 4-2-3-1، ثبت مصطفى امين محمد عبد الله في وسط الملعب طول الوقت، ما كانش عند بتاع في تعليمات اسامه ان اثبت، وخلي بالك بيلعب على الجناب محمود غالي وجوزيف بيسيه الاثنين، حتى لما غير برضه محمد مرسي برضه مكان غالي في الجنب، وحماده جلال مكان بيسيه عشان الجناب دي، حماده جلال بقى اللعيب اللي الكوره جت في ايديه. ايوه تمام. وفي نفس الوقت كان بيعتمد على محمد جابر، محمد مصطفى محمد من العمق، حتى مصطفى احيانا كتير جدا كان عنده تصرف فردي بيروح بيه على الجول، تصرف فردي. الحاله الدفاعيه العامه كلها كانوا بيرجعوا كلهم تبتدي الملعب عشان ابتدي اخطف الكره او اعطل اللعب، وعلى فترات الشكل الهجومي، وقدر ان هو حاله لاعبي النادي الاهلي النهارده تساعدهم بكتير. يا محمد، احنا قلنا ان الصراع كان في وسط الملعب، وسط الملعب النهارده الخماسي بتاعنا مش في حالتهم الفنيه، وخاصه من التحول من دفاع لهجوم، ان برده في صربعه من اللعيبه، صربعه اثرت النهارده بشكل كبير، فرق بين السرعه، فرق بين الصربعه، الصربعه النهارده دهولت لي حاجات كتيره جدا، يمكن عشان الهزيمه بتاع ماتش المقصه، يمكن عشان برده انا شايف ان في بدايه الشوط الثاني كان طبعا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن كان لازم يبقى في بحث عن هدف ثاني عشان اقدر اامن نفسي كويس قوي، طول ما النتيجه 1-0 ما ضمنش الظروف، واحنا النهارده ما ضمناش الظروف، وكان وحصل خطا بهدف فينا وبنالتي ما اتحسبش، يعني كان لازم اغطي الهدف بهدف، ده كان هيساعدني كتير على الاداء انه يتحسن ويعلى والثقه تزيد واروح كويس قوي، وكان ممكن يوصل الهدف الثاني، وصل لهدف ثالث. برضو عندنا حاجات كنا برضو بنعتمد عليها الفتره الاخيره، وفي تيم كبير بحجم النادي الاهلي وشخصيه لاعبي النادي الاهلي ومدربهم، ان بتعتمد على دقه، بتعتمد على تمرير، بتعتمد على تحرك، بتعتمد على فاعليه. الاربع حاجات دول دايما في التلت الاخير بتلاقيهم في تيم النادي الاهلي يا كابتن شريف، النهارده مش موجودين. خد بالك، ففي حاجات فنيه بعيد جدا، زي ما قلت برضو حتى الحاله الفرديه، ما انت عبد الله بعد وقت بيتوغل واخد بالك وبيدي تمريرات او بيسجل في الجول. عندك اجاييه بيخلق نفسه حاله فرديه يا كابتن شريف، عندك مؤمن، مؤمن النهارده بص نازل برضو زي الماتش اللي فات، مش هو مؤمن، مؤمن خد بالك اللي هو بيسجل في اي وقت. بقول لك يا ربيع، الراجل اسمه باقة ده ما تقدرش تحطه بديل لازارو وتتفرج عليه شويه كده؟ لا هو مش هو شكله وسط ملعب، مش صريح. ما يجيبش معاك ان الراجل ده نشوفه مره في المنطقه دي بسرعته دي الصريح. لو الحكايه سرعه بقى يا ربيع، لا انت محتاج الصريح، انت فاهم قصدي؟ لو الحكايه سرعه الواد ده عنده، طيب يعني الراجل اللعيب ده عنده تصرف يعني لو اتحط في مواجهه للجون انا بشوفه اجريسيف، يعني عنده الجوع اللي هو يقدر يجيب فيه هدف، عنده الفنيات ان يقدر. ماشي، بس هو سريع يجي لك. فاروق كان بيسالني طب هنجيب مين؟ مساحه. فاروق قال لك دلوقتي انا وانت قاعدين بنتكلم قبل ما نرجع، قال لي طب هتجيبه مين غير ازارو؟ لو ما انت عندك مروان هيرجع خلاص اهو، وعندك برضه متعب مالز حسابات متعب، لو احمد ياسر ريان بيقعد خلي بالك الماتشات الاخيره احتياطي، الماتشات دي معناها ان يقعد احتياطي يا محمد، ان ده جاهز، ان اللعيب عنده استعداد، ان اللعيب كويس، فلازم اديله، ما اديلوش ليه يا ياسر ريان؟ معلش برضه عقب على الباكيه، انت عندك باسم لعب الشوط الاولاني وبرضه عودته كويسه، لكن باسم الشوط الثاني اختفى تماما من الناحيه الهجوميه، انت جابها كنت بتعتمد عليها، ثم برضه الجبهات الاطراف يا كابتن بتعتمد بتصنع لك، صبري كان اكتر يمكن عشان بعيد
لكن كتر خيره عشان نفس وعشان ماتشات وعشان معانا على الهاتف كابتن ياسر ريان. مساء الخير يا كابتن ياسر. كابتن محمد وسلام كابتن شريف وكابتن ربيع. كابتن ياسر مبروك يا كابتن. ربنا يخليك. الحمد لله ده الحمد لله بالنسبه لنا ده موفق الحمد لله. كابتن ياسر في حاله ما كان نزل احمد ياسر ريان كان احساسك هيبقى ايه؟ كنت هتتمنى له التوفيق؟ لا يعني طبعا انا بس في نفس الوقت انت عارف يعني هو بيشوف شغله وانا في نفس الوقت بشوف شغلي برضه يعني لكن انت برضه في الاول وفي الاخر اب يعني ما فيش شك لكن انت عارف برضه الحمد لله يعني النتيجه كانت يعني احنا لو دخلنا في الماتش يعني ما تدخلنيش في قصه احمد يعني طلعنا مره لا ده احنا سهلة. بص حضرتك لسه بنتكلم على احمد ياسر ريان لسه بقول احمد ياسر ريان وحضرتك جيت على بتتكلم واحنا بنتكلم على احمد ياسر يعني يستعان بيه الفتره الجايه يعني لا والله يعني انا طبعا كنت اتمنى اللي هو يشارك ويكون موجود طبعا لكن حته اللي هو ما يبقاش موجود دي انا عارف احمد وعارف اللي هو كوره كويس قوي كان هيتعبنا احنا يعني انا دي وجهه نظر يعني كان هيتعبنا فالحمد لله يعني النتيجه كانت بالنسبه لنا يعني كانت نتيجه مرضيه بالنسبه لنا يعني. طيب هلا كابتن ياسر هل حضرتك شفت الكوره بتاعت اللي حماده جلال اللي جت في ايده؟ مالها دي؟ هل انت هل شفتها بشكل جيد؟ طبعا. طيب تعقيب حضرتك ايه؟ لا يعني كرة حماده جلال يعني هي التوقيت بتاع بس حماده يعني ممكن كان فيها تاخير شويه منه يعني خلي بالك احمد عادل طلع في توقيت كويس جدا وفي نفس الوقت حماده جلال يعني هو المفروض كان من بدري لو حطها في الشيب من فوق احمد عادل. انت حضرتك بتتكلم على الانفراد. لا انا بتكلم على الكره اللي جت في ايديه. الكره اللي جت في ايديه اللي هي فيها شك انها تبقى ضربه جزاء بعيده عننا انت عارف احنا عارفين بعيده عننا في النص الثاني فالرؤيه بالنسبه لنا ما كانتش واضحه قوي يعني انا بكلمك بامانه يعني نعم احنا مش شايفينها كويس ومقصوده ولا غير مقصوده دي تقدير الحكم كان عشان بالنسبه لنا كانت بعيده يعني. طيب وجهه نظرك في اللقاء هل كان كابتن اسامه عرابي مأكد على التامين الدفاعي بالشكل اللي احنا شفناه في هذا اللقاء؟ ما فيش شك احنا طبعا احنا اتفرجنا على فرقه النادي الاهلي كويس قوي طبعا هي مش محتاجه ان احنا نتفرج على فرقه النادي الاهلي احنا متابعينا كويس من حتى واحنا مش موجودين في الفرقه لكن في الاول وفي الاخر انت برضو بتشوف المحاور اللي النادي الاهلي بيشتغل عليها وبيلعب عليها واحنا في نفس الوقت احنا بنشوف برضو ازاي نطلع بالنتيجه اللي هي انت عارف دي بتبدا لنا وكابتن اسامه عرب دي بتبدا لي طبعا مع الفرقه فاحنا كان يهمنا في الاول وفي الاخر ان احنا نطلع بشكل كويس واحنا شفنا المحاور اللي هم بيشتغلوا عليهم اتفرجنا عليهم من خلال الفيديوهات النادي الاهلي من خلال اخر ماتشات هم لعبوها كل ده كنا احنا درسنا واللعيبه برضه اتثبت كويس جدا الماتشات النادي الاهلي لعبها في الاخر يعني درسنا كويس وكان في الاول وفي الاخر انت عارف الكوره فيها توفيق الحمد لله كنا موفقين الحمد لله سواء ادينا بالناحيه الدفاع والناحيه الهجوميه كانت النهارده معانا احنا موفقين بها الحمد لله برضه يعني في لعيبه برضه كانت بعيده عن بقى لها فتره ما بتلعبش زي باسم برضه وباسم علي كريم نزل الحاجات دي برضه كانت في النقط بتاعتنا وحساباتنا فكل ده كان تساعدنا الحمد لله في النتيجه الحمد لله. طيب كابتن ياسر هل التعادل مع الاهلي هيكون دفعه في المشوار القادم؟ المفروض طبيعي جدا انت بتتعادل مع فرقه بس احنا الحمد لله انا كابتن اسامه اتكلم مع الفرقه ده مباراه زي مباراه طبعا مش تقليل في حاجه بس احنا عندنا المباراه الاهم الاهم بقى اللي هي جايه ان احنا ناخد بنط من النادي الاهلي ده حاجه طبعا حاجه تحتسب للفرقه والكابتن طبعا خالد عيد بامانه برضه الراجل جينا برضه كان عامل شغل هو الجهاز اللي كان موجود معاه وفي نفس الوقت احنا دلوقتي قلبنا الصفحه يعني حتى كابتن اسامه هيتكلم معاهم قلبنا الصفحه. طب قبل ما تقلب الصفحه كابتن ياسر ان شاء الله قبل ما تقلب الصفحه اصعب لحظات المباراه ايه هي؟ يعني اصعب لحظات المباراه انت عارف اخر خمس ست دقائق الحكم انت عارف النادي الاهلي بيبقى الست دقائق دول بالنسبه له احنا ببقى انا عن نفسي وانا حتى بتفرج ببقى عارف النادي الاهلي ممكن يحصل فيهم هدف او يجيب فيه جول فده كان اصعب اللحظات اللي هي اللي هو الوقت بقى الحكم بيحسبه ده بيبقى خطر من النادي الاهلي يعني. كابتن ياسر ريان كابتن النادي الاهلي السابق وايضا المدرب المساءل العام في جهاز الفني النادي طنطا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اعود مره ثانيه لحضراتكم نكمل كلام كابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري قال ان في سيطره من النادي الاهلي ولكن ما كانش في فعاليه بالشكل المطلوب في بعض الاخطاء الدفاعيه اللي محتاج التعامل معها وقال ان الحدث هيختلف كثيرا مع النادي الاهلي وقال ما تقلقوش ان شاء الله الدوري في النادي الاهلي وبرده عقب قال انا مش عارف لماذا لا يتم احتساب ضربات جزاء للنادي الاهلي. كابتن شريف تعقيبك على كلام كابتن حسام بدري. هو مدرب واعي طبعا وحاسس ان الفرقه النهارده بتادي اللي عليها بس حته ان هي يخلصوا الماتش تعليماته انها تتنفذ بالكامل في اعاقه ليها داخل الملعب
من ارهاق. يعني حسام سليه النهارده شايف ان سليه بيرجع في الماتش موجود وفي وسط الملعب في حاله ارهاق، لاعب واحد بيفرق معاك في الحكايه كلها. حتى حسام عاشور مش موجود، حتى الحته كل ما حسام بيظبط حته تطلع عنده حته ثانيه يبقى عايز يشوف الدنيا فيها ايه. بنقول ان اللي بيحصل في الاجهزه الفنيه وهي قاعده على الخط من اي حاجه، ده مش الضرب الجزاء بس، لو فاول فهو ليه حق طبعا انه يكلم لعيبته ويحس لعيبته على ان هم في الفتره دي لازم يدوا كل اللي عندهم. وبنتكلم دايما الفرق الكبيره اللي زي النادي الاهلي لازم المباراه عندهم في اول 10 دقائق، انا ما بخليش فرق صغيره كمان تجاريني في الملعب. اي نعم مفيش مجاراه النهارده من فريق طنط، انما حسام البدري واعي وما دقت على راس طبول وعادي جدا وعارف ان ممكن تبقى في حاله للفرقه غير توفيق ماتش او اتنين خلال البطوله. ودايما يعني ما السنه اللي فاتت كان في ماتشات تعادل فيها حسام البدري، ما اتغلبش انما تعادل كتير في ماتشات. ف حسام البدري من المدربين اللي عينه شايف الملعب كويس قوي، والجهاز الفني كله معاه طبعا شايف الدنيا فيها ايه. دول لعيبه كوره كلهم على قدر مستوى عالي جدا، مش صعب عليهم ان هم يتلاشوا او يتلافوا الحاجات اللي هي بتبقى صغيره دي بتسهل. النتائج هي بس اللي بتعمل لنا القلق، انما الشكل زي ما احنا كنا بنتكلم انا وانت وربيع، الشكل ما هو الشكل سليم اهو. بص هو ايه الترحال، ادي اربعه جوه العرضيه اللي جت رايحه، هو شاف واحد انسب كان هيرجعها تاني عرضيه لاي حد داخل. طب ما احنا شفنا ال 1 2 وال 1 3 وال 1 4 مع النادي الاهلي في كل في الماتش النهارده والماتشات اللي قبل كده. انما ايه حته بقى احنا عايزين التامين الدفاع الهجومي من الراجل السترايكر اللي معانا اللي بيدي ثقه لبقيه اللعيبه. كلامه على التحكيم يا كابتن شيخ، كلامه على التحكيم ده النهارده ده حسام بدري ما قالش حاجه النهارده، احنا اللي بنقول ده حسام بدري النهارده هادي وكويس وراجل هيعمل ايه؟ هيطلعوا يجيب لك كل، انت عارف ممكن الايه تتقلب علينا. يعني انت بتقول لي تحكيم، كابتن ياسر عبد الرؤوف احنا جبناه هنا بنستشهد بيه، طلع الحكم بريء من ذئب من دم يعقوب، ان ده مش ضربه جزاء وان الحكم ده عادي جدا وان الكره دي، هو كل واحد مش هيبقى موجود على الساحه عايز يرجع يحس النادي الاهلي في تحكيم او في اي حاجه او في صحافه او في ايه اللي بيحصل ده؟ ده ما دي حاجه كمان، دي بقى لو حسام بدري كان سمعه ولا هيروح يتفرج علينا ويسمعه او ده اللي بقى يخليه يجي له فوران في دماغه. فانا مش فاهم ايه اللي بيحصل. حسام بدري النهارده ده نسمه، احمد سيد عبد الحفيظ نسمتين، راجل بكل ادب وكل ذوق بيبحث عن حقه بالنسبه لاجهزه اخرى. يعني انت مش عارف حسام البدري، حسام بدري لو وقف يعني حسام بدري فايتر لوحده. اللي بيهدي حسام البدري النهارده انه جايب شويه على فرقته. جايب شويه على لعيبته، يعني بيقول لك انا ما وصلش زي ما احنا كنا قاعدين بنتكلم، احنا ما نوصلش للدقيقه حاجه و90 مع فرقه طنطا، مش باحترام يعني ان احنا نوصل ان احنا عايزين نتعادل او عايزين نكسب في اخر دقيقه، انما انا قعدت سنه بحالها سنه 79 دي ربيع بكسب في اخر دقيقه، سمونا النادي الاهلي بتاع اخر دقيقه. اخر دقيقه دي 90 كنا بنكسب في السنه دي اخر دقيقه كلنا، تلاقينا 20 واحد جوه ال 18 الكوره مش عايزه تخش، وراح مننا دوري ماتش البلاستيك بنفس الشكل، الكوره مش عايزه تخش. اللي هو الماتش اللي جه الله يرحمه محمد لطيف قال لك هنحسب الدوري بهدف بفرق هدف اعتبار، والقانون ده ما كانش موجود اصلا من اول السنه. انا فاكر السنه دي عشان احنا يروح مننا احنا نجيب جول في المصري يروحوا جايبين جول في الاسماعيلي. احنا دايما الدنيا مبسوطة عليك بس دي نتيجه البطل وده شيء وارد جدا. عشان كده احنا بنقول لازم نخرس كل الدنيا، لازم ننزل مع الفرق دينا كلها 2 3 4. حظك انت بس ان انت في حاله ارهاق واللعيبه بتاعتك الاساسيه اللي انت بتعتمد عليها في الشكل الجميل قوي كلها متعوره، انت عندك منتخب مصر متعور عندك على الدكه بره. فحسام بدري يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه في سياق ان احنا نادي الاهلي برضه مش حد. كابتن ربيع تبديلات، نزول مؤمن زكريا بدل من احمد الشيخ، نزول كريم ندفت بدل من عمرو السوليه، وفي الدقيقه 79 نزول باكا الجنوب افريقي بدل لاجاي. كابتن حسام البدري قال ان عمرو السوليه حصل له اجهاد فتم نزول ندفت كتغيير اضطراري، ولكن مؤمن وباكا كان للتنشيط الهجوم. لا هو التغييرات طبعا يعني انا كان ممكن اميل لحاجه طبعا غير كده، والتوفيق بتاع يعني عاوزين نقول ان هو عمل عليه، لكن كان ممكن ان احنا هو مؤمن احمد الشيخ ما كانش موفق النهارده برضه بعيد لسه، احمد الشيخ مش هو احمد الشيخ اللي نعرفه، فكان لازم ينزل مؤمن فعال على المرمى وده طبيعي جدا. شارس حضرتك تقصد على المرمى
طبعا بايجابي بيروح بيسجل بايجابي يصنع مؤمن خد بالك ليه بصمه في كل مباراه سواء بدا حتى في ماتش المقصه كان طبعا فكان لازم تغييره مهم وضروري وموفق بقى طبعا اجاي النهارده شايفينه بعيد كل البعد عن المستوى من الماتش اللي فات محمد اجاي بعيد جدا مش هو اجاي اللي مش فايق عشان تتاكد كلامنا ناكده ان اللعيبه في بعض من اللعيبه الحاله بتاعتها الفنيه مش فايقين فيها طب هل ده اجاده يا كابتن ولا تعب. ولا يعني اجاي من اللعيبه اللي دائم انه بيبدا يعني حتى الروتيشن او بيلعب على طول ما بيطولوش حتى كاس مصر بدا بيه في انا من وجهه نظري ده تعب رياضي تعب التعب محمد يخليك النهارده القدرات الاهلي معروف ان قدراته عاليه جدا بيقلل من القدرات وفاعليه القدرات الابداع برضو ما انت خلي بالك بتوصل وبتعمل في الثلث الاخير ابداع ابداع في جوانب خططيه جماعيه في مجموعات اللعب يمين او شمال او العمق ابداع في انهاء هجمه في المرمى وشفت قبل كده عبد الله السعيد وشفت جايين لما بيعمل وان وياخد الطوع يعملها في البعيده وبنشوف التحرك التحرك بيبقى فيه فنيات على اعلى مستوى لان هو مش منهك مش تعبان فايق فالحاله دي طبعا هي اللي وصلتك النهارده التعب اكيد امال اجيت يعني بعد اجيه عن الجانب الفني تترجمه بايه؟ غير انه تعبان واخد بالك؟ تعب فردي ودول بشر زي ما قلنا محمد دول بشر النهارده انت عندك الفتره كلها اربع ايام طنطا بص انت هتلاعب الماتش الجاي سموحه بص سموحه اخر ماتش لعبه امتى؟ الفوارق دي كبيره جدا وتاثر وخاصه النادي الاهلي بيلعب على البطوله في حاجه احنا معنا على الهاتف كابتن علي ماهر لازم نبارك له النهارده وفوز مهم جدا على سموحه مساء الخير يا كابتن علي والف مبروك حبيبي فاروق ربنا يخليك يا حبيبي وبمس على كابتن ربيع الجميل وكابتن شريف عبد طبعا يا عيلو الف مبروك وما ربنا يخليك يا كابتن ربيع توفيق موفق موسم طيب ان شاء الله باذن الله يا حبيبي ان شاء الله يا حبيبي يا كابتن اهدافك كلها يا كابتن علي ربنا يخليك حبيبي يا كابتن شريف دايما كده منور في الملعب وبندعي لك وانت عارف الروح اللي موجوده تجاهك يعني حبيبي تدعيمنا كله يعني بنفرح بصراحه بالنتائج دي الحمد لله وكرم ربنا الحمد لله يا كابتن الحمد لله كان مهم قوي ثلاث نقط مهمين قوي فرقه كبيره فرقه ملايين فرقه سموحه وكاس فن محترم طبعا طلعت يوسف حاجه محترمه وشخصيه اللعيبه كابتن علي وحتى وانت خسران واحد بتلعب ما كنت لسه اسال حضرتك بدايه اللقاء تقدم سموحه بهدف مقابل لا شيء ثم عوده كامباك على اعلى مستوى بهدفين وتغلبت على فارق الامكانيات بالطريقه الفنيه وصف لنا المباراه دي يا كابتن كانت ازاي؟ دي تاني مره خلي بالك احنا برضه ماتش الاتحاد كان نفس السيناريو تقريبا نعم في الاول رده الفعل بتاعت فرقه عندها شخصيه الاسلوبي كانت رده الفعل كانت محترمه جدا وفرقه بقى عندها جرأه فرقه عندها شخصيه في سموحه في ملعبهم ان هي كانت بتهاجمهم وكنت عايز تكسب ده مهم قوي ده يعني ده مهم ان انت توصله للعيبه دايما زي ما بقول اللعيبه بتاخد شخصيتها منك كده انت بتخاف يبقى اللعيبه هتخاف انت عندك الجرأه انك انت بتهاجم وعايز تكسب اللعيبه بتبقى سبب شكلك ده مهم زي ما بتطلب من اللعيب ان هو يبقى عنده جرأه ويبقى جريء ويبقى عايزه يكسبك وعايزه يبقى عنده جرأه وعنده واحد يروح مهم كمان ان اللعيبه تشوفك انت كمدير فني نعم كابتن علي معاك يا عصام طيب كابتن علي بعد استقبال الهدف الاول من حسام حسن احرزت هدف عن طريق احمد سعيد اوكا ثم هدف اخر ثم الهدف الثالث وهدف الاطمئنان هل كلامك ما بين الشوطين كان من اجل التحفيز ولا عدلت بعض الامور حتى تتعادل وتصل الى هذا التفوق؟ لا انا تعادلت في الشوط الاول انا عارف تعادلت لكن انا بتكلم بقى على التقدم بين الشوطين طبعا عايز اكسب انا عايز اخد ثلاث نقط لان ثلاث نقط مهمين جدا ثلاث نقط ذهب انك انت تكسب سموحه في سموحه انك انت تاخد تطلع الماتش ده وعندك وادي دجله جاي لك في ملعبك طبعا ثلاث نقط مهمين جدا جدا بص في ماتشات دايما بتفرق جامد قوي مع الفرق زي ما كنا متعودين مع النادي الاهلي في ماتشات مكسب بتحطك دايما تبقى متصدر الدوري وتاخدها مع النادي الاهلي يعني ما كناش شايفين مع النادي الاهلي نفس الكلام في ماتشات دايما بتخليك دايما مع الكبار تطلع فوق لما تنافسش لتحت يعني تطلع مع على الاقل تاسع ثامن التاسع دلوقتي هو التاسع الماتش ده مهم قوي كان في ثلاث مهم قوي بيطلعك في حته ثانيه ما هو انت دلوقتي انت التاسع دلوقتي وصلت للمركز التاسع لقى 18 نقطه ما شاء الله يا كابتن علي
طيب كابتن علي، اهدافك مع الاسيوطي هذا الموسم، هل حضرتك شايفها انك بتكرر تجربه بعض الفرق اللي طلع يعني صعدت من الممتاز ب للممتاز الف وثبتت اقدامها في بطوله الدوري الممتاز؟ والله يعني احنا بنتمنى ده، ربنا كريم معانا جدا وجميل وبيعمل دايما احسن حاجه، وبنحاول نعمل ده، بنحاول ان الموضوع فيه صعوبه قوي، دوري جامد جدا، دوري شرس جدا جدا. نعم. نعم. انت مش متخيل الدوري عامل ازاي؟ كله قريب. صعبه ازاي؟ نعم. لا الموضوع صعب جدا، وبعدين كمان انت لما بتلعب فرق كبيره عندهم لعيبه كتير قوي، يعني انت بتتكلم في 30 لعيب مجمدين. فاهم؟ فانت برضه طالب انك انت ازاي انك انت عايز تقرب الكرواتي. نعم. تشتغل جامد قوي، لازم اللعيبه تبقى مركزه كويس قوي، ما يكونش في فارق بينك وبين الفرق الثانيه. ده مهم. طيب هل هتستثمر يا كابتن المسيره الجميله وهيبقى في تدعيمات في يناير؟ ان شاء الله لازم بامر الله، ان شاء الله مهم جدا ده الدوري، زي ما بقول لك الدوري بصعوبه، الدوري شرس يعني فعلا دوري صعب جدا. هيبقى في حاجه من افريقيا ولا كله محليين؟ ربنا يسهل، ربنا كريم ان شاء الله. كابتن علي ماهر، كابتن مصر النادي الاهلي السابق وايضا المدير الفني لفريق الاسيوطي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا الصراحه، تجربه جميله. النهارده كابتن حسام البدري بيتعادل ايضا مع واحد من ابناء النادي الاهلي، وظاهره جميله ان احنا نشوف اولاد النادي الاهلي في القياده الفنيه للفرق، لان شخصيه النادي الاهلي بتبان مع ولاده، ونتمنى ان الموضوع يكتر اكتر من كده، وده يعني للدوري، مصلحه الدوري العام ان اولاد النادي الاهلي تنتشر في انديه الدوري الممتاز، ولا يا كابتن ربيع بيبقى في روح، بيبقى في اداء، وبيبقى في شغل حلو. مظبوط، مبروك للعالي طبعا، وبالتوفيق دائما، وبادئ بدايه كويسه جدا، معونا اداره كويسه وجيده، ومع لعيبه كويسه اكيد. ومبروك طبعا النهارده الاداء لاسام عرابي وياسر ريان، ومبروك للعيبه ولاداره طنطا برضو، مش اي مشاكل اي حاجه خالص. بس انا كان ليا تعليق بالنسبه للتغييرات يا محمد. نعم، تغيير احنا لماتش الاهلي وطنطا. نعم، الاهلي وطنطا، انا ممكن يعني في الحالات اللي زي دي انا ممكن الجا لتغيير طريقه عشان اقدر النهارده اخد كثافه هجوميه بشكل فعال، وفي نفس الوقت ممكن الكثافه الهجوميه لو انا مش موفق حتى وفي شغل هجومي في الاواخر ممكن يولد اخطاء من. نعم. هنا ممكن انا استغل خطا اسجل بيه هدف اضمن بيه ثلاث نقاط. نعم. المغامرات مطلوبه احيانا في حاجات كتيره جدا، انت النادي الاهلي ومهما كان طبعا انت في زياده عرضيه عليك، خلي بالك خالص خلال احداث المباراه من فريق طنطا، مفيش هجوم شرس، مفيش شخصيه هجوميه، هو بمرتدات فرديه كلها، وخد بالك كل واحد بيروح لوحده، انما الجماعيه مش كتير، وفي نفس الوقت انت يعني الخطوره مش كتير عليك اثناء المباراه باستثناء الكره اللي اتعملت والانفراد اللي طلعه احمد عادل عبد المنعم. نعم. فعشان كده كان ممكن انا ممكن كنت يعني احمد ياسر ريان ده راس حربه صريح. نعم. راس حربه صريح، وده مشروع، ولد لاعب كويس، والدليل ان هو بيقعد برضه ماتش اللي فات كان قاعد احتياطه اللي قبله. نعم. يعني الفتره الاخيره هو بيخش في برافو عليك، معناها انه قريب جدا. نعم. خد بالك، ما انا ممكن خلي بالك. طيب وفي نفس الوقت انت لازم تجيب من تحت، خد بالك الخطوره كلها في وسط الملعب. طيب ما انا كنت اخلي اجاهي واخلي عبد الله ونزلت مؤمن ونزلت باك، وفي نفس الوقت اخرج ازار ولعب احمد ياسر الريان، يبقى انا بجيب رباعي من تحت هجومي، واخد بالك، ومع راس حربه الصريح اللي هو احمد ياسر الريان، وبثبت احمد فتحي لان هلعب 4-1-4-1 كده كده، انت من غير الكوره بيرجع مؤمن، بيرجع اجاهي، بيرجع واخد بالك اللي في العمق عندي اللي غيرتهم، اللي بيرجع خد بالك الرباعي اللي انا غيرته كريم ندفد لا ده انا بقول ما اقولش كريم ما بتجيش بيه. نعم. ولا انزله يعني انا بتكلم على شق هجومي بحت عشان افك كل الشق دي. تقصد الرباعي، الرباعي خد بالك. نعم. بتاع وسط الملعب. طب بص بقى للامام وراس حربه سريع. نعم. من غير الكوره بيرجع الرباعي. نعم. اذا كان عندك انا كنت بقول اجاي برده مع انه وحش بس يبقى موجود. لان اجاي برده ليه حالات، واخد بالك، ممكن يعمل لي واحد ضد واحد يعدي او كذا، مفيش كلام. نعم. لا اقصده، انما طبعا حسام قدر واحد لانه شاف ان شاف هو امام الترجي كابتن عمل اللي حضرتك بتقول عليه، امام الترجي وامام النجم في الفوز بستة والفوز هناك في رادس، بدل الخطه ل 4-4-2 اشبه ب 4-2-4. هل حضرتك كنت تقصد بهذا الامر اللعبه باثنين راس حربه صريح؟ لا مش راس حربه صريح، انا برضه انا احتفظ بالرباعي. نعم. يعني احتفظ باجاي وانا نزلت مؤمن، اوكي، يعني بدل ما كنت اخرج. طب احمد ياسر ريان كنت حضرتك تقصد مكان مين؟ ازارو. ازارو يعني ازارو الثالث اللي يخرج. نعم. واخد بالك، انا خرجت الشيخ ماشي،
واخد بالك؟ والتغيير الثاني كان مين التغيير الثاني عندي؟ اجاي ولا مين؟ كان نزول لك لا ندفيد مكان السوليه عشان الاجهاد اللي حصل. انا العب بديفندر واحد. نعم. واخد بالك؟ ديفندر واحد. لو احمد فتحي. اه هي نعم. الطريقه بص 4 1 4 1 وبتبقى 4 4 1 1 من غير الكوره. كده كده الاطراف هترجع مع الباكات بتاع الفريق المنافس. واخد بالك؟ وبزحم وسط الملعب لان انا بخلي بحافظ على الحالات اللي ممكن تعمل لي الفارق في اي وقت. اجاي برضو بحواله يبقى موجود. عبد الله باحواله لان عبد الله ممكن في واحده يعملها واخد بالك اللي اقصده ان انا اجيب من وسط الملعب وكان ممكن بفوقان احمد ياسر تجي له واحده بعرض يدخلها لان يعني ده مشروع لعيب كويس بقى عاوز وعزيز بنفسه ويجري وتحرك نغير بس حته ده لكن هو حسام طبعا احنا ما بنقولش حسام عمل اللي عليه وان اللعيبه عملت اللي عليها لكن بقول احنا ممكن حاله من الابداع او حاله من الابتكار او حاله من المغامره اعملها ممكن اكسب بيها الكره زي دي احمد الشيخ كان خلص الامور كلها كابتن شريف النادي الاهلي جاله ضربات ثابته كتير جدا سواء فاولات او ضربات ركنيه بقياده احمد فتحي نعم هو كنت لسه هسال حضرتك ولم يستفد من اي منها يعني يبدو ان في غياب سعد سمير النادي الاهلي يسجل من ضربات ثابته اعتقد ان المفروض يلعب ضربات ثابته دي على راس اللعيبه يبقى عبد الله السعيد يعني نعم يعني عنده الملكه عبد الله هو اللي عنده الملكه ان هو يقدر يعمل التشيب اللي هو داخل المرمى او داخل منطقه ال 18 او يشوطها دايركت او احمد الشيخ ممكن كان ده كنا بنقول قبل الماتش الضربات الثابته وضربات الجزاء والحاجات دي والقرارات فيها بريورتي او اولويات للاعيبة معينه في المحاضره يعني ربيع بيحط محاضره بيقول لك فلان هيعمل الكورنر فلان هيروح لقريبه وفلان الحاجات اللي على ناحيه الشمال في منطقه الجزاء ناحيته مين هيشوطها عبد الله الناحيه الثانيه ناحيه وليد سليمان او احمد الشيخ او 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 فدي ثوابت بتبقى موجوده انا شفت ان احمد فتحي هو دايما هو اللي رايح يلعب الكره بالعرض دايما هو اللي هو غير موفق فيها او راحت واحده خلاص يعني كان لازم يبقى في شكل ثاني في زي دي كده مثلا نعم طب بروح قويه جدا الثاني عنده سنس شويه برضو عبد الله في الحاجات دي. انا ربيع عايز اسالك سؤال يا ربيع انا كنا بنعيب على الفرقه اللي بتلعب بثلاثه زي فرقه ام بي 3 4 3 دي. انا ما اعرفش حسيت ان انا ممكن انا كفرقه يا ربيع عايزك تشاركني والنبي في الحكايه دي. عايز العب بثلاثه من ورا يا ربيع انا كفرقه كده نادي واربعه في نص الملعب مقفلين على 4-3-3 يعني انا بشوف ان الطريقه دي اللي بنتكلم بقى في الفنيات انا شايف ان فرقه زي دي النهارده كنت ممكن العبها بالشكل ده وتعوضني اي تغيير دفاعي احنا عندنا تغييرات كلها هجوميه يدي فرصه لاحمد ريان النهارده ان هو يبقى تحت ازاره من غير ما اخرج ازاره انا ممكن اخرج اي لعيب تاني في الملعب يديني الدفعه الهجوميه خصوصا ان انا بلعب فرقه زي طنطا راحت مرتين ثلاثه على الجول يعني مش محتاج قوي الشق الدفاعي اللي هو مرهقني او مش شايف يعني ان الدنيا ممكن تقلب عليا في ثانيه من خلال احداث المباراه فانا ساعات كان في تغيير كده وحسام اللي بيعمله برده محدش تاني يعني ده مش جديد على حسام، حسام هو اللي كان بيطلع باك رايت او بيطلع باك ليفت وبيلعب ثلاثه وبيلعب 3-4-2-1 دي على طول هو ساعات بيعملها ده بقى اللي انا بقول لك عليه من الحكام يشوشروا عليك يخرجوك بره التركيز يخلوك في دنيا تانية زي خلينا احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا في حاجات كتير قوي ممكن تحصل احنا شايفينها واحنا قاعدين بره بنحلل او بنتفرج على شكل الملعب انما شكل الفرقه بتجري وسرعات وكل حاجه يعني مش عندنا مفيش حاجه ناقصه غير اللمسه الاخيره اتاحت الفرصه للناس اللي جايه من الخلف القادمين من الخلف النهارده قليلين برضو اللي هم داخل منطقه الجزاء اللي هم داخلين يهدفوا يعني كنت بشوف عبد الله بيسند على واحد وعنده التفكير يا ربيع ان هو يروح عامل البليسنج قوي عامل 1-2 تاني مع حد منه بيوصل ازاره سهل للجول عملها النهارده مع احمد الشيخ الحقيقه عمل نفسه جات له فرصه انه يعملها لاحمد الشيخ واحمد الشيخ لم يوفق ان هو يجيبها جول هي دي الحاجات المهارات الفرديه اللي احنا كنا بنتكلم عليها كانت قليله جدا في المباراه النهارده فحكايه التغييرات في الملعب والسويتشات كان الله في عون الجهاز الفني خلينا نستفيد دايما من الاخطاء اللي بتحصل هنا في المباراه الجايه ان احنا ما يكونش عندنا اي اخفاقات طيب كابتن ربيع كيف استفيد من لقاء اليوم خاصه انا عندي لقاء في الاسبوع المقبل امام سموحه مع كابتن طلعت يوسف هيبقى برضه متحفز دفاعيا بشكل كبير، هل يتم الاستمرار في سياسه التدوير ام يكون في عوده مره اخرى للهيكل الرئيسي بدون اي بدائل؟ بص الاول انا عاوز بس اجيب هجمه في اخر 15 دقيقه لطنطا. نعم. دقيقه كام؟ في اخر في 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 مثلا في الدقيقه 30 في الدقيقه 35 اي هجمه لطنطا في اخر 15 دقيقه. نعم. عشان برضه ابني عليها كلام مهم جدا. سياسه التدوير مهمه جدا. لازم بس خد بالك بحساب باللاعب الجاهز ما
ما ينفعش اجيب لعيب النهارده اديله فتره كبيره جدا مش موجود ومش في الصوره ووزنه زايد او مثلا بعيد فنيا ما يقدرش يخدم يعني الاداء كده ادي يعني بدايه من دقيقه 70 اهو كده. تمام ماشي ماشي برضو ماشي فيها بصراحه دي لازم برضو نشيد بالكابتن محمود البنا في قراره في هذه الكره يعني هو شايف طبعا نعم مش يعني مش لازم مش برضو نديله اللي ليه واللي عليه يعني فاقصده بعد اذنك بقى يعني بص ارجع برضو رجع لنا الـ 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 الكره من الاول انت ماشي هي دي ماشي 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 احنا عندنا دلوقتي ادي اقف بقى ماشي عندنا دلوقتي بص انا كلامي بنيت كلامي اللي انا بكلمه لك دلوقتي في سيناريو المباراه وخاصه في 30 دقيقه الاخيره او 20 دقيقه الاخيره لا اقف بقى خلاص عندك 1 2 3 4 4 0 انا ما عنديش زياده عاديه عشان كده بقول لك بلعب بديفندر واحد واخد بالك واعمل جناب اطراف واروح بيها واكثف من وسط الملعب يبقى الخماسي بزود انا دايما بجير واحد يبقى بخمسه في وسط الملعب منهم واحد واقف بس طول الوقت انا ما عندي خلاص اقف بقى انا عندي 1 2 3 4 زياده ما فيش اي خطوره وخلي بالك الراس حربه الصريح لوحده في السكس يارد معاك بالك ما فيش اي مشاكل خالص انا من هنا محمد انا ببني السيناريو بتاعي في نهايه المباراه يعني على حسب القوه الهجوميه بتاع الفريق اللي بلعبه والقوه الدفاعيه بتاع اللعيب اللي انا بلعبه واقول النهارده هو نسبه الخطوره اللي عنده في التلت اني تلت واخد بالك ببني بقى شغلي وافنش المباراه يعني لازم اغير السيناريو بتاعي مش لازم يبقى ثابت طول المباراه ب 2 3 1 4 2 3 1 4 1 4 1 من هنا انا ببص الخطوره فين والفريق ده حجمه باجي بقى ايه اشوف بقى التلت اقف انا عندي بقى الحاله تخليني افكر ازاي في التلت الاخير عشان اقدر افرش المباراه لان عندي 35 دقيقه غير 40 غير 50 دقيقه غير 70 دقيقه غير 90 دقيقه وعندي فرقه مركنه الاتوبيس دفاعيه تمام عشان كده بقول لك انا اجيب من وسط الملعب انا لو خليت اتنين راس حربه لا خلي راس حربه واحد وفي نفس الوقت ما معنى اقول لا اقف بعد اذنك ان ياسر ريان ينزل مش معناه ان ازار مش معنى ان ازارو لا ازارو النهارده من تالي من احسن اللعيبه اللي موجوده من احسن الماتشات اللي عملها النهارده بيجري وبيحارب وبقوه واخد بالك وسجل هدف المطلوب منه خلاص اللي انا ممكن في حالات يا محمد ان انا بعمل تغيير عشان تغيير مش عشان اي حاجه عشان النهارده بكسر الحته دي خلاص عمل كتر خيره وتعب عمل مجهود كبير جدا متلاعب الحلول الفرديه انا اجيب من تحت الحلول الفرديه عشان اعمل كثافه انت عندك النادي الاهلي عنده ميزه ان بيوجد فرص كثيره في الثلث الامامي من هنا انت بتسجل الفرص فرص عن طريق الجناب فرص عن طريق العمق فرص عن طريق التمرير فرص عن طريق التحرك فرص عن طريق الترابط بتاع الرباعي بتروح بتلاقي التمركز بقى جيد التمركز جيد التمركز جيد من هنا ممكن تلاقي الام مؤمن تلاقيها جاي تلاقيها واخد بالك لعبد الله هو ده اللي انا اقصده فببني السيناريو بتاعي بالنسبه لاحداث المباراه على سير المباراه وخاصه في الدقيقه الاخيره فده مهم جدا جدا يعني طيب احنا كنا بنتكلم عن كده يعني هو طبعا وجهه نظر وبالتاكيد يعني اتمنى ان اصلي انا عايز اقول لك بحته ان انا بطلع باك ربيع ما عندي ايمن اشرف بيغطي ناحيه الشمال وعندي نجيب بيغطي ناحيه اليمين يعني عايز تطلع باسم طلعه عايز تطلع صبري طلعه وانت مكتف الدنيا من وسط الملعب وعندك بقى ايه زياده عندك اربعه وقدامهم ثلاثه كمان سبعه يعني هو ده اللي احنا بندور عليه وده اللي كانوا بيعملوه انا يعني ما احنا ما بنخترعش حاجه من عندنا الحقيقه هم اللي علمونا الحكايه دي ان احنا طيب عندنا الجرأه عندنا الجرأه ربيع هجمه الانفراد دي يا كابتن شريف بعد اذنك ممكن يرجعها لنا نعلق عليها هجمه الانفراد تحت طنطا نعم الهدف ده لازم ندي برضه لاحمد عادل عبد المنعم حقه الصراحه طبعا فيها. طبعا نعم. طبعا بعد اذنك يا كابتن شريف عشان دي برضه لا يا حبيبي لا لا من الاول معلش من الاول رجعها معلش 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 بعد اذنك نفس الكوره رجعها من الاول نعم. تمام احمد فتحي عنده اجهاد بص بقى اقف بقى اقف اوريك ان حاله التعب بتودي للاخطاء حاله التعب انت لو ما عندكش حاله انت وصلت كتير جدا وكنت بقى القليل بتسجل حاله شوف هجوميا ودفاعيا على المستوى الدفاعي خليك اقف بعد اذنك معلش 1 2 3 4 بص الاهلي كام 2 4 6 ومع ذلك كنت بقول 100% كان في هدف كان في مهمه يعني وانت خلي بالك في الثلث الاولاني بتاع النادي الاهلي اللي هو ثلث المدافعه ثلث الاتزان ثلث الرقابه ثلث التغطيه بص ومع ذلك 4 ضد 6 وراح بيها جول ماشي ماشي كمل كده بقى الهجمه ماشي كمل الهجمه
ماشي وانفراد كمان يعني بص وصل هو جيري وكان ممكن يبقى هدف جيري في ضهرك بالفرس مكسر نعم خد بالك يا ابو شريف انا بكلمك على الحاله بدل يفرق انت ما عندكش بناء على كده يا مبني هو ما فيش زياده عدديه لكن بص انا بوريك برضه هو عنده نقص إرهاك. وانا زياده عدديه وكان ممكن يجيبها جول دي ما حصلتش كانت بتحصل في النادي الاهلي هو في شك برضه بكل احترام وبكل تقدير لاحمد عادل منعم انقذ هدف 100% وباسم كان لازم يعني يكشف الاوفسايد ما يغطيهوش هو كمل في الجري هو لو كان وقف كان ما كانش المقصود يا محمد يا كابتن شريف ان بمبني السيناريو بقى على الاواخر الاواخر بعمل ايه في حاجه اسمها مغامرات في حاجه اسمها خد بالك ان انا افاجئ الراجل اللي قدامي بحاجه ممكن اروح بيها واسجل بيها يعني انت كنت حضرتك بتقصد ان زي ما برضو كابتن شريف عبد المنعم كان بيتكلم على ان ابادر من ناحية الهجوميه واعمل تغييره في طريقه اللعب تكون مفاجاه للخصوم بحيث ان هو يا فاروق خلص هات لك جون وغطي الجون واعمل يوبسط العنكبوت اللي انت بتعمله على اي مرق وارجع تاني لماتشاتك اللي من السنه فاتت للسنه دي انا مش هنزوق الحكايه حكايه سهله وربنا يرشدهم دايما في الصواب ويبعدهم عن كل حد بيخرجهم بره تركيزهم يعني. طب عموما يا كابتن هذا التعادل يعني ممكن يكون بدايه لتصحيح العديد من الامور داخل المنظومه في النادي الاهلي من تلافي بعض الاخطاء الدفاعيه وايضا في التشكيله، هل ترى ان كابتن حسام البدري في اللقاء القادم امام سموحه باذن الله هيكون في العديد من التغييرات ولا هيكون في ثبات للتشكيل كما حضرتك تنادي؟ مش في حاله التعادل بس الحقيقه يا فاروق، ده انت بتبقى كسبان ده يوم ماتش الرجاء كسبان 4-1 ومتنكد وهو مروح ان دخل فيه جول. نعم. ازاي بيخش فيه جول؟ ازاي بالشكل ده؟ زي ما ربيع قال لك دلوقتي ازاي الراجل ده بيروح على الجول ويهددني ويبقى هيجيب فيا جول؟ ما ينفعش. هو مش لازم هي النتيجه اللي بتخليني اروح اصحح اخطائي بس. هو شايف الملعب وشايف التعب فين وشايف الارهاق فين وشايف الاصابات فين وشايف اللعيبه اللي هي واقفه في الملعب تقدر تعوض سرعات هجمات عليه في نفس الوقت وده عشان كده بيبقى صعب علينا احنا واقفين جوه الملعب واحنا بره الملعب احنا بنتكلم بس الشكل اللي بيحصل جوه الملعب بيلزم عليه تغييرات هو يمكن مش مقتنع بيها هو في حاجات بتحصل له في الملعب غصب عنه عايز يعمل تعظيمه في نص الملعب هنا عايز الروتيشن بتاعه يخدمه على اساس ان هو ما يتعورش وهو في الماتش برضه انما اكيد بيروح وبيتفرج على الماتش وبيشوفه الجهاز الفني كله اللعيبه كمان بتشوف نفسها عشان كده لما باجي انا الصبح اقعد قدام المدير الفني ويكلمني انا بيني وبين نفسي ببقى مقتنع باللي هو بيقوله لي مقتنع انا مكسر في الدنيا وانا انا الوحيد اللي من جوايا اللي ببقى عارف انا النهارده مش 100% ليه انا الوحيد اللي ببقى عارف محدش تاني اللي عارف يعني انا اللي ببقى اقول انا كسرت هنا انا اللي عارف ان انا الماتش الجاي لازم لو ليا فرصه ان انا اشترك ان انا اعوض وابقى بالشكل ده لان دفعت الضريبه خلاص انا الضريبه بدفعها وهي دي اللي بتعلمني لو هتعلم يبقى ان شاء الله مفيش مشاكل ولا فيها لو هقول اصل فلان زميلي اللي كان جنبي ما كانش كويس او انا مش فاهمه او دي هنخش في شركه ضلمه ومش عارف لازم الناس تبقى مفتوحه مع نفسها وصريحه مع نفسها اللي كان مدربين لاعبين اي حد هو ده اللي بيوصلنا دايما لتلافي الاخطاء في اي نتائج او اي شكل يعوقنا على ان احنا نبقى الرياده لينا والبطوله لينا ان شاء الله. عموما هو هذا الاسبوع هو اسبوع المفاجآت يعني الاسيوطي بيكسب سموحه، النصر بيكسب مصر المقصه، وطنطا تتعادل مع الاهلي، والاسماعيلي يتفوق على الزمالك يمكن بالنسبه للبعض هذه لم تكن بالمفاجاه الكبيره. هل تؤيدني يا كابتن ربيع في انه اسبوع المفاجات؟ طبعا مش كلام ان فريق المقصه ان يكسب الاهلي والزمالك ويتغلب من الفريق اللي بترتيبه اللي قبل الاخير النصر باربع اهداف مقابل هدف مفاجات طبعا مش كلام لان النصر امكانياته مش امكانياته الفنيه مش زي امكانيات نادي المقصه، المقصه عنده افراد عنده جهاز عنده اداره عنده قدرات قدر يسجل ثلاث اهداف للاهلي وثلاث اهداف للزمالك ست اهداف المعنى كبير جدا فنيا هجوميا ودفاعيا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي فدي اول المفاجات نتكلم على تاني ولا يعني هو في عندنا كمان وادي دجله تفوق على المقاولين العرب بهدفين مقابل لا شيء مقاولين ماشي بشكل كويس ولكن وادي دجله تاني مباراه بالنسبه لكابتن طارق العشري اعتقد برضو ان هي يعني فوز كبير على فريق زي طبعا المقاولين المفروض استقراره الفني هو الافضل هو الاحسن هو 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 اللي ماشي بخطى كويس 10 نقطه وماشي كويس جدا من اول الدوري وعنده افراد وعنده مدرب بقى له فتره وحافظين بعض وعندهم انسجام وعندهم
تفاهم. مفاجأة في ان نادي وادي دجلة برضو يملك القدرات ويملك الإدارة ويملك الجهاز الفني، حتى ميدو صنع فريق المفروض ان هو، بس ما كانش نتائج مساعدة، لكن بخبرة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم توفيق الله وتوفيق الله قدر طارق العشري باللعيبة ان هم يستعيدوا الثقه من جديد، ان يكسبوا ماتش تقيل بحجم المقاولين. اعتقد ان هيديهم دفعه قويه جدا في الماتشات اللي جايه، وما حدش كان يتوقع طبعا ده برضو من المفاجات. على الاقل لو كان في مفاجات كان ينتهي بالتعادل. طب احنا عايزين نستعرض لقاء السموحه والاسيوطي من حيث الاهداف. كان معانا مداخله مهمه جدا مع كابتن علي ماهر ادي امام حضراتكم. ده الهدف الاول لفريق نادي سموحه، حسام حسن الهداف العائد مره اخرى كان غاب بعض الوقت للاصابه، هو من احد من الفراده اللي حتى كان تم استدعائه من قبل المدير الفني منتخب مصر هيكتور كوبر الارجنتيني لمعسكر المنتخب. حسام حسن كان معايا برضه. حسام حسن ابن من ابناء ربيع كان معاك في الدوري نص الدوري. المنتخب بتاعك يا كابتن ربيع ما شاء الله منتشر. ايوه حسام حسن ده كان معايا. نعم. كان في الجيش. نعم. دي الفرقه اللي هنلعبها الماتش الجاي يا كابتن ربيع. ده فريق نادي سموحه مع كابتن طلعت يوسف. اعتقد انه هيبقى بنفس الشكل الدفاعي المعروف عن طريقه كابتن طلعت يوسف. فاروق هنا لعيب في وسط اربعه لوحده بيجيب جول. يعني فاهمني؟ نعم. الحكايه مش عايزه بقى شرح يعني. ده هدف التعادل احمد سعيد اوكا المدافع المساك. دي الرغبه، الهدف ده انا بسميه الرغبه. نعم. ان انا اعود للمباراه تاني. بيعود ويبدو ان التمرينه كانت من اللاعب محمد عنتر المتالق هذا الموسم مع الاسيوطي. وادي الحارس ابو جبل ده حارس سموحه. ده معك ابو جبل ده برضه؟ 89 ده جابه من الالومنيوم خده ام بي. ما انا كنت بس منتخبيه. نعم. انت اشتغل بتاع ده، سيبك من التدريب يا ربيع. اشتغل منتخبيه. لا لا اشتغل في مشوار لاعبين. هو ما شاء الله كابتن ربيع. علاقته كويسه بالناس كلها. على الاقل كنت تكسب الملايين لو سمسار لاعبين. يا عم انت زعلان ليه؟ يعني انت دام انت الناس كلها بتحبك. ده الهدف هدف رجب بكار. تقدر والله العظيم ثلاثه تبقى في المجال ده في التسويق ده كويس قوي. هدف رجب بكار في مرماه. وحطها يمكن احسن كان غير في التاريخ. احسن من الفراغ. خلي بالك زي بقى يعني النهارده بملاحظه ان اكتر من مدافع بيسجل هدف في مرمى. هنا بيخطا عكس ايمن الكره خبطت فيه ودخلت. لكن خلي بالك لا انا بتكلم على التلت في اخطاء، ما بتكلمش على انه في اخطاء دفاعيه. خلي بالك الاسبوع ده قاتله. شوف المقصه اخطاء دفاعيه. واخد بالك؟ فالاخطاء الدفاعيه زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو كتيره جدا جدا في التلت الامامي. ادي الكره العرضيه وهو علي ماهر ده هيبقى مدرب كويس. سعيد يعني خطا كبير جدا علي ماهر. هو باصص للفرق الاوروبيه. انا بشوف علي ماهر بيعامل اللعيبه ازاي وبيدور وبيديهم التكتيفه ازاي والنصايح ازاي وساب اللعيبه حره كده في الملعب بتزيد وبتعمل. برافو. الهدف الثالث اعتقد ده عمر بسام حطها حلوه قوي على بس. نعم عمر بس. عمر بس ورساله رساله لوالدته. رساله لوالدته. عشان كده ربنا بيكرمك يا ابني. عشان كده ربنا بيكرمك. ربنا يرحمها. مفيش زي الام ابدا. ده حقيقي فعلا. ورساله كانت مهمه جدا يمكن دي اللي حفزته ان هو يحرز هدف. يعيش ويفتكر يا رب. ده كان لقاء الاسيوطي وسموحه والتفوق بثلاثيه وثلاث نقط اكثر من مهمين في مشوار الاسيوطي حتى الان. في لقاء بتروجيت والاتحاد حتى الان التعادل بدون اهداف هو جاري اللقاء حاليا في الدقيقه 62 حتى الان ولا زالت التعادل السلبي مخيم على الاجواء. كابتن شريف المصري سقط في التعادل امام الداخليه بهدف مقابل هدف في الدقيقه 87. يعني المصري ما قدرش يعزز الهدف اللي هو جابه. اللعيبه الفرقه اللي بتسيب الماتش لغايه اخر دقيقه دي وما بتغطيش وخصوصا الفرق اللي هي في المقدمه بتدفع الثمن دايما. النادي الاهلي النهارده دفع الثمن في نفس الشيء. فالفرق الثانيه اللي هي بتخش ده شوف الاسيوطي بيرجع للمباراه ازاي. فكل فرقه بتبقى رايحه عايزه اثبات وجود. الحلوه الروح اللي هي انت بتتكلم عنها. احنا جبنا الاستاذ محمد مصلحي امبارح واتكلمنا معاه انا وكابتن ربيع. قلنا له عايزين نشوف فرقه الاتحاد. انت بتقولي متعادله لغايه دلوقتي. عايزين نشوف الفرقه دي في مرتبه تليق بالاسم، تليق بالمكانه، تليق بالبلد. ما ينفعش احنا نشوف ان هو كده ثالث مدرب. يعني ابتدوا مع مدرب كابتن هاني رمزي ثم محمد مصلحي كاداره. راجل احنا بنثق فيه الحقيقه وكله تمام. فاحنا بنشوف الفرقه دي كلها بتشتغل جامد قوي. انما اللعيبه بنفسها بتفرق يا فاروق. انا النهارده مدرب ادي ربيع ياسين فرقه وقول له روح اشتري اللعيبه زي ما بيقول لك عنده بتاع 10 15 لعيب في
في الدوري كان بيتمرنوا معاه هو اللي مكتشفهم، ادهم له ويقعد يشتغل عليهم، هيمسك فرقه هيبقى 10 على 10 شايلينه وعاملين اسمه وهو عامل لهم شكل وكيان جوه الملعب. فاللعيبه طبعا نص الحكايه، اللعيبه او ثلاث ارباع الحكايه هي اللي بتكمل لك رؤيتك، هي اللي بتكمل لك الفكر اللي انت عايزه. فحسام حسن بيموت نفسه وهو وابراهيم عشان يطلع باللعيبه اللي هم مختارينهم دول بشكل ان هو يبقى بيفوز بينافس في الربع الذهبي في ماتشات افريقيا، هيلعب هو كمان عنده اعدادات تانية، عنده تحضيرات تانية، ابتدى يخش في الفرق الكبيره اللي هي بتحضر الموسم بتاعها بكذا اعدادات وكذا شكلات وكذا لعيبه وعدد لعيبه معينه، وعنده ما يبقاش عنده اصابات كتير عشان الحكايه ما تفوتوش، فبقى بيشتغل بفكر تاني وفكر عالي جدا. فانت بتكلمني ان المصري يتعادل، طبعا لازم يتضايق، لازم يبقى حاسس انه مش عايز يشوفها في حته اقوى، مش عايز يشوف يجي في ماتش سهل وصغير بيتعادل. طب هيعمل ايه في افريقيا؟ طب هيشتغل ازاي؟ طيب الحاجات دي طبعا بتاثر على الفرق، انما دي بنشكر كل الفرق الثانيه اللي هي يعني اقل امكانيات بس إن هي بتحاول انها تعرف تفعل بتوازي وبتخش جوه الصوره وبترجع تاني باذن الله. كابتن ربيع ملحوظه برضه محمد، ان اخر اربع فرق خد بالك من تحت خدوا نقط، هم عاملين نتائج هايله الاسبوع ده ما عدا الرجاء. خد بالك ما عدا الرجاء، انا بقول اخر اربع فرق مش اخر قبل الاخير، الاخير الرجاء. خد بالك عندك الاسيوطي يا كابتن شريف حقق نتيجه النهارده زي ما انت شايف، عندك طنطا تعادل مع النادي الاهلي، عندك النصر غير، عندك وادي دجله. خلي بالك وادي دجله كان اللي هي ترتيبه 17 فالاربعه غير الرجاء احسن نتائج ليهم الاسبوع ده. طب كابتن ربيع، هل كابتن طارق العشري يلحق يعمل يعني تبديل او تغيير داخل طريقه لعب ليه وادي دجله، ولا ده شغل ميدو في كام يوم في كام ساعه في كام اسبوع في كام؟ لا طبعا، بص المدرب يجي يعمل اللي يقدر عليه الجانب الخططي، واخد بالك في الوقفه في فكر هجوم، انما طبعا مش محتاج وقت. اكيد شغل ميدو وشغله، زائد ان طارق ممكن بقى في محاضرته تتخلف في تجهيزه في تشكيله في تغييره من بره في طريقته، هو ده اللي ممكن يعمله في 3 4 ايام او اسبوع، انما غير كده الجانب البدني موجود مش هيقدر يرجع له. الجانب المهاري بطور بس، خد بالك ثقه في تمرير، ثقه في تحرك، ثقه في ترابط، ثقه كلها ثقات، بيشتغل على الثقه. الجانب الخططيه بقى في ما انا شايف ده هنا وشايف ده هنا وشايف هنا، واخد بالك ده اللي يقدر عليه طارق العشري. لقاء الزمالك والاسماعيلي، هل الزمالك بعيد عن الثقه؟ الزمالك مع احترامي السنه دي مش موجود فنيا، انا بتكلم على الجانب الفني. حجم الزمالك اكتر من كده، الزمالك نادي كبير، نادي عريق، نادي بيقدم كوره جميله، نادي بينافس النادي الاهلي. الزمالك من سنين طويله اول مره اشوفه بعيد عن المنافسه من الدور الاول، ما حصلتش. معناها ايه؟ ان ما عندوش فنيات. انت عمرك شفت اداء نادي الزمالك بالشكل ده؟ انت قلت بقى الهويه، ده ما فيش هويه خالص فنيا. انا بتكلم فنيات، بتكلم فنيات، بتكلم كوره، بتكلم تحرك، بتكلم تمرير، بتكلم مدافع، بتكلم هجوم، بتكلم شك، ما فيش خالص نادي الزمالك. ما احترامش، انا عاوز اعرف المدرب بيمرن الفرقه ده ايه اللي بيعمله، خد بالك. فانا اتمنى له ان يرجع. نادي الزمالك نادي كبير وحجمه كبير وجمهوره طبعا عريق وكبير جدا وبيحبه، ولازم ان شاء الله نادي الزمالك يرجع، لان الكوره في مصر اهلي وزمالك. بالتاكيد. كابتن شريف لك تعقيب على موضوع الزمالك؟ لا، عندهم فاروق جعفر يعني هو مستشار ليهم، وليه يبقى مستشار ليهم؟ مستشار هو نبوشه ده احسن من فاروق جعفر. عندي الميه وليه بروح عند الجار اقول له ما عندكش ميه؟ انا فاروق جعفر يقدر يقود المسيره دي، وده اقرب واحد يعرف عنده لغه يعرف يتكلم بيها لعيب الكوره. كابتن ربيع هو لعيب كوره اليومين دول، لعيبه اليومين دول هو بتاع المرحله دي فاروق جعفر. استاذ مستشار حبيبي وانا بحبك. في مؤتمر صحفي الان لنادي الزمالك، والمستشار مرتضى منصور هيعلن فيه العديد من الامور، اعتقد هيبقى ابرز. ده لو قال فاروق جعفر ربيع، اوعى تقول لي انا كنت قاعد مع اكيد بطل. اقول لك انت بتروح برضه للزمالك؟ لا انا زعلان والله. في نهايه طبعا تحليلنا الفني للقاء طنطا والنادي الاهلي، التعادل الايجابي بهدف مقابل هدف كانت نتيجه المباراه. بشكر ضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف. بس يا كابتن ربنا يخليكوا هارد لاك، وان شاء الله الماتش الجاي تعوض كل حاجه باذن الله. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ربيع ياسين، الف شكر. شكرا يا كابتن محمد، شكرا كابتن شريف، شكرا يا كابتن. لسه مستمرين مع حضراتكم وفقره الصحافه بعد الفاصل، اوعى تروح بعيد، نادي الاهلي حديد. I'm